بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة قبل ما نبدأ نتكلم عن أمور كثيرة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم تخص النادي الأهلي وما يحدث مع النادي الأهلي خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. عايز أبدأ بس بالكلام عن التنمر في الكورونا. زي ما حضراتكم شفتوا امبارح الحقيقة حدث غريب جدا على الشعب المصري، و الحقيقة لما الواحد بيقعد يفكر في هذا الموضوع بيعرف قد ايه عمري ما كنت اصدق ان اللي حصل امبارح ده يحصل، ان تبقى في طبيبة متوفية بسبب كورونا، سواء بقى كانت جوه الخدمة او بره الخدمة بتعمل شغلها او في البيت، المهم ان طبيبة توفت بسبب الكورونا. عربية اسعاف جت خدتها معقمة وكل الامور الصحية او الخاصة بهذا الامر معمولة، الإجراءات الاحترازية كلها معمولة وزي الفل، كل حاجة تمام. والعربية الإسعاف خدتها جاية توديها القرية بتاعتها علشان يتم دفنها، أهالي القرية رفضوا أن يتم دفن هذه الجثة. الحقيقة شيء غريب جدا وإحنا مش متعودينه من الشعب المصري أن يحدث هذا، وحضراتكم شفتوا الصور اللي كانت منتشرة امبارح على كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل الناس اتكلمت في هذا الأمر. بالنسبة لي الموضوع غريب جدا، بالنسبة لي الموضوع غريب جدا أن يحدث هذا الأمر في مصر، غريبة جدا. قد من المحتمل أن يكون هناك بعض التقصير من الأطباء من وجهة نظري، لأنه يجب أن يتم شرح أو الشرح للناس كلها أن عندما تتوفى بسبب كورونا مفيش مشكلة أن أنت تدفن عادي. أنا بشوف إن لازم الناس تطلع تقول ما بعد الكورونا أو تتكلم ما بعد الوفاة بسبب الكورونا، لأنه مهم جدا إن احنا نبقى عارفين إيه اللي بيحصل، مهم جدا إن احنا نبقى عارفين إن المتوفى بسبب الكورونا زيه زي أي حد. فكان لازم إن خلال الفترة اللي فاتت، وأعتقد إن خلاص الدنيا كلها بقت واضحة، ولكن يجب أن يكون هناك توعية خلال الفترة اللي جاية بهذا الأمر. ولكن حتى لو مفيش توعية، إكرام الميت دفنه يا جماعة. طول عمرنا يقول لك ايه، ان لما الواحد يتوفى يجب ان يتم دفنه بسرعه جدا. فاللي حصل امبارح الحقيقه شيء غريب جدا جدا جدا، ومن المرات القليله اللي بشوف فيها بعض من المواطنين الحقيقه في احدى القرى بيعمل هذا الشكل وهذا المنظر، لانه امبارح كلنا كنا زعلانين، كلنا كنا متضايقين، كلنا كان عندنا جوه قلبنا كده حاجه غريبه جدا. ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وبعدين اجيب امن علشان ادفن جثه؟ حاجه غريبه جدا. يعني ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ الناس ترفض، او اهالي هذه القريه او بعض من اهالي هذه القريه بيرفضوا ان هم يدفنوا جثه الطبيبه. الناس بدات تتكلم في انها اصلا ان هي الطبيبه كانت على المعاش، وان هي ما كانتش بتشتغل، وان هي خدت الكورونا من بنتها ومش عارف ايه. اوكي مفيش مشكله بغض النظر، ولكنها انسان ويجب ان يتم تكريمها من خلال دفنها. المنظر اللي احنا شايفينه ده الحقيقة حاجة غريبة جدا على بعض من الشعب المصري أو المواطنين المصريين. بالنسبة لي الأمر ده كان مختلف وكان غريب. يعني أول ما سمعت الموضوع ده، ما شفته على السوشيال ميديا، على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الحقيقة أنا عن نفسي اندهشت. شفت كده قلت يا جماعة مش احنا اللي نعمل كده، مش الشعب المصري. وطبعا أنا لما بتكلم على جزء، وجزء ده أعتقد أنه هو لا يمثل الشعب المصري، لأنه من امبارح للنهاردة أي حد بيتوفاه الله بسبب الكورونا الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين من امبارح للنهاردة لا، الأمور بتبقى مختلفة. لكن اللي حصل أعتقد أن اللي حصل امبارح ده استثناء لا يجب أن يتم تكراره مرة أخرى، لا يجب أن يتم تكراره مرة أخرى. في النهاية زي ما قلت لحضراتكم هذه الأزمة إن شاء الله هتعدي، وإن شاء الله هنقف كلنا واقفين، كل الشعب المصري كله واقف كتفه في كتف بعض، لأنه اللي يهمنا خلال الفترة اللي جاية إن الفترة دي تعدي بأي طريقة إن شاء الله. والطريقة الوحيدة إن حضرتك تلتزم ببيتك، إن الطريقة الوحيدة، وكل شوية هنقول هذا الكلام لأنه كلام خلاص عرفنا إن هو ده الصح، هو ده الصح، إن أنت تلتزم ببيتك. إن إحنا يا جماعة مش في إجازة، ان احنا الامور الفتره دي بتبقى بالنسبه لنا هي امور على قد ما نقدر نحاول نقعد في البيت. مفيش حد ينزل بعد ميعاد الحظر بيبقى الساعه 8، اللي بينزل الصبح بينزل علشان عنده حاجه هامه جدا يجب ان هو ينزل ليها، لكن غير كده اتمنى من حضراتكم ان احنا نشوفكم دايما او
تبقوا دايما موجودين في البيت. هو ده الاساس، هو ده الخلاص من هذا الامر. اغسل ايدك كويس، الكلام اللي احنا دايما بنقوله لحضراتكم او بنتكلم فيه مع حضراتكم دايما، اغسل ايدك، حط الماسك، حط الجوانتي في ايدك لو خرجت يعني او قعدت في تجمع، وتجمع ضروري ان انت تقعد فيه، من المفترض ان انت ما تقعدش في اي تجمعات خلال هذه الفتره. من فضل حضراتكم الفترة القادمة لازم نقعد في البيت أكتر وأكتر وأكتر، إن شاء الله ربنا يكرمنا قبل رمضان ونشوف إيه اللي هيحصل في رمضان، لأنه الأمور هتبقى مختلفة. يعني ده بناء على تصريحات صادرة من المتحدث باسم مجلس الوزراء إن من الممكن أن يتم تغيير الأمر، مواعيد يعني الحظر تبقى مختلفة عن دلوقتي، هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. لكن من فضل حضراتكم عايزينكم تفضلوا قاعدين في البيت، من فضل حضراتكم كلنا عايزين نقف جنب الدولة وجنب بعض خلال هذه الفترة، لأن الدولة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين بتعمل اللي عليها وزيادة، وكل مرة هقول هذا الكلام لأن الحقيقة في هذه الأيام يجب أن نفتخر جميعا بأن احنا مصريين. زي ما حضراتكم شفتوا الرئيس امبارح أو أول امبارح وهو معدي بيبص على بعض المواقع الإنشائية، زي ما حضراتكم شفتوا الرئيس بنفسه نزل من العربيه واتكلم مع العمال ان هم لازم يحطوا الماسك، لانه في النهايه صحه المواطن المصري سواء عامل سواء كذا او كذا او كذا مش فارقه كتير، ولكن صحه المواطن المصري هي الاهم خلال هذه الفتره. فعشان كده من فضل حضراتكم خلينا نلتزم اكتر شويه خلال الفتره القادمه. انا عارف ان الموضوع صعب، وانا شخصيا بشوف ان الموضوع صعب جدا، لكن معلش خلينا نستحمل خلال هذه الفتره، وخلينا نقعد في بيوتنا اكتر خلال هذه الفتره علشان ان شاء الله هذا البلاء يعدي من علينا، وان شاء الله يخش علينا شهر رمضان ويبقى افضل وافضل وافضل خلال الفتره القادمه. طيب ده بالنسبه للكورونا وما حدث خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا امبارح او اليومين ثلاثه في الكورونا. الحقيقه خليني بقى ابدا اتكلم مع حضراتكم في المواضيع الخاصة بالنادي الأهلي وما حدث خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا في النادي الأهلي. طيب دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنحاول على قد ما نقدر ان نقول لحضراتكم الحقائق كاملة، نقول لحضراتكم الحقائق كاملة. طيب بالنسبة لموضوع أحمد فتحي، وبرضو أعتقد أو أتمنى أن المفروض أن الموضوع ده يكون لآخر مرة بنتكلم فيه، لأن أحمد فتحي أصبح لاعبا في نادي بيراميدز بناء على الإعلان اللي أعلنوه امبارح نادي بيراميدز على صفحتهم الرسمية، وقالوا أن الجوكر هو أحمد فتحي سيكون متواجدا في نادي بيراميدز بداية من الموسم القادم. الموسم القادم امتى؟ لما يجي بقى الموسم القادم، ولكن أحمد فتحي لاعب في النادي الأهلي حتى نهاية هذا الموسم، وبعد نهاية هذا الموسم سيكون لاعبا في نادي بيراميدز. خلاص الموضوع أعتقد كده انتهى، ولكن خليني أتكلم مع حضراتكم في بعض التصريحات اللي الناس اتكلمت فيها امبارح وأول امبارح، وهي تصريحات غريبة جدا. يقول لك إيه؟ أصل النادي الأهلي كان بيضغط على بيراميدز علشان يخلوا أحمد فتحي ما يلعبش في نادي بيراميدز ويرجع النادي الأهلي تاني. طيب خليني أقول لحضراتكم معلومات، وخليني أقول لحضراتكم بعض الكواليس فيما حدث خلال الفترة السابقة في موضوع أحمد فتحي. زي ما حضراتكم عارفين أحمد فتحي طلبت لجنة التخطيط إن هي بناء على تقرير الجهاز الفني إن هو يكون متواجد في النادي خلال الفترة القادمة. طيب حصل إيه؟ لجنة التخطيط عملت ميعاد مع أحمد فتحي، الأول أجله عشان ما كانش متواجد في القاهرة، الثاني أجله عشان ما كانش متواجد في القاهرة، الثالث قعد 4 أو 5 ساعات ثم طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرض النادي الأهلي، ثم في بعد انتهاء المهلة كابتن أحمد فتحي قرر كابتن أحمد فتحي قرر أن هو لن يستطيع أن يكمل أو ستكون هذا الموسم هو نهاية عقده مع النادي الأهلي، ثم سينتقل إلى نادي آخر. بعد هذا الاجتماع لجنة التخطيط وجهت أو تمنت التوفيق للكابتن أحمد فتحي فيما يراه مناسبا في مستقبله خلال الفترة القادمة، وشكرته الحقيقة على 12 أو 13 سنة من العطاء والجهد خلال وجوده في النادي الأهلي. الموضوع انتهى بالنسبة للنادي الأهلي عند هذه النقطة، الموضوع انتهى. طيب هل الموضوع اتفتح بعد كده داخل النادي الأهلي؟ اللي حصل بعد كده ايه؟
ان هناك بعض الامور، او اعتقد ان كان هناك، انا ما اعرفش على الجانب الاخر ايه، ولكن انا بتكلم على النادي الاهلي. لما تبقى قاعد في قاعده بيحصل ايه؟ ان انت لما بتيجي تتكلم بتتكلم على، وهنا انا بتكلم على كابتن خطيب وعلى لجنه التخطيط. هل لجنه التخطيط والكابتن خطيب فتحوا موضوع احمد فتحي مره تانية؟ لم يتم فتح موضوع احمد فتحي سواء من اليمين او الشمال، سواء من قدام او من اي حته. بعدما انتهى وبعدما اقرت لجنه التخطيط او تمنت لجنه التخطيط للكابتن احمد فتحي التوفيق، الموضوع اتقفل بالنسبه للنادي الاهلي. و في القعدات العاديه ممكن جدا تبقى قاعد وتسال اي حد بلجنه التخطيط، تبقى تسال الكابتن خطيب، ناس من المقربين منهم يعني، يسالهم يقولوا لهم انتوا هتعملوا ايه في موضوع احمد فتحي؟ فالناس الحقيقه تبدي استغرابها. الناس اللي هم المسؤولين سواء في لجنه التخطيط او الكابتن خطيب بيبدوا استغرابهم، يعني يا جماعه الموضوع اتقفل، والموضوع اتقفل بشكل احترافي وبشكل محترم. يعني ايه؟ يعني هو ليه حضرتك بتسال على موضوع احمد فتحي؟ احمد فتحي موضوعه اتقفل من يوم ما كان متواجد، وبعد انتهاء المهله تمنت لجنه التخطيط للنادي في النادي الاهلي للكابتن احمد فتحي التوفيق، الموضوع اتقفل. لا يحتاج الى كل هذه الضجه. لاعب محترف ولاعب محترم وادى ما عليه وزياده، ناس شايفه ان هو عمل كده عشان خاطر الفلوس، وناس شايفه تانية ان هو عشان الفلوس واللعب. بغض النظر، اللي عايز يشوف حاجه يشوفها. هو اللاعب له اسبابه في ان هو لن يكمل مشواره في النادي الاهلي. اسبابه هي ايه؟ اللي انا اعرفه ان هي اسباب تخص النواحي، ان هو عايز يلعب بشكل اكتر لانه شايف ان مستر فايلر مش هيلعبه كتير الفتره اللي جايه، وفي نفس الوقت عرض اعلى. محدش يقدر يتكلم في هذا الموضوع. هو احمد هو حر، له اسبابه ويختار هو اللي هو عايزه. لكن لجنه التخطيط تعاملت بشكل احترافي مع احمد فتحي في هذا الامر، واحمد فتحي قد يكون اتاخر شويه في اتخاذ قراره، ولكن في النهايه خرج من النادي الاهلي. وهو يعني احمد سيظل دائما، وانا قلت الكلام ده قبل كده، الناس مش هتنسى ال 12 13 سنه اللي كان متواجد فيهم احمد فتحي داخل النادي الاهلي، والعطاءات اللي عملها احمد فتحي، وان هو قلبه وراجل من اللاعبين المهمين جدا جوه النادي الاهلي. ولكن ايضا الناس لن تنسى، او جمهور النادي الاهلي لن ينسى موقف احمد فتحي في عدم التجديد. ده شيء مفروغ منه، زي ما ان احمد له الحق تماما في اتخاذ القرار فيما يراه مناسبا في مستقبله خلال الفتره القادمه. فالموضوع منتهي. لجنه التخطيط تمنت التوفيق لاحمد فتحي. ايه اللي حصل بعد كده في الاسبوع او العشر ايام اللي ما بين ان تمنت لجنه التخطيط للنادي في النادي الاهلي التوفيق للكابتن احمد فتحي لغايه لما تم الاعلان رسميا امبارح من نادي بيراميدز؟ اللي حصل ايه؟ بعض التصريحات يقول لك ايه؟ من ساعه ما انا اتدخلت وضغطنا على النادي الاهلي، ضغط على بيراميدز علشان ما ياخدش احمد فتحي، وبعدين لما لقوه رايح نادي تاني قاموا مرجعين ايه يا جماعه الكلام ده؟ هو هل الكلام ده يعقل يا جماعه؟ الكلام ده ممكن ان حد يصدقه؟ نادي اهلي ايه اللي هيضغط على نادي بيراميدز؟ نادي الاهلي له مجلس ادارته وله اسلوبه وله طريقته وله سياسته اللي ماشي بيها، ونادي بيراميدز له سياسته وله طريقته وله اسلوبه اللي هو ماشي بيه. يعني كلام غريب جدا الواحد بيسمعه، وكلام غريب جدا الواحد من المفترض ان انا ما ردش على هذا الكلام، ولكن انا بلاقي ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيصدقوا الكلام ده. هل انتم مصدقين نفسكم؟ هو انتم مصدقين نفسكم بجد في الكلام اللي بيتقال ده؟ ان النادي الاهلي بيحاول يضغط او ضغط على بيراميدز في الاول على اساس ان النادي بيراميدز ده مثلا ملوش رئيس، على اساس ان النادي الاهلي لا يتعامل بمثل هذا الشكل ابدا في اي شيء. النادي الاهلي يتعامل بمنتهى الاحترافيه في كل الامور، وده كان واضح للجميع بدليل تراجع كل الناس اللي دلوقتي. لو تاخدوا بالكم بقى من النبره دلوقتي، لما لقوا هجوم جمهور النادي الاهلي على بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ان هم كانوا الثلاث اربع اسبوعين ثلاثه اللي فاتوا بيتكلموا على ايه؟ بيتكلموا على ان النادي الاهلي ده بيبيع ولاده وبياكل ولاده ومش عارف ايه. لو تاخدوا بالكم دلوقتي النبره اتغيرت الحمد لله.
قناة النادي الأهلي كان لها دور في هذا الأمر طبعا بكل برامجها. أنا مش بتكلم على ملعب الأهلي، ولكن أنا بتكلم على كل برامج اللي موجودة في النادي الأهلي، أثبتت بالدليل في سواء في ملك وكتابة، سواء في خط أحمر، سواء في الأهلي الليلة، سواء في كلام في الميديا. كل البرامج الحقيقة بتتكلم عن هذه الأمور وبتحاول إن هي توري لحضراتكم، على الرغم من إحنا متأكدين إن جمهور النادي الأهلي عارف الكلام ده كويس، ولكن الزياطين بقى اللي بيزيطوا مع الزيطة، اللي هم بعض من لا يشجع النادي الأهلي، يقول لك أصل إحنا أحمد فتحي النادي الأهلي كأنها حرب مثلا. يا جماعة، لاعب في النادي الأهلي، نجم كبير في النادي الأهلي برضه، عشان محدش ياخد كلامي يقول لك أصل أنت مش عارف إيه، لا، نجم كبير كان متواجد في النادي الأهلي، النادي الأهلي قدم له عرض احترافي وبشكل متميز، النادي الأهلي صبر على أحمد فتحي مرة واثنين وثلاثة خلال الفترة السابقة، أحمد فتحي في نفس الوقت فكر في الموضوع بشكل أو بآخر من وجهة نظره، من وجهة نظره، ملناش أي علاقة بهذا الأمر، أحمد فتحي فكر من وجهة نظره وفكر في إن هو ايه افضل الامور بالنسبه له، وهو شاف ان هو يجب ان ينهي مشواره في النادي الاهلي بعد 12 13 سنه من العطاء داخل النادي الاهلي، هو حر. الموضوع انتهى عند هذا الحد. اليوم اللي تمنت فيه لجنه التخطيط لاحمد فتحي التوفيق، هو ده كان نهايه الموضوع بالنسبه للنادي الاهلي. اللي حصل بعد كده ما يخصش النادي الاهلي في اي شيء، ما يخصش النادي الاهلي في اي شيء، بالعكس. في بعض القعدات الودية، ومعرفش هل مسموح ان انا او المفروض ان انا اتكلم في مثل هذه الامر، لان دي امور شخصية يعني، لكن انا هتكلم فيها. في بعض القعدات الودية وليست الرسمية، لما سئل كابتن خطيب او سئل اعضاء في، لا بلاش اقول الكابتن خطيب عشان ما يقولكش انت بتطبل، مفيش مشكلة. لما سئل كابتن خطيب او سئل اي حد من اعضاء لجنة التخطيط عن هل من الممكن أن يتم فتح باب التفاوض مرة أخرى مع أحمد فتحي بعدما تناثرت أقوال خلال الأسبوع أو العشر أيام اللي فاتوا عن أن أحمد فتحي لن يستطيع أن يكمل مشواره، أو أن نادي بيراميدز بيتراجع عن اتفاقه مع أحمد فتحي؟ الحقيقة الرد كان واضح وصريح، الرد كان واضح وصريح. يا جماعة، النادي الأهلي بيتعامل باحترافية مع الناس، مع لاعبيه. النادي الأهلي بيتعامل بمنتهى الاحترام، وأحمد فتحي خرج من النادي الأهلي والموضوع انتهى، صفحة واتقفلت، ملهاش أي ديول زي ما بيقولوا. فلما بتبقى قاعد في القعدة الودية دي وتيجي تتكلم يقول لك يا جماعة الموضوع انتهى، خلاص الموضوع اتقفل، أحمد فتحي ما ينفعش يرجع النادي الأهلي تاني، والنادي الأهلي مش هيفكر في أحمد فتحي تاني، احنا بنفكر في أمور أخرى دلوقتي، لأن الصفحة اتقفلت من اليوم ده. فالأمر اتقفل. لكن نقعد بقى نتكلم ونقعد نخلي الموضوع بقى قد، كان الموضوع كان قد كده، وبعدين بقى قد كده، وبعدين بقى قد كده، عايزين نكبر الموضوع أكتر فندخل فيه إن اسم النادي الأهلي، وعايزين نكبر الموضوع أكتر ندخل فيه اسم الكابتن خطيب، وبعدين نرجع اسم النادي الأهلي تاني علشان نقول أصل الموضوع كبير والنادي الأهلي بيضغط من هنا عشان يعمل كذا. عمر ما ده بيحصل داخل النادي الأهلي ولن يحدث. افتكروا حضراتكم دايما الكلام ده، لأن الكلام ده هو المبادئ اللي احنا بنمشي عليها، أو اللي النادي الأهلي بيمشي عليها خلال الفترة السابقة. الحلقة اللي فاتت أنا جبت لحضراتكم كلام الكابتن خطيب عندما كان نائبا لرئيس النادي، وكان بيتكلم على الكابتن محمد أبو تريكة والتضحيات اللي عملها كابتن محمد أبو تريكة، علشان ساب 5 مليون دولار علشان يفضل متواجد في النادي الأهلي. فأنا جبت لحضراتكم إيه اللي حصل، أو طريقة الشغل داخل النادي الأهلي بتبقى عاملة إزاي. كابتن خطيب كان ساعتها نائب رئيس النادي وعضو لجنة الكرة في ذلك الوقت، اللي كان فيها عظماء كابتن حسن حمدي وكابتن طارق سليم وكابتن خطيب. كابتن خطيب قال لما كلمني رئيس نادي الهلال، رجعت لجنة الكرة واتكلمت معاهم، أولا رجعت للمدير الفني واتكلمت معاه، وبعد المدير الفني اتكلمت معه وعرفت رأي المدير الفني اللي قالك برضو الرقم كبير، اعرفوا رأي اللاعب نفسه، وبعد كده رجعت لجنة الكرة اللي شافت برضو ان احنا نعرف رأي اللاعب. فأنا كابتن خطيب ساعتها يعني اتكلم مع الكابتن محمد ابو تريكه لان كانوا مسافرين اليابان، فالكابتن ابو تريكه قال له طب انا لما ارجع هقول لحضرتك الموضوع هينتهي على ايه. فابو تريكه
وهو واقف في المطار كان في جمهور كتير متواجد فشجع النادي الأهلي، وطبعا كان الموضوع انتشر فعرفوا فبيقولوا لا، فيعني شجعوا محمد أبو تريكة وقالوا له احنا عايزينك تكمل معانا. جمهور النادي الأهلي قالوا عايزينك تكمل معانا. كابتن خطيب هو اللي بيحكي هذا الموضوع، فأبو تريكة بكى، فكابتن خطيب راح له وقال له انا كده عرفت قرارك. هي دي الطريقة اللي بيمشي بيها النادي الأهلي من 1907، او بلاش من 1907، من فترات طويله لغايه دلوقتي. راي المدير الفني، راي لجنه الكوره، راي اللاعب، والقرار بيبقى في النهايه هو في ايد اللاعب. هو ده الطريقه اللي بنمشي بيها، وهو ده الاسلوب اللي هنفضل ماشيين بيه. اي بقى مؤامرات، نظريه المؤامرات دي موجوده في بعض من لا يشجع النادي الاهلي بطريقه او باخرى. نظرية المؤامرات دي يعني يقول لك اصل النادي الاهلي بيضغط على الطرف الاخر علشان يخلي احمد يرجع له، والكلام اللي حضراتكم كنتوا سامعينه خلال هذه الفترة. والموضوع محدش كان بيتكلم فيه اساسا. محدش كان بيتكلم فيه اساسا. وعندما في قعدات ودية كده لما تيجي تسأل اي حد يقول لك يا جماعة الموضوع اتقفل خلاص. الموضوع اتقفل. انا شخصيا اتمنى كل التوفيق لواحد من نجوم كرة القدم المصرية، النجم الكبير الكابتن احمد فتحي. 12 سنة من العطاء، 13 سنة من العطاء داخل النادي الأهلي، عمل فيهم أو بذل فيهم مجهود كبير جدا جدا جدا، وأعطى كل اللي جواه كلاعب للنادي الأهلي. فبنشكره على 12 13 سنة، وجمهور النادي الأهلي لن ينسى ال 12 13 سنة، وجمهور النادي الأهلي لن ينسى عدم تجديد أحمد فتحي للنادي الأهلي. بس الموضوع اتقفل. أحمد فتحي نتمنى له كل التوفيق في خطوته اللي جاية، وان شاء الله تبقى خطوه جيده بالنسبه له، سواء من الناحيه من كل النواحي، ان هو ان شاء الله يلعب ويبقى متواجد مع منتخب مصر زي ما الكلام اللي طالع. فاتمنى ان الموضوع ده يتقفل، الموضوع ده ما حدش هيتكلم فيه تاني. مش عايزين نقعد نتكلم في امور، صدقوني حضراتكم الامور هذه الامور ليست صحيحه. طيب عايز برضه اقول لحضراتكم عن امبارح كان في تصريحات لخالد قمر. خالد قمر لطيف لذيذ جدا على فكره. خالد قمر لاعب نادي الاتحاد السكندري. خالد دايما تصريحاته كده فيها، يعني لما جينا نراجع التصريحات مع زمايلنا في الاعداد، كل تصريحات خالد من زمان قوي، وهي دايما بتعمل كده، بيحب يعمل فيها سخونه. يعني مره اتكلم عن من سنتين ثلاثة كده لما مشي بالنادي الزمالك، قال لك ان دايما كان بيبقى معانا، اتكلم عن حاجة تخص السحر والكلام ده، يعني ما مش فاكر الحقيقة التصريح اللي قاله، ولكن دايما تصريحات خالد بتبقى تصريحات سخنة. برضو من اسبوعين ثلاثة اتكلم على ان هو كان المفروض رايح النادي الاهلي، وبعد كده بعد ما مضى في النادي الاهلي تدخل وزير الداخلية وخلاه يروح نادي الزمالك. ده الكلام اللي قاله الحقيقة خالد قمر. برضو امبارح او اول امبارح كان في تصريح مهم جدا لخالد قمر، يعني هو تصريح مهم او امبارح، يعني تصريح مهم ولكن مهم بطريقه ويضحك. يعني انا بالنسبه لي التصريح ده يضحك، انا مش عارف خالد قاله ازاي، لكن ماشي. خالد قال لك ايه؟ قال لك انا خليت احد اصدقائي لما مع النادي الاهلي، انا خليت احد اصدقائي يمضي مع النادي الاهلي ورحت انا مضيت في نادي الزمالك. انا مش فاهم ازاي. ازاي يا جماعه؟ هو ده، هو ده انت لو بتلعب في نادي درجه رابعه يا راجل، اللي هو اقل الدرجات، يعني مش قصدي شيء، ولكن اقل درجه متواجده هي درجه رابعه، مش هيحصل هذا الكلام. وبعدين هو ينفع دلوقتي ان انا بشتغل في قناه الاهلي فجاي امضي مع الاستاذ محمد كامل، فالاستاذ محمد كامل يسيبني ويمشي وامضي وبعدين يرجع ياخد العقد تاني؟ طب ما هو على لو على كده، يعني لو على الكلام اللي خالد بيقوله، طب ما كان النادي الاهلي قال له يا خالد انت معايا، طب تمام انت معايا، والنادي الاهلي هو اللي يمضي لنفسه. كلام غريب جدا، وكلام انا بالنسبه لي كلام مش منطقي، وكلام يعني خد بالك من تصريحاتك، لان انت لما بتيجي تتكلم، جمهور اسكندريه ده جمهور عظيم جدا وجمهور كبير جدا ومن افضل الجماهير اللي متواجده، ونادي الاتحاد من الانديه الكبيره. انا ما بتكلمش على اسكندريه ولا على نادي الاتحاد ولا على الكلام ده، ولكن انا بتكلم على تصريحات بتلفت نظري. يعني احنا قاعدين طول الوقت دلوقتي، يعني اكتر الوقت بنبقى قاعدين على الفيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي نشوف التصريحات والناس اللي بتتكلم. فالتصريح ده غريب جدا يعني. وبعدين برضه يا خالد، يعني خد بالك من طريقه كلامك وخد بالك من اسلوبك. يعني انت الناس بعد كده تثق فيك ازاي؟ طيب هل انت عارف دلوقتي ان انت قلت
ان انت غيرت توقيعك، انا مش عايز اقولها بطريقه تانية، فالناس تثق فيك بعد كده ازاي؟ يعني برضه يا خالد، انا خالد بحبه جدا على فكره، وشخص لطيف ويعني لعيب محترم وكويس جدا، ولكن هي تصريحات غريبه، تصريحات غريبه. يقول لك اصل انا خليت واحد صاحبي، يعني تخيل حضرتك كده، اعتقد ان الكابتن علاء عبد الصادق اللي كان متواجد في ذلك الوقت، تخيل حضرتك كده ان انت بتعمل عقد وانا قاعد انا وواحد صاحبي جنبي، فالمفروض المسؤولين في النادي الاهلي يبقوا قاعدين قدامي بنتفاوض، مش ده اللي بيحصل؟ فحضرتك اتفقتوا، فقال لك امضي، فانت خليت حد اللي صاحبك اللي قاعد جنبك ده يمضي، خد امضي لي اشول. امضي اشول، فعادل امام وسعيد صالح امضي اشول، فبيمضي يعني. طب انت عارف لو قلت ان انا ممكن امضي بايدي الشمال تعدي، لكن تخلي واحد صاحبك هو اللي يمضي على اساس ان الناس اللي قاعده دي كلها يعني عاميه مثلا؟ يعني هو في مواقف طريفه ولطيفه يعني محدش بيصدقها وهي غير منطقيه، ولكن خد بالك وانت بتيجي بتتكلم انت بتدبس نفسك، خد بالك انت بتدبس نفسك في اللي جاي، وفي نفس الوقت بتقول كلام يعني انا بشوفه ان هو كلام مش منطقي. يعني انا بشوفه ان هو كلام مش منطقي، ازاي هخلي واحد يمضي؟ يعني انا بتفق معاك على شيء في عقد، فخلي يا صاحبي اقول له امضي يا ابني كده، امضي بسرعه، على اساس ان الناس اللي قاعده دي كلها يعني. وطبعا وقت التوقيع مفيش حاجه اسمها حد يقوم، لكن خدوا بالكم بس من الكلام والحاجات اللي بتحصل خلال هذه الفتره، لانها كلها حملات اعتقد ان هي رايحه في اتجاه مش مظبوط. خالد انا الحقيقه مش قصدي عنه شيء والله ابدا، ولكن انا لفت نظري هذا التصريح فبعلق على تصريحاته، يعني حاجه بسيطه جدا وهي غير منطقيه. يعني لما تيجي تتكلم ممكن تقول ايه، اصل النادي الاهلي ضغط على نادي بيراميدز مثلا، يعني ممكن تعدي، لكن ان انت تتكلم على ان خالد قمر بيقول ان وانا بمضي خليت واحد صاحبي يمضي لي، كلام غريب جدا وكلام مش منطقي. خد بالك من تصريحاتك يا خالد، لان انت يعني بتدبس نفسك في امور اخرى يعني. طيب اخر بس موضوع قبل ما استقبل ضيوفي النهارده، عندي ثلاث فقرات هامه جدا الحقيقه. عايز برضه اتكلم مع حضراتكم في موضوع اللجنه الخماسيه. اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم في خلال هذه الفتره، الشغل الشاغل لاي حد، اي حد عنده شغل او عنده رؤيه في العمل بيعمل ايه؟ بيبتدي يقعد، لان دلوقتي في كره القدم في الرياضه مفيش اي شغل، مفيش اي تدريب، مفيش اي منافسات، مفيش اي كذا، فمن المهم جدا ان يبقى عندك ورق متظبط. يعني ايه ورق متظبط؟ يعني انا الفتره اللي جايه لو انا مكان اللجنه الخماسيه، انا ما اعرفش هم بيعملوا كده ولا لا الحقيقه، ولكن انا بقول لو انا مكان اللجنه الخماسيه هعمل ايه؟ هبتدي اظبط ورقي، نقعد احنا الخمسه مع بعض نظبط ورقنا، كرة القدم الفترة اللي جاية هتبقى عاملة ازاي؟ احنا محتاجين ان الدوري يرجع ولا لا؟ طيب شهر خمسة جه، بعد رمضان جه والدوري رجع، هنعمل ايه؟ هنعمل الورقة الأولى مثلا، واحد اتنين تلاتة، وأحطها جنبي. طيب بعد رمضان اللي هو نص خمسة مثلا أو آخر خمسة، الدوري ما رجعش، هنعمل ايه؟ ممكن على نص ستة الورقة التانية، واحد اتنين تلاتة على نص ستة. كده يبقى في حالة رجوع الدوري وفي حالة عودة النشاط الرياضي مرة أخرى. الورقة الأولى في إن أو الخطة الأولى إن لو الأهلي أو إن النادي أو أنا آسف إن النشاط الرياضي رجع مرة أخرى على نهاية خمسة. الورقة الثانية لو النشاط الرياضي رجع على نص ستة. الورقة الثالثة لو النشاط الرياضي رجع على أول سبعة، هنعمل إيه؟ أهو. كده تلات ورقات فيهم عودة النشاط الرياضي، اللي الكل في العالم بيتجه إلى هذا الأمر. الكل في العالم بيتجه إلى هذا الأمر، محدش عايز يلغي أي دوريات في العالم كله، أو دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال أفريقيا أو آسيا. فأنا الورقة الأكتر أو الخطط الأكتر لعودة الدوري آخر خمسة، نص ستة، أول سبعة مثلا، يعني أنا معرفش.
وبعدين اعمل الخطه الثانيه او الخطه البديله الثالثه او الرابعه في حاله عدم عوده النشاط الرياضي مره اخرى هذا الموسم. هنعمل ايه الموسم اللي جاي؟ هنبدا ازاي الموسم اللي جاي في ظل الارتباطات الكتيره جدا اللي هتبقى متواجده؟ هل ده حصل من اللجنه الخماسيه حتى هذه اللحظه؟ انا ما اعرفش. هم ما اعلنوش، يعني حتى لو انا اتكلمت مع حد بشكل ودي ولكن لم يتم الاعلان بشكل او باخر عن ان هناك خطط مستقبليه لعوده النشاط الرياضي او في حاله الغاء النشاط الرياضي. من وجهه نظري ان المفروض ان هي الحاجات دي تعلن على الانديه خلال الفتره اللي جايه، وحضرتك كلجنه خماسيه تاخد مقترحات من الانديه كلها. طب ده الدوري الممتاز، طب والدوري الدرجة الثانية، طب ودوري الدرجة الثالثة، طب ودوري الدرجة الرابعة هتعمل فيهم ايه؟ أوائل المجموعات في كل درجة هتعمل فيهم ايه؟ الهابطين في كل درجة هتعمل فيهم ايه؟ الناس اللي صرفت فلوس سواء في الدرجة الثالثة أو الثالثة أو الثانية أو الرابعة هيعملوا ايه؟ والأولى طبعا الممتاز. من المفترض أن تكون هناك خطط واضحة مستقبلية في حالة عودة النشاط الرياضي واحد واثنين وثلاثة واربعة لو فيه، وفي حالة عدم عودة النشاط الرياضي المنتخب هتعمل معاه ايه؟ كرة القدم والرعاة في حالة ان مثلا الغاء النشاط هتعمل ايه مع الرعاة؟ طب في حالة عودة النشاط متأخر هتعمل ايه مع الرعاة والناس دي؟ يبقى احنا من وجهة نظري ان يجب ان يعود النشاط الرياضي مرة اخرى خلال الفترة اللي مش اللي جاية القريبة لا، ولكن يجب ان يكون هناك. الناس تقعد تقول لك ايه، طب يا عم اسلام احنا دلوقتي، هو انت ليه بتتكلم في عودة النشاط؟ طيب يا جماعة دايما النظرة المستقبلية مهمة جدا. النظرة المستقبلية هو دايما لماذا يتفوق النادي الاهلي عن اي حد؟ لان النادي الاهلي دلوقتي عنده لجان قاعدة بتفكر هيحصل ايه الفتره اللي جايه، عندهم الخطط اللي انا بقول لحضراتكم عليها دي، عندهم الخطه الاولى في حاله عوده النشاط كذا في وبعدين مش نشاط كره القدم، ده النشاط الرياضي بشكل عام، سله وطايره وهاندبول وبينج بونج وكل حاجه. ففي خطط بتتعمل علشان ابتدي اعدي مرحله الركود اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي على الاقل من الناحيه الاقتصاديه كمان. في عمل مؤسسي احنا شغالين بيه. فانا اللي انا بشوفه الحقيقه في النادي الاهلي انا بحاول انقله لاتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه. انا الحقيقه اللي انا فاهمه واللي طلع الاستاذ الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه بيتكلم على ان لا مجال لالغاء الدوريات خلال الفتره اللي جايه، وان المسابقات سوف يتم استكمالها. حلو جدا، ازاي يا فندم؟ ازاي؟ ايه الخطه يا فندم؟ الخطه القادمه ازاي؟ يعني من حقي او من حق الانديه اللي موجوده كلها في او اللي بتلعب في كل الدرجات من حقهم ان هم يقولوا مقترحاتهم، وفي النهايه القرار بيبقى لحضرتك. هي ايه المشكله لما تبعت دلوقتي ايميل او فاكس او زي ما بيحصل زي ما الامور ماشيه في اتحاد كره القدم، ابعت عايزين مقترحات يا جماعه لعوده الدوري مثلا في شهر 6. فهو ده الموضوع اللي احنا محتاجين ان احنا نعرفه خلال الفترة القادمة. طيب هتكلم طبعا وهناقش الموضوع ده مع ضيوفي الحقيقة الثلاث فقرات اللي هيكونوا معايا النهاردة، واتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف خطط مستقبلية لعودة النشاط الرياضي او حتى لا قدر الله الغاء النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة. طيب عندنا الحقيقه ثلاث فقرات النهارده. فقرتنا الاولى مع دكتور احمد فوزي واحد من اللاعبين الكبار الحقيقه اللي كانوا متواجدين في النادي الاهلي لفتره من الفترات. احمد له اراء قويه جدا في امور كثيره جدا جدا بتحدث في عالم كره القدم خلال هذه الفتره. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل فقرتنا الاولى كابتن احمد فوزي هتكلم معاه في كل ما يخص كرة القدم في هذه الفترة، وهتكلم معاه ايضا في مواضيع كثيرة جدا جدا هنتكلم فيها مع كابتن احمد فوزي بعد هذا الفاصل.
وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد فوزي او كابتن احمد فوزي، واحد من نجومنا الكبار اللي كانوا متواجدين لفترات طويله جدا داخل النادي الاهلي. ازيك يا دكتور؟ يا منور يا اسلام. شرف ونور وسعداء جدا. انت اللي دايما منور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يبارك لك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الدنيا تمام؟ يعني اخبارك ايه في زمن الكورونا؟ الدنيا يعني الحمد لله، اعتقد ان الدنيا بالنسبه لنا يعني اهدى شويه من ناس كتير، زي ما بيقولوا كده بالبلدي بتكح تراب. الدنيا صعبه شويه برضه. على المستوى الفرق وعلى مستوى الانديه. هنتكلم في الامر ده، ولكن انا بكلمك انت بقى بشكل شخصي. بتعمل ايه اليومين دول؟ بعمل ايه؟ انا قاعد في الصيدليه ما بعملش حاجه. انا ما بعملش حاجه فعلا، قاعد في الصيدليه. بقدر الامكان بتاخد احتياطاتك، لان انت شغلانتك المفترض بيها ان انت بتتعامل انت برضه بتتعامل مع قطاع كبير وناس كتير لا قدر الله ممكن تكون مصابه وبتتعامل معاها، فانت بتاخد حذرك، بتتعامل غصب عنك مع ناس كتير، بتحاول يبقى ليك دور توعوي مهم جدا في المنطقه اللي انت فيها، وده دور كل صيدلي. واعتقد الى حد ما معظم الصيادله عاملينه بطريقه كويسه. طبعا تحيه لكل اطباء مصر وكل العاملين في القطاع الطبي على المجهود المبذول، لان فعلا فعلا احنا من غير القطاع الطبي كنا هنتعب قوي. كان الناس دايما تقول احنا وزاره الصحه عندنا الدنيا صعبه، بس انا بقول لهم لولا وزاره الصحه دلوقتي ولولا الاطباء ولولا الممرضين كنا بقينا شبه ناس تانيين. بقينا شبه ناس تانيين. طيب بما اننا بنتكلم عن هذا الامر، امبارح الحقيقه واعتقد ان حضرتك شفت هذه الصور على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تنمر من بعض الاهالي الحقيقه جثه احدى المتوفيات، ورفض بعض الاهالي في ان هم يدفنوا هذه الجثه. اعتقد ان ده تنمر بشكل واضح جدا. طيب بدايه ما ينفعش واحده من دي بنت ليا كانت مشرفاني في كل حته، منطقه دي بلدي، دي بنت بلدي زي ما بيقولوا. ده انا لو عندي يعني لو هي قريبه مثلا مننا سوري وفي مقابر قريبه منا، انا اتشرف ان واحده زي دي خدمت امه وبقت شهيده، ودي شهيده باجماع علماء الدين، تموت وانا ادفنها في مكاني او ادفنها في مقابري. فاحنا مش هنقول تنمر، هو عدم وعي الجهل، ومش هنقول مش هنكذب على بعض. يعني الآفة الكبيرة لأي تحضر في العالم هو الجهل. وبس نقطة مهمة لازم نوضحها عشان الناس بعد كده. الكورونا، أي واحد بيموت بالكورونا أو بيموت بوباء عشان يبقى فاهم، بعد الغسل بيتحط في كيس بلاستيك وبيتمنع عن أي حاجة، فده شيء طبيعي. وأي حد يموت بالكورونا سيبوه يدفن في الحتة اللي هو عايزها، لأن كده كده بعد الغسل بتاعه بيتلف عليه كيس بلاستيك عشان يمنع اي اختلاط. ثانيا، بعد الغسل بعد ما يتحط في تربته ما بتتفتحش عليه التربه لمده 3 شهور، حتى لو حد مات بيدفنوه في تربه ثانيه لحد ما تعدي 3 شهور ويبتدي يتفتح. ده اي وباء في الدنيا، سي مثلا الايدز فيروس سي، مثلا الكورونا كما اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. فالناس لازم يبقى في وعي. اعتقد ان مش معقوله بلد طويله عريضه ما فيهاش دكتور، ما فيهاش واحد يقول لهم الكلام ده. فكان من الاولى ان اكيد فيهم ناس محترمه كتير، وكان في من الاولى ان واحد يتكلم. انما الطريقه اللي تتعامل بيها مع حرمه الموتى، يا جماعه ده اكرام الميت، دفنه صح. يعني المفروض اول ما يموت تغسله على طول وتصلي عليه وتدفنه، ده اكرامه. تخيل بقى انت مش عايز تدفنه اصلا. اعتقد موقف صعب، موقف يا رب ما يحصل في اي حته تانية في مصر. ولازم نعرف كلنا طلعنا ونزلنا الخير جوانا، فلازم الخير ده بعض ده. لكن في النهايه ده ليس طبعا الشعب المصري. اكيد اكيد هو جزء، ولكنه جزء لابد من توعيته، جزء قليل جدا لابد من توعيته. فتح عينينا لحاجات اخرى دكتور، ان احنا خلال الفتره اللي جايه يجب ان يكون هناك توعيه فيما بعد الموت في موضوع كورونا تحديدا. يعني اكيد انا بقول لحضرتك الموضوع لازم يبقى فيه واحد، لازم كان فيه دكتور يقول لهم يا جماعه ده لا يمكن يحصل منها حاجه، لان هي ملفوفه في كيس بلاستيك ومش هيظهر عليها اي حاجه، ولا حد هيقدر هيتصاب منها. وبعدين الكورونا بالرزاز بتتنقل. طب انت يعني هي ماتت مفيش رزاز هيطلع منها، مفيش نفس اصلا. طب هتنقله ازاي؟ فاعتقد اللي فكر في حاجه زي كده ربنا يسامحه وربنا يجازيهم يعني ما يستحقوه. طيب خلينا واحنا بنتكلم، وقبل بقى ما نتكلم في كره القدم، خلينا نطلع نشوف تقرير عن التنمر في الكورونا. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. ترجمة
اشتعال المعركة بين دول العالم وفيروس كورونا، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بحملات موسعة ومطالبة بعدم التنمر ضد مرضى أو حاملي فيروس كورونا اللعين. قام العديد من الأشخاص بتغيير صور البروفايلات الخاصة بهم، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقولة لا للتنمر ضد مرضى فيروس كورونا. الحملات الواسعة جاءت رداً على ما قام به أهالي قرية شبرا البهو الذين رفضوا دفن جثمان الشهيدة الطبيبة سونيا عبد العظيم، وهي أحد أفراد جيش مصر الأبيض الذين قدموا أرواحهم في معركة مصر ضد الفيروس اللعين قبل أن يصدر النائب العام قراراً بدفن الشهيدة في قريتها. نال أهالي قرية شبرا البهو هجوماً شرساً عبر مواقع التواصل بعد رفضهم دفن الطبيبة الشهيدة قبل أن يتدخل الأمن ولينهي الموضوع. نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بتغيير اسم القرية إلى قرية الشهيدة سونيا عبد العظيم. تفاعل الشيخ أحمد الطيب إمام وشيخ الجامع الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي مع المشهد المتداول لرفض دفن طبيبة توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا. قال إنه مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق والإنسانية والدين. من الخطورة بمكان أن تضيع الإنسانية وتضغى الأنانية، فيجوع المرء وجاره شبعان ويموت ولا يجد من يدفنه. إن إنسانيتنا توجب على الجميع الالتزام بالتضامن الإنساني برفع الوصمة عن المرض وكفالة المتضررين وإكرام من ماتوا بسرعة دفنهم والدعاء لهم. رحم الله ضحايا هذا الوباء ورفع البلاء عن العالمين. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. دكتور احمد، برضو عايز اسالك، او خلينا بقى ننتقل الى كره القدم. شايف حال كره القدم او النشاط الرياضي خلال هذه الفتره ازاي، واداره اللاعبين لتدريباتهم جوه بيوتهم شايفها ازاي؟ يعني اكيد، يعني الاول بس نتكلم على السواد الاعظم. السواد الاعظم في لعيب كره القدم درجه رابعه وثالثه وثانيه، عشان بس يعني الممتاز ده ممكن نخليه على جنب. يعني مفيش حد في الثانيه والثالثه والرابعه بيتمرن في بيته، طبعا ما عنديش مساحه يتمرن فيها طبعا، غير بتوع الممتاز. فالممتاز طبعا كون ان هو بيتمرن في بيته دي حاجه كويسه جدا جدا جدا. على الاقل هتخليه ساعه العوده بدل ما ياخد من 21 يوم ل 30 يوم هياخد من 15 ل 21 يوم. الاسبوع ده هيفرق جدا في كفتره اعداد قبل المباريات. على العكس تماما، الثانيه والثالثه والرابعه هيتعبوا وهيبقى في فترات كبيره جدا جدا جدا، واقل حاجه عايزين شهر عشان يبتدوا يرجعوا ثاني، لان انت مريح 20 يوم. مفترض ان انت من كل اسبوع بتريحه قدامه، كل ثلاث ايام بتريحهم بيبقى في اسبوع لاعاده الدوره الدمويه في الجري. فانت المفترض بعد 14 يوم كده انت نزلت للصفر في المية، تبتدي بقى تبتدي من الاول وجديد خالص. خلينا فتره اعداد بالظبط، فتره اعداد بدايه. فانا اعتقد ان هم هياخدوا فتره شهر. نتكلم عن الناحيه الماديه، اعتقد الدنيا صعبه جدا 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 جدا. يعني بص، مش هخفي عليك بالنسبه للثانيه والثالثه والرابعه، مش هخفي عليك ان في ناس كتير في الثانيه والثالثه والرابعه بيلعبوا كوره وبيشتغلوا بره. انا ده طبعا لا ده مش طبعا ده بيشتغلوا كل الشغلانات، سواء توك توك، اوبر، بيشتغل في سوبر ماركت، وبيشتغل في مطعم بتاع فرن، شغال طيار على موتوسيكل زي ما بيقولوا. فيعني بيشتغلوا كل حاجه ممكن تدور فيها. فتخيل بقى ان في ناس اتقطع عيشهم من ان هم اصلا المطاعم بتاعتهم اتقفلت مثلا، قصه انه كان شغال اوبر وقف، والناحيه الثانيه الكوره وقفت، فهو ما فيش اي دخل ليه. يعني هو عشان يعدل نفسه كان بيشتغل شغلانه ثانيه، الشغلانه الثانيه دي كمان وقفت، فبقى عنده شغل الحاجتين اللي بيدخلوا له دخل وقفوا. فدول اللي لازم نبص لهم بعين الاعتبار. انا بس في هنا حاجه هقولها،
كابتن فكري صالح ربنا يديله الصحه، يعني للتنويه للموضوع عمل قصه كده بالنسبه لمدربين حراس المرمى، ان كل مدرب يعني قادر انه يتكفل من ب10 مدربين حراس مرمى من الناس الموجودين في الدرجه الثالثه والرابعه وفي اقاصي مصر بيتكفل بيهم وبيبعت لهم حاجه شهريه، والراجل حققها مبادره جميله الحقيقه. وصل النهارده لحوالي 1600 اسره كابتن يعني. فكري صالح الحمد لله يعني. حلوه جدا فكره. حلوه جدا. مش كتير بيعلن عنها. هو 1660 شخص يعني، 1600 دي يعني الاسره بس. هو تقريبا 160 مدرب والحمد لله ماشيين بخطى ثابته، مدربين كبار متواجدين، كابتن فكري، كابتن ايمن طاهر، كابتن حليمو بتاع اسكندريه، اسكندريه الاولمبي طبعا، كابتن حليمو. انا مش عايز انسى ناس كتير، عصام عبد العظيم، بص في ناس كتير وانا مش عايز انسى حد، كابتن حسن نصر. فعشان طبعا تحيه اجلال وتقدير للناس دي، بيفكروا في اخواتهم اللي قاعدين من الشغل، لان في مدربين بتشتغل في اكاديميات ب 400 و500 جنيه حتى مش لاقينهم. فطبعا فكره كويسه جدا. اتمنى ان كل واحد قادر في فرقه ما في درجات الثالثه والرابعه لو يقدر يساعد زمايله باي طريقه، لان اكيد في لعيبه قادره طبعا، مش كله يعني مش قادر يقدر يساعد زمايله، تبقى حاجه كويسه جدا. ولكن لابد من اسراع بعوده اللعب بالنسبه لدول. طبعا صحه الانسان اهم حاجه، ولكن دول اولى في الرجوع، واعتقد ان كده كل الدولات اولى في الرجوع بعد ان شاء الله نهايه هذا الوباء يعني. بالزبط. مش بنطالب مش بالوباء بالعافيه يعني. لا بس انا بتكلم في ان شاء الله كل الدورات هتستكمل بعد رمضان اعتقد، فيما اعتقد يعني. واعتقد ان او ده تتمناه يعني، او كلنا نتمنى طبعا. لكن اهم حاجه برضو بالنسبه لنا برضو عشان الناس ما تاخدش الكلام في اتجاه اخر، لان حضراتكم عارفين احنا بيبقى كلام نسله تقيل شويه على بعض الناس. صح. فاحمد لما بيتكلم على ان شاء الله بعد زوال هذه الغمه، اتفضل. اكيد المعدل الثابت اللي احنا ماشيين بيه ممكن يكون معدل عالي عن البدايه اللي احنا بدينا فيها في كميه الاصابات. الوفيات عاليه ولكن الشفاء عالي برضو. خلي بالك اصل هي عمليه يعني عكسيه، ده بس عكسيه في الناتج، ولكن طرديه في الاتجاه. الوفيات بتزيد واللي بيخرج بيزيد. حاله الاصابات مش عاليه زي ما كنا متوقعين، ومش هنوصل للرقم ان شاء الله بتاع ايطاليا واسبانيا ان شاء الله، بقدره ربنا سبحانه وتعالى. يعني احنا في حاله ثبات، نتمنى ان الحاله دي تدوم على ذلك. انما نرجع لموضوعنا، ان لازم الدنيا تبقى ماشيه شويه. بمعنى ايه؟ اتحاد الكره اتمنى، انا هقول شويه اقتراحات اتمنى انه ياخد بيها. انت دلوقتي هترجع الدرجه الثانيه، في عندك بتلعب المفترض ان قبل بس ما اتكلم معاك في الاقتراحات، هو مش من المفترض ان اتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه يبقى عندها 3 أو 4 أو 5 خطط لإدارة المستقبل بالزبط. فيما بعد كورونا، فيما بعد ده يعني شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9 بعد نهاية هذا الموضوع؟ طيب أعتقد أن الموضوع هيمشي، اللي هيمشي على العالم كله هيمشي على مصر. أيوه. يعني بس أنا لازم يبقى أنا عندي برضو تفكير في أمر أو خطة. ما أنا هقول لحضرتك حاجة، إحنا ممكن نمشيها إزاي؟ يعني أكيد هم بيفكروا هيعملوها إزاي، بس هي الصعوبة كلها هتبقى في حاجتين. الصعوبة في التنقلات والسفر من حتة لحتة طبعا، تمام، والصعوبة في توالي الأيام، لأن أنت عايز تخلص الدوري ده وتخش في اللي بعده، لأن السنة الجاية عندك تصفيات كأس عالم وعندك مش عارف بطولة أفريقيا وأولمبياد، قصص كبيرة. فأنت برضو ومزنوق إن شهر رمضان اللي بعد القادم إن شاء الله يجي في آخر 3، فهتبقى الدنيا صعبة تمام. فعشان كده أنت قدامك فترات قليلة. بس أنا ليه اقتراح وخصوصا في الثانية، سيبك يعني، خلينا في الممتاز برضو، الاقتراح برضو هينفع في الممتاز، بس خلينا في الثانية. الثانية انت عندك مثلا في بحري جايب مثلا مطروح، الرجاء هيلعب مثلا فرقة في المحلة او فرقة من المحلة راح تلعب في مطروح، بدل ما العب ماتش رايح جاي، طب انا فاضل لي كام ماتش في مطروح؟ واقلل الانتقالات، فاضل لي 3 ماتشات في مطروح، يبقى الفرقة كلها تجيلي العب، اخلص الاسبوع بتاعي في مطروح، اخلص ماتشاتي تمام، وهطلع مثلا فرقه زي دمنهور عندها ماتشين في ملعبها، لا انا هلعب الماتشين كلهم بتوع دمنهور في ملعبها وابتدي اسافر بعد كده، عشان ما اقعدش رايح جاي رايح جاي رايح جاي. والتنقلات والسفر الكتير بتزود في الكورونا لا قدر الله. ما انت خلي بالك الكورونا مش هتبقى زيرو. ليه؟ لان ده فيروس متحول، فيروس متحول لا قدر الله، ممكن النهارده يبقى حاجه بعد بكره يبقى حاجه ثانيه. فاحنا بناخد احتياطاتنا، بس دي قصه كلها ان انت بتاخد احتياطاتك. فتقلل من السفر، زي مثلا اسوان فاضل لها مثلا دور تاني،
طب تلعب ثلاث ماتشات عندها وثلاث ماتشات بره، تبقى في القاهره وتطلع من القاهره بره. بس انا مش هيبقى في مبدا التكافؤ الفرص. لا مفيش تكافؤ فرص بقى، احنا في موقف، احنا في موقف دلوقتي يا اسلام الدنيا صعبه. احنا في موقف لازم كلنا نتكاتف عشان نعملها تعدي. الحكام، الحكام ما تقوليش مثلا عشان الحكم ده من القاهره مش هيحكم مثلا سي مثلا المقاولين والزمالك، لا طالما هيحكم طالما من القاهره او اولى وابرك من ان هو يجي مثلا من اسكندريه عشان يجي يحكم ماتش 90 دقيقه ويمشي. فاهم قصدي ايه؟ طب مثلا واحد راح يحكم في اسوان، ابعت له حد من هنا، ما اجيبلوش حد من سينا مثلا محمد معروف يروح يحكم في اسوان. ليه السفر وليه العذاب ده كله؟ لا المنطقه اللي حواليه اقرب ليه. دي اقتراحات برضو ممكن ياخدوا بيها، لان العمليه مش عايزين سفر كتير ومش عايزين شحطتها، وفي نفس الوقت في اقرب فرصه ممكن انت 17 ماتش، لما يعني تتكلم في ماتشين في الاسبوع انت بتتكلم في 9 اسابيع وشهر فتره اعداد، يبقى 3 شهور ونص ده اقل حق، ده من غير اي ماتشات متاجله بقى، ولا اهلي ولا زمالك هيلعبوا في افريقيا ولا، ما انت برضو مجبر ان اهلي وزمالك هيلعبوا نص نهائي طبعا. ان شاء الله يلعبوا نهائي ان شاء الله، فهيتاجل لهم مثلا حوالي 3 اسابيع او 4 اسابيع، فانت برضو مجبر ان انت التسع اسابيع ونص دول اللي على الورق هيبقوا مثلا 11 اسبوع او 12 اسبوع 4 شهور. فكل ما تضيق المساحات بتاعت الحركه والسفر كل ما هتكسب انت كتير جدا، تكسب وقت يعني. هتكسب وقت، وهتكسب وقت وتقدر تخلصها، تخلص الدوري. انما غير كده اعتقد الدنيا صعبه. هم لازم يطلعوا يقولوا 1 2 3 لو هنكمل هيبقى النظام كذا 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 كذا، في ترقي في الثالثه والرابعه ولا لا؟ ما ده شيء كبير جدا. في هبوط في الثانيه ولا لا؟ الهبوط 5 ولا 2؟ هي الموضوع مش دوري ممتاز فقط. ده كل حاجه. هو الموضوع مش دوري ممتاز فقط، الموضوع دوري ممتاز ودرجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه دي قصه، وناس صرفه وناس عامله ملايين ملايين وعلى كل الانديه. فاللي هيخسر هيخسر كتير، وما ينفعش حد يجي يقول لي لا العب كان الدوري لم يكن. وبص احنا كده كده يعني انت مش مع الالغاء؟ لا طبعا، لا طبعا، لان دي ظروف قهريه. انت هتعمل ايه؟ لا بص، ما هو لو ما عنديش وقت انا، لو الدنيا مشيت لشهر 6 و7 لا طبعا طبعا لازم يلغى كل حاجه، ولكن على الاقل مثلا فرقه زي النادي الاهلي انت دفع ملايين وتيجي تقول لي في الاواخر وفي اقرب وحد لينا 15 بونت ولا 10 نقاط. ده احنا كنا فريقين السنه اللي فاتت فرق 13 نقطه عننا وخدنا الدوري في الاخر. ماشي، ولكن دلوقتي انا فارق 10 نقاط والاهلي لما بيركب ما بينزلش، هتيجي تقول لي لا الدوري بتاعك مش محسوب. طب المقاولين يعمل ايه؟ سيبك من الاهلي ان شاء الله الدوري محسوم لينا، انما المقاولين يعمل ايه؟ اللي من اول السنه ماشي تاني وعينه على بطوله، على بطوله افريقيه يدخلها. يبقى انت ظلمت المقاولين ولا ما ظلمتوش؟ اكيد ظلمته. طب يبقى لازم تشوف حل للموضوع. والله يا مقاولين لو حصل هنحاول نحطك في الكونفدراليه السنه الجايه، بس تيجي تتكلم مع المصري. لان المصري دلوقتي في الجدول بعيد، ولو لغينا يبقى المصري المفروض يلعب كونفدراليه. لا يا بورسعيد معلش، بص هي هتبقى عمليه صعبه، عمليه صعبه، ولكن ولكن لازم تكون قدر كلمتك، ولازم يكون. امال القياده هي في ايه؟ هي ايه القياده؟ القياده ان انا اقدر اخد القرار وامشي عليه وانفذه، هي دي القياده. بس انفذه بالعقل، مش هقول اي كلام عن جهي وفي الاخر ما اقدرش انفذه. فعشان كده اعتقد ان الامور صعبه، ولازم اتحاد الكوره لازم يفكر في الانديه بتاعه الدرجه الرابعه والثالثه والثانيه قبل الممتاز. قبل الممتاز الحقيقه برضو قبل ما نسيب هذه النقاط دكتور احمد، برضو المهم هذه الفتره كلام كتير جدا على ان انت احد ابناء النادي الاهلي ولعبت فترات طويله جدا في النادي الاهلي، وهنتكلم عن ده دلوقتي، ولكن خلال هذه الفتره هناك حمله ممنهجه على النادي الاهلي من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، وبعض ابنائه الحقيقه او من المفترض ان هم يكونوا ابنائه، شايفين ان هل الاهلي بياكل ابنائه؟ هل الاهلي بيبيع ولاده من وجهه نظرك؟ الاهلي بيبيع ولاده؟ اه يا راجل حرام عليك، ده انا مشيت من النادي 15 سنه، ويوم ما بطلت تاني يوم مسكت في الناشئين. ببيعنا وبيبيع ولاده ازاي؟ بص يعني مش كل واحد مولود في حته منتمي ليها. مش كل واحد متربي في بيت منتمي ليه. في ناس بتبقى نكره للجميل، في واحد مولود في البلد دي ويقول لك لا انا مش من البلد دي خالص ولا اعرفها مش بتاعتي، ده انا ما صدقت خرجت من القريه. وفي واحد لحد ما يموت متربي على طبليه ابوه ويشيل تراب ابوه فوق رجليه. ده الفرق الكبير قوي بين الناس الاهلاويه والناس المتالهه، فرق كبير جدا.
اما اطلع اقول انا لعبت في النادي الاهلي وانا عندي 15 سنه و14 سنه وفي الاخر فين انت؟ فين من كلام؟ فين من مبادئ النادي الاهلي؟ فين من احترام النادي الاهلي؟ فين من اخلاق النادي الاهلي؟ هو ان انت تيجي تهاجمني على الهواء دي اخلاق؟ لا لا على فكره، لا لا انا لا اقصد شيء، لكن اللي عايز ينتقد ينتقد ينتقد، ولكن انتقد باحترام، باحترام وادب. باحترام وادب وبعقلانيه. ممكن حضرتك تكون عندك انتقاد على اداء الفريق، على اداء مجلس الاداره، على اداء بعض الادارات التنفيذيه في النادي، على اداء، على من حقك. ما هو ازاي من حقك؟ لان مفيش حد بيبقى ماشي 100% مظبوط. تمام. لكن انا بتكلم ان انت حضرتك ممكن، احنا هنا في قناه النادي الاهلي على فكره ساعات كتيره بننتقد، او ساعات لما النادي الاهلي بيبقى وحش ده شيء طبيعي، الفريق الاهلي وحش وكذا وكذا وكذا، ده شيء طبيعي جدا. لكن لما تيجي تنتقد انتقد بادب وباحترام. طيب الانتقاد هنا في مصر ما فيهوش ادب واحترام. ما هو ما ينفعش. طب ما احنا ساعات بننتقد كتير جدا بادب واحترام. انا هوصل، بص قناه الاهلي على جنب وبقيت القنوات في حته ثانيه ليه؟ عشان بس اوصل لك نقطه. لا انا مش عشان موجود في القناه، احنا مش بنخش في معارك شخصيه مع حد معين. احنا ممكن نوضح صوره، انما في الاخر مفيش معارك شخصيه. صوره عامه ممكن نوضحه هو بكلامه قدام الناس، بيقول الكلمه وعكسها. تمام. صح. انما انتقاد ما يعني لازم اكون محترم في انتقادي. وعايز اتكلم، يعني عايز اقول حاجه. وانا لما ارفع سماعه التليفون على فلان واقول له يا كابتن فلان، المفروض 1 2 3 4، مش هياخد بكلامي يا عم؟ لو ما خدش بكلامك بعد كده وانت تعرفه وحبيبه، اطلع بعد كده اقول ده انا قلت له ما حصلش. لان ده من اولويات ومبادئ النادي الاهلي. حسابات شخصيه عشان ايه؟ هتخش، مش عارف، ما انا مش عارف، هتخش تحط رجليك؟ استحاله تحط رجليك. اما بقى الجمهور المتاله زي ما بيقولوا، او اللي فاكرين نفسهم ان هم اهلاويه ولسه جداد، خلي بالك دول يعني صغيرين في السن وحقهم. اعتقد انه بالوقت هيعرف يعني ايه النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. كل حاجه في الدنيا فيها زوبعه، بس اكيد اكيد للامانه برضو عشان ابقى صادق، الاعلام يعني جاي على النادي الاهلي، واي كلمه او اي برنامج في واحد او اثنين هيطلعوا يتكلموا عن النادي الاهلي بالسلب، بيتنططوا بين القنوات، ده النهارده وده بكره وده بعده وده بعده، لان النادي الاهلي بياع. النادي الاهلي بياع في الكلام. لما اصل ما حدش هيتفرج على حاجات تانية غير لما حد يكون بيقطع في النادي الاهلي. فعشان كده بيجيبوه يسمعوا منهم مره واثنين وثلاثه في كل القنوات، والكلام واحد وبيتعاد. بس هم جايبينهم عشان ايه؟ عشان في الاول وفي الاخر الدنيا فاضيه. بس عشان كده انا الحلقه اللي فاتت دعيت على الهوا، يا رب يا جماعه الكره ترجع، يا رب الكره ترجع بصراحة. عشان الناس ترحمنا من هذا الامر. بس خد بالك قناه النادي الاهلي الحمد لله الازمه اللي فاتت دي، او الازمه اللي بتحصل، في ازمات كتيره بتحصل علينا وكل حاجه، لكن الازمه اللي فاتت دي او اللي بيحصل خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا، وهذه الحمله الممنهجه تصدت ليها قناه النادي الاهلي بكل برامجها. مش بتكلم على ملعب الاهلي بس، أنا بتكلم على كل برامجها لو بتتفرج. لا الحقيقه الامور بيتم تفنيدها. ممكن مثلا في ملعب الاهلي بنتكلم بشكل عام، في ملك وكتبه بيخصصه، في خط احمر بيخصصه، لكن احنا دايما الامور، والاهلي الليله طبعا بيتكلم وكلام في الميديا، كل البرامج، كل يعني البرامج كله بيخدم. بس انا يعني احب اشكر طبعا مهندس عدلي واستاذ ابراهيم المنيسي طبعا في ملك وكتبه، واخص بالذكر طبعا خط احمر شاطوا بالشلاليت اول امبارح، شاطوا بالشلاليت بالليل يعني. انا شفت عجب بتطير في الهواء بصراحه. يعني وبادب وباحترام. وهو ده اللي انت بتتكلم فيه. هم ما عملوش حاجه. هم جابوا كلامك القديم وكلامك الجديد، ويا عم قول انت، انت عايز انا اشاور على انت عايز ايه؟ انت فين؟ بس هي دي القصه. انت فين؟ انت فين من دول؟ انت مين من دول؟ لو انت بالوش ده برضه الازمه دي بتفرز. طبعا بتفرز للجميع ولكل جمهور النادي الاهلي، مين مع ومين ضد؟ اكيد بتفرز، بس يعني برضو في ناس متحوله ومتغيره كتير، والامر الواقع اللي احنا فيه المفترض ان انا لو مع النادي الاهلي مش مع النادي الاهلي في ظهره على طول. انا في ظهره، بس لما يقع انتقده، لما ما يقعش ازقه. فاعتقد يعني الدنيا بتبقى ناس كتير بتضرب وخلاص. الحمد لله الفتره اللي فاتت دي بعد الحمله، او لما الحمله لقوا ان قناه النادي الاهلي بتتصدى للامر، الحمد لله الدنيا تحس ان هي هديت شويه، وطلع البعض يعتذر او مش يعتذر، بيعتذروا بطريقتهم يعني، اللي هو ايه، ما تزعلوش انا بقول الحقيقه ومش عارف ايه. ما عنديش مشكله ان انت تنتقد للمره المليون، انا ما عنديش مشكله ان اي حد ينتقد، انتقد وقول اللي انت عايزه، ولكن عندما تنتقد انتقد بادب وباحترام، مش لازم تبقى الامور تبعد عن السيطره يعني. واسعه منك شويه. طبعا تحيه لجمهور الاهلي اللي بيتصدى لاي حد طبعًا. في اي وقت طبعا، خلي بالك طبعا قناه الاهلي بتعمل جزء. لا ما قناه الاهلي من غير جمهورها ولا حاجه، هو ده اللي انا عايزه ولا حاجه. طبعا طبعا شابوه لكل جمهور الاهلي بصراحه، بيدوا الناس على دماغهم. انا يعني يمكن
في السوشيال ميديا انا يعني لحد ما موجود بشوف الدنيا بصراحه جمهور الاهلي بياخد حق النادي الاهلي قبل حتى ما قناه الاهلي تفكر بصراحه بالامانه. طبعا طبعا دلوقتي على طول دب في ساعتها ما بيسكتوش. احنا بنستنى لما البرامج تطلع وكذا المعارك وكده. لا الجمهور في ساعتها هم الدرع الواقي للنادي الاهلي. دي حقيقه، دي حقيقه ولازم نعترف بيها ولازم نعترف ان من غير الجمهور بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي ما كانش هيوصل المكانه دي. بالظبط كده، ولكن دايما النادي الاهلي بتمر عليه ازمات اكيد خلال هذه الفتره. اولا عايز برضو اعرف رايك قبل ما انتقل الى حياتك بقى الشخصيه او حياتك الكرويه مع النادي الاهلي، ايه رايك في ملف تجديد الرباعي الكبار في النادي الاهلي؟ هل تعامل النادي الاهلي باحترافيه في هذا الامر ولا لا؟ اكيد. بص، بالنسبه احنا هنحط شيف اكرامي وعاشور في حته ونحط فتحي ووليد سليمان في حته. تمام. انا من وجهه نظري شريف اكرامي سبق الكل واكتسب احترام الكبير والصغير. ايوه. تمام؟ اختياره الاولاني في ان هو شايف ان هو عايز يروح يلعب ده قراره، مستر فايلر عايزه بس اكد له ان انت رجل تاني، فهو الراجل عايز يلعب وده حقه. تمام. وهو ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين ومن الناس اللي اعتقد هتبقى كوادر اعلاميه او وسيظل. اداريه. وسيظل طبعا كوادر اعلاميه او اداريه بعد ما يبطل، ربنا يديله الصحه يلعب 15 سنين زي ما يلعب، بس اعتقد انه من الكوادر. الباب مفتوح وفي انتظاره. بالظبط. حسام عاشور ابن من ابناء النادي المخلصين، اتمنى كاحمد ان هو الاهلي عمل اللي عليه ثالث ومثالث معاه. اختيار مستر فايلر بص فني فني بحت. والنادي الاهلي ما وقفش معاه، يعني ما وقفش مع مستر فايلر على حسام. لا مالهاش علاقه خالص. هم حددوا مره واثنين، طب خلي حسام موجود معاك. الراجل قال لهم لو هو موجود مش هبقى، يعني هيبقى موجود في الفرقه بس مش كابتن، مش قيمه كابتن النادي الاهلي بالزبط. يعني ان هو يبقى كده. فطبعا هتبقى نهايه سيئه لحسام. تمام. ادي نمره اثنين حسام. نهايه سيئه لو نهايه سيئه لو كان جدد وقعد في النادي وما دخلش ال 18 خالص وبيتمرن طول السنه ورا الجول. مش حسام عاشور اللي ينهي حياته في النادي الاهلي بالطريقه دي، ولكن هو حاسس ان هو ممكن يكمل اكتر من كده. على فكره كلنا مش مشكله بالزبط. كلنا مرينا بالموقف ده. اكيد يعني انت واحد منهم طبعا. كلنا يعني الناس كلها تقول لك بطل ولا انا عايز العب. انا احسن واحد في التاريخ. انتوا فين انتوا؟ انتوا ما شفتونيش. طبيعي ده بيحصل عادي، دي كوره. انما ممكن يكون هو مش شايف اللي اللجنه بتحط مكان المقام بتاعه. مقامه بقى يظهر في ايه؟ اما يتعمل لك ماتش اعتزال، تشتغل في عايز تشتغل اداري، تشتغل في اعلامي ونوديك الحتت اللي انت عايزها وتعمل كل اللي انت عايزه. دي بقى المفروض حسام يبص لها بعين الانسان الاهلاوي. اكيد في ناس بتتزنق في الناحيه الماديه وده حق مشروع. وهو بقى بص الاهلي دلوقتي عرض عليه الملف كامل 10 على 10. هو بقى اختيار، والاختيار عنده ولا هيقلله ولا هيزوده. بالزبط. الاختيار عنده حسام، حسام ولا هيقل باختياره انه لعب بره او ختم بره، انما هيزيد بختمته في النادي الاهلي. من وجهه نظرك ان هو يختم يعني في النادي الاهلي؟ ده وجهه نظري بس. طيب وليد واحمد؟ وليد كان سهل وواضح وصريح وماضي على بياض وعمل اللي انتوا عايزينه، وده اعتقد لو ما فيش اي حد في الدنيا يعني لو انا لو بمضي مع حد وعمل لي كده مضى وسابني ومشي هحط له اكبر حاجه، وده اللي الاهلي عمله مع وليد، ومحدش يقدر يتكلم على وليد في الناحيه اللي هو عمله. بعد بس ما تخلص عشان دي النقطه دي ناخدها كامله، فكرني اسالك على حاجه. طيب ماشي. فتحي. فتحي طلع ولا نزل؟ احسن باك رايت بعد طبعًا. اسلام الشاطر. لا لا طبعا 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 احمد واحد احمد فتحي الناس الجامده جدا. بقى يعني دلوقتي داخل في 14 15 سنه بيلعب ستاندنج منتخب مصر والنادي الاهلي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا لعيب قوي، مقاتل، روح، قلب، مجدعه، عايز زي ما انت عايز تقول قول. ما حدش يعرف لم يؤثر اطلاقا في النادي الاهلي الحقيقه خالص. لم يؤثر يعني ما بالسلب. لم يؤثر حاجه، لم يؤثر بالسلب ولم يقصر. لم يقصر انا اللي قلتها غلط. هو المفروض لم يقصر. انت خلي بالك الكلام بتاعنا لما بنيجي يطلع يتقال هنا في القناه في ناس بيتاخدوا بيتاخدوا يقول لك بص قال لك ما قصرش مع ان انا يلا لم يقصر مع النادي الاهلي. مش هتعرف تمسح تاريخ احمد فتحي. لا استحاله استحاله. ولا الجمهور لن ينسى 12 13 سنه من العطاء. أكيد. ولكن لن ينسى ايضا أكيد. التجديد أكيد. عدم التجديد يعني. ماشي. انا وجهه نظري بقى ان احمد فتحي اللي خلاه يعمل كده انه شاف حسام عاشور النادي الاهلي بيقول له بطل،
فهو خاف انه بعد السنه دي ولا الاثنين هو في دماغه انه يلعب 3 4 سنين زي ما قلت لك ان احنا واحنا كبار بنقول ان احنا لسه قدامنا كتير. فهو خاف. ادي نمره واحد. نمره اثنين في بس خاف من ايه؟ ما اعرفش. خاف يعني خاف انه يقولوا له بعد سنه ولا اثنين بطل. وهو احمد هيلعب يعني هو في دماغه كده. ادي نقطه. النقطه الثانيه بصراحه فتحي في خلال تجديده معانا في كل المواقف كل مره بيعمل نفس الكلام. هو بيدور على الماده وده حقه مش يعني لا بس هو الحقيقه في كلامه خلال هذه الفتره مع البعض بيتكلم على ان هو شايف ان فرصته في اللعب داخل النادي الاهلي مش هتبقى اكيد. طب ما احمد كده كبيره خلال الفتره اللي جايه مع فايلر يعني. ولكن انا ما اعرفش هو خد القرار ده على اساس ايه ولكن اوكي هو ده حقه حتى لو لا ان هو بلعبش. يعني اصل الناس رايحه كلها للناحيه الماديه. لا بس هوصل لك حاجه. اتفضل. ما هو مع الازارت ما كانش بيلعب كل الماتشات. كان محمد هاني بيلعب برضه. بس ما كانش عقده بينتهي. كان لسه قدامه سنه. ايوه انت برضه بتتكلم في نقطه ان هو دلوقتي موجود او ما كانش موجود بقاله سنه ونص سنتين. احمد فتحي مش الاختيار الاول. احمد فتحي الاختيار الثاني بعد محمد هاني اخر سنتين. ليه؟ لان محمد هاني لسه صغير في السن وقدامه فتره. انما احمد فتحي ربنا يديله الصحه مش هيقدر يلعب كم الماتشات دي في الفترات دي. لازم بيلعب يريح وبيريح وبيلعب. فانا شايف انه ماديا فنيا ممكن الاهلي ما كانش هيستفيد قوي من احمد فتحي لانه ما كانش هيلعب كل الماتشات زي ما انا بقول لك. يعني لو الاهلي بيلعب في السنه 40 ماتش احمد فتحي ممكن كان يلعب مثلا منهم 18 15 والباقي كان هيلعبه محمد هاني. دي وجهه نظري. ففنيا الاهلي ما كانش هيستفاد قوي انما روح وقلبه ومجدعه الاهلي هيخسر كتير بصراحه. في الملعب. على الجانب الاخر احمد فتحي خسر كتير. فكر خلي بالك الدنيا اتغيرت تماما في الفكر. ما بقاش فيه الانتماءات اللي احنا كنا بنمضي على بياض واحنا صغيرين ومش عارفين اللي هيتحط لنا. الكلام ده ما فيش الكلام ده خالص. فدلوقتي الدنيا بقت معاه وكيل اعمال ومعاه واحد عايز يجيب له اكبر رقم و و و و فطبعا دي نقطه برضو مغفوله عن الناس. في الاخر اللي خسر احمد. النادي الاهلي ما بيخسرش. النادي الاهلي اتعامل باحترافيه كبيره جدا معاهم. عارف كنا ممكن نعمل ايه يا دكتور؟ عارف كنا ممكن نعمل ايه؟ اصل انا برضو خالد قمر امبارح قال كلمتين كده على موضوع العقد فعارف كنا ممكن نعمل ايه؟ كنا ممكن نجيب حد يمضي مكان احمد فتحي. ما هو خالد قمر قالك كده. هو انت على فكره بالمناسبه كويس ان احنا بنتكلم في هذا الامر. هو انت وانت بتمضي ممكن تخلي حد من اصدقائك هو اللي يمضي مكانك؟ استحاله. صح ولا انا فاهم غلط؟ استحاله. مش بهزر والله. هل استحال ممكن يعني انت ماضيك كتير يعني. ما انا فاهم بس يعني انا بقول يمكن. لا بس يعني مش عندنا الكلام ده. اصل هو خالد لا ما بيحصلش. ما في حاجه اسمها بتمضي ومفيش مسؤول قاعد قدامك او مش ولا يعني هو. يعني انا اقصد ايه ان ازاي ما سمعتوش ان ايه؟ طب انا ما سمعتش. لا خالد قمر طلع بتصريح امبارح. خالد لطيف يعني. هو دايما ليه تصريحات كده سخنه بتفرقع. فخالد امبارح ولا اول امبارح بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا خليت واحد من اصدقائي يمضي على العقد بتاع النادي الاهلي وانا مضيت على العقد بتاع نادي الزمالك. حلو جدع قوي. ده متصور وهو قاعد مع كابتن علاء عبد الصادق على الترابيزه وهو بيمضي هو ويوسف معروف. يبقى فين صاحبه معروف بقى؟ يوسف. معروف يوسف ولا ايه؟ يعني كانوا قاعدين على ترابيزه واحده ومتصورين والصور موجوده. فيعني ما اعتقدش ان لا وبعدين يعني خد بالك من طريقه الكلام. بس انت بتدبس نفسك في اللي جاي. ما هو انت بعد كده لازم بقى ايه تبقى الناس مش كده بس. لازم تاخد بالك من كلامك مش كده يعني. بس ده انت كده يعني في وضع قانون انت مزور. يعني هو لبس نفسه في الحيطه. يعني انت بلاش تتكلم على سنة. يعني بلاش تتكلم على توقع نفسك. ما ينفعش ان هو ما يعديش كده بالطريقه اللي يعني استحاله. ومين المدير الكوره اللي هيسمع ان واحد يحط ايده في الورق بتاع النادي الاهلي غير لما يكون لعيب ومعروف ومعاه بطاقته؟ لا اعتقد انه كلام اعتقد يعني بالمناسبه واحنا بنتكلم في هذا الامر يعني امر مضحك. انت ممكن تقول عليه امر مضحك ما تقولش عليه امر حصل او لا ده لا ما انا قلت الكلام ده يعني حاجه حاجه يعني انا قعدت اضحك لان خالد لطيف. خالد شخصيه جميله يعني ومحترم جدا على فكره. خالد قمر يعني جدا. لكن انا بتكلم جداً على شخصيه خالد بالك يعني طيب. هو طيب خالد لكن هو موقف حصل يعني. هو طيب بس مش اكتر. يمكن يكون من طبقه الكلام ده بعفويه كده او حاجه. انما في الاول وفي الاخر انا زي ما بقول لك انا شايف ان مجلس اداره النادي الاهلي اتعامل باحترافيه في الثلاثه عكس احمد فتحي. يعني احمد فتحي اقولها وعلى الرزق على الله انا كان نفسي ال 48 ساعه بتوع اللي هم بتوع هنديك 48 ساعه تفكر فيهم دول كان قفل الموضوع على كده وقال له يا ابني شوف مصلحتك من زمان. يعني هي دي النقطه اللي انت بتاخدها على لجنه التخطيط. بس ده حقهم في الاول وفي الاخر طبعا كلهم كبار وكلهم اساتذتنا وكبرنا وكل حاجه. بس يعني النادي الاهلي مش هيستنى واحد 48 ساعه. يمكن حصل عشان لما لاحمد فتحي من قيمه عنده. انما لا في بعض الكواليس
لا ما اعرفهاش بقى، ما اعرفهاش. بس ما يعني هتظهر، هتظهر في وقتها يعني، هتظهر بالايام الناس هتعرف ليه النادي الاهلي ادى لاحمد 48 ساعه ممكن في وقت من الاوقات. وانت اشتغلت في الشغلانه وعارف تمام ان في حاجات ينفع تقولها وفي حاجات بتسيبها للزمن او في وقت هتطلع تقولها بشكل او باخر. لكن اليومين دول النادي الاهلي ادى لاحمد 48 ساعه ابداء رايه لظروف كتيره جدا. طيب ماشي. فاحنا نرجع للموقف. لا انا ما انا شايف ان الاهلي تعامل باحترافيه مع الاربعه الكبار، وعمر النادي الاهلي عمره ما بيبيع ولاده. واللي بيقول ان هو بيبيع ولاده يعني انا هقول لك كابتن ربيع ياسين اشتغل في النادي الاهلي، كابتن طارق بس هو الحقيقه كابتن علاء ميهوب، الناس اللي مشيت في 92 وكنا واخدين كاس مصر، كابتن علاء وكابتن طاهر وكابتن محمود صالح وكابتن ربيع ياسين كل دول اشتغلوا في النادي الاهلي، كل دول اشتغلوا في النادي الاهلي ما عدا كابتن طاهر. كابتن طاهر كان عضو مجلس بس اداره، بس عضو مجلس اداره. انما الاربعه اشتغلوا في النادي الاهلي، يبقى فين الاهلي بيبيع ولاده؟ دول الكبار اللي مشوا في النادي الاهلي. وخلي بالك هو النادي لن يستوعب كميه الناس اللي بتخرج، يعني انت في كم واحد بيبطل وكم واحد بيجي وكم واحد لا بيمشي، ولكن في النهايه انت بتختار. طبعا بتختار لان انت من ابناء النادي، ولكن بتختار الكفاءه وبتختار الاميز يعني. اكيد اكيد. لا ما هو خلي بالك هو ده اللي مخلي النادي الاهلي في كل قطاعات الناشئين في كل النشاطات المختلفه في الرياضه، بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشيه بشكل كويس بصراحه. وكمان الاكاديميه فتحت باب رزق لناس كتير من اللعيبه اللي كانت اشتغلت حبه صغيرين في النادي الاهلي، او سواء ناشئين او كبار. فالباب بتاع الاكاديميه مع الناشئين، انت بتروح الناشئين هتشوف ناس يعني. انا لما بطلت ورحت شفت ناس ما كنتش شفتها بقالي 25 سنه والله، وكانوا معايا في الناشئين، وفي ناس ما كملتش. طبعا اكيد اكيد. خلي بالكوا النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا كده جاذب لكل الناس طبعا. اللي يقول ان هو بيطرد او طارد يبقى فعلا ما شربش من عند الاوضه بتاعت عم جمعه او عم حنبول، لما تعرفهمش انت دول لا قبليه دول، فيعني ما شربش من الميه بتاعتهم ولا شرب من العصير بتاعهم، فربنا يسامحهم لان فعلا الناس دي اثرت فينا بالايجاب بكل الطرق. اعتقد طبعًا. بالوقت هيبان كل واحد ايه اللي حصل معاه. وخلي بالك زي ما بقول لك شريف وحسام عاشور اول اثنين هيبقوا متواجدين لو راحوا لعبوا في اي حته. نفس القصه وليد سليمان متواجد ان شاء الله. احمد فتحي اراهنك انه بعد ما يبطل هيخش النادي الاهلي، وراهنك من دلوقتي. هيخش النادي الاهلي ازاي؟ هيخش النادي الاهلي كاداري بقى، كمدرب، كاي حاجه، هيرجع النادي الاهلي تاني. الاهلي ما بيبيعش ولاده. اذا كان كابتن زكريا نصف اللي هو في اللجنه ختم حياته في الزمالك، يا جماعه ده ابن النادي الاهلي. ويعني لما تختم في اي حته، انت شايف ان انت ممكن تكمل في اي حته روح، بس لما ترجع باخلاق ومبادئ وموروثات النادي الاهلي. طبعا طبعا، لان هي في النهايه هي الاهم دلوقتي بالزبط. موروثات النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع بقى نشوف تقرير عن احمد فوزي حارس بدرجه دكتور. ايه ده احمد فوزي حارس مرمى بدرجه دكتور، هو من مواليد شهر العظماء في 19 من أكتوبر عام 1977. بدأ مشواره مع الكرة في 9 من عمره، حيث خاض اختبارات ناشئ الأهلي عام 86، تدرج في مراحل قطاع الناشئين. كان مميزا ويجيد اللعب في أكثر من مرحلة عمرية، جذب الانتباه مبكرا. كان يسير جنبا إلى جنب بين الكرة ومشواره في التعليم، حيث كان متفوقا. نجح في دخول كلية الصيدلة رغم مواظبته على مشواره مع الكرة الذي تفوق فيه حتى وصل للفريق الأول بكفاءة. مع الفريق الأول أثبت جدارته ونال استحسان الأجهزة الفنية، لكن رحل عن الفريق بحثا عن الفرصة لإيمانه بقدراته وإمكاناته الفنية والبدنية التي أهلته ليكون حارسا بارعا في صفوف بتروجيت، خاصة في الفترة من 2007 إلى 2010 في صفوف الفريق البترولي. تألق في صفوف فريق الداخلية في الفترة من 2013 إلى 2015. عقب مشواره مع الداخلية انتقل إلى صفوف فاركو ثم الترسانة. نجح في تقديم مستوى مميز رغم صعوبة اللعب في الدرجة الثانية، حتى أعلن اعتزاله الكرة. أنهى مشواره الكروي في عام 2018، اتجه للتدريب في صفوف قطاع الناشئين بالأهلي، ثم انتقل لتدريب حراس مرمى الشرقية للدخان. أحمد فوزي له آراء جارية سواء في الرياضة المصرية بشكل عام أو على مستوى حراس المرمى، يتحدث بموضوعية، يقدم النصائح، وشارك مع الأهلي عام 2017 في مباراته أمام أتلتيكو مدريد التي يقيم بالأسكندرية ببرج العرب.
ومعبرا عن سعادته لأنه يعود فيها لصفوف الأهلي بعد غياب عن الفانيلة الحمراء لمدة 15 عام. أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى دكتور. يعني فترة قضيتها الحقيقة في النادي الأهلي، ولكن خلينا برضو نعرف الناس بتعمل إيه دلوقتي غير الصيدلية. يعني يعني ما فيش حاجة، والله ما فيش حاجة بعملها فعلاً. أنا ما يعني لا يعني قبل حياتي ما فيش. قبل إيه؟ قبل الكورونا. قبل الكورونا لا عادي كنت بروح بتدرب بروح إيه؟ ما أنا شغال مدرب مع كابتن علي إبراهيم في فرقة شارع الدخان، ماشيين درجة تالتة. احنا درجة تالتة ماشيين أول عشان كده أنت مهتم يعني بالوعارف. لا عشان عايش مع الناس وعارف الولاد عاملين أنا عارف الولاد عاملين إزاي. الدنيا صعبة جدا والله. بس شغال يعني السنة اللي فاتت الأول بطلت، والموسم اللي مش ده اللي قبليه يعني أنا مش عارف احنا في أنهي موسم. لا والله الدنيا ملخبطة على بعض فاهم. فأنا بطلت واشتغلت في النادي الأهلي تحت ايد الكابتن اكرامي وكابتن فتحي مبروك. خدت سنه كده زي ما بيقولوا الختم بتاع انك تشتغل في النادي الاهلي طبعا. وبعد كده قررت ان انا اطلع، ما حبيتش ارتقي في الناشئين عشان ما اقعدش فتره كبيره. انت عارف برضو مرحله الناشئين ممكن تشتغل فيها تتوه صح. في الناشئين، فعشان تاخد تجربه الفرق الكبيره دي بتبقى حاجه كويسه. قررت ان انا يعني اطلع اشوف حالي بره، والحمد لله مشيت مع كابتن علي ابراهيم وماشي شغال كويس معاهم. ماشيين من اول في المجموعه بتاعتنا فرق ثلاث نقاط عن الاتصالات. المفترض كان فاضل ثلاث مباريات الا الله اعلم هيتعمل فيهم ايه، وبعد كده في مفترض بعديه ترقي الله اعلم برضو هيتلعب ولا لا. انما الحمد لله الدنيا ماشيه كويس شغال وربنا سهل يعني. بص انا في الاول وفي الاخر اي واحد في الدنيا بيبطل بيبقى عينه على حته يمسكها. انا كاحمد بعمل كل يعني اللي اقدر عليه، دراسات، بذاكر كويس، بشتغل في الملعب، بحاول اجيب حاجات جديده الحمد لله. يعني كل ده لفكري لحته معينه عايز اوصل لها ان شاء الله. لما اوصل لها يعني اعتقد ان انا بعديها مش هدرب تاني. ايه بقى؟ النادي الاهلي طبعا. نادي الاهلي طبعا طبعا. نفسي امسك في يوم من الايام مدرب حراس المرمى النادي الاهلي. مكانه بص يعني اي حد بيشتغل في النادي الاهلي زيه عندنا في مصر زي وزير ومدير الكره زي رئيس الجمهوريه. فانت يعني انا بتكلم بامانه، مكان انا يمكن ما اكونش يعني طبعا تشبيهات بعيده يعني بالظبط. لا انا بهرب والله مش قصدي يعني يا جماعه. الامر في الاول والاخر ممكن اقول لك انا ما خدتش حقي قوي في اللعب في النادي الاهلي، فعايز ارجع كمدرب، وده مش يعني ده امر مشروع يعني. فاتمنى ان انا اشتغل على الوضع ده وان ربنا يكرمني ان شاء الله، واحاول اوصل للنقطه دي بكره بعده بعد 10 سنين. هو ده فكري وهو ده اللي انا بحاول اوصل له وان شاء الله هوصل له ان شاء الله. اخيرا يا دكتور قبل بس ما ننهي هذه الفقره، عايز اخد رايك في مستوى حراس المرمى في مصر خلال خلال هذه الفتره. طيب هل انت قلقان؟ هل انت شايف ان لا مستوى حراس المرمى في مصر جيد؟ طيب انا مش قلقان قوي. هو في خمسه وبعد كده كله زي بعض. خمسه وبعد كده كله زي بعض، ثانيه ثالثه رابعه اولى كله زي بعض بعد الخمسه الاولانيين دول. يعني هنستقطع من محمد الشناوي، ابو جبل، عواد عشان الناس ظلمه قوي، عامر مهدي سليمان، واحمد الشناوي اكيد. دول هنحطهم على طبعا، ولما يرجع بالسلامه بقى جن ان شاء الله اعلم. هو رجع دلوقتي بس ما اعرفش ظروفه ايه يعني. تمام. اكيد علي لطفي، وللامانه مصطفى شوبير الناس بتقطع فيه. الولد ده هيبقى جون كويس جدا جدا. لا لا جداً بس يمكن عشان كده ابن الكابتن شوبير وبتاع. بص انا بتكلم بالامانه طبعا، ده هو ده الكلام اللي بيتقال. بص انا اقول لك ده الكلام اللي بيتقال، مش عارف اقولها ازاي، ما انا صريح برضو هقولها. اقول مصطفى شوبير واحمد طارق سليمان الاثنين ممكن امجد فيهم واقول لك ده كويس. لا بس مصطفى كشخصيه ممكن يكونوا في الكوره فنيا الاثنين قريبين من بعض. بس شخصيه مصطفى حاجه تانية خالص. فدي اللي بتعرف ان الحارس لازم يكون عنده شخصيه قويه. طبعا مصطفى ما شاء الله عنده. فاحنا بعد كده بعد ما تشيل دول على جنب، بعد ما تشيل اللي انا قلت لك اساميهم دول على جنب، ست سبع اسماء دول بعد كده كله شبه بعض. مين نمره واحد ومين نمره اثنين؟ هل الشناوي نمره واحد وابو جبل اثنين، ولا ابو جبل واحد والشناوي اثنين من وجهه نظرك؟ اخر سنتين اعتقد ان محمد الشناوي تفوق على نفسه واجاد. الشناوي في بعض المباريات، مش في بعض، في يعني في مباريات كانت مهمه جدا وفاصله، كان له دور كبير جدا في النادي الاهلي. طيب منتخب مصر انا هقول لك نقطه مهمه جدا. اتفضل. السنه دي في الدوري بتاعنا ده
الشناوي ليه 50% من الدوري اللي احنا فيه. ازاي بقى؟ مش احنا بنكسب 4 و5 وبتاع، بس تعالى واحنا 0-0 بيجي علينا انفراد يطلعه. صح. واحنا كسبانين 1-0 كوره مثلا في الدقيقه مثلا 35 من الشوط الثاني صعبه جدا يصدها ترد بالثاني والثالث. صح. فهو دي جزء كبير جدا من نتائجنا الايجابيه في الموسم ده. في افريقيا اكيد حدث ولا حرج، اذا كان في ماتش الهلال الماتش المفصلي او في ماتش صن داونز برضو كان ليه دور كبير جدا في المباراتين. فاعتقد ان الشناوي ماشي. اول كره في ماتش صن داونز لو تفتكر اتحط في جنب رجاله اللي صدها طلع انفراد وشال. لا هو عمل مباراه جيده جدا هناك. فاعتقد ان الشناوي ماشي بخطه ثابته. منتخب مصر يعني الراجل لعب كاس عالم، وبعد رجع من كاس عالم لعب كاس امم افريقيا، اكيد المدربين دول مش بيجاملوه. طبعا اكيد اللي بيلاعبوا مش بيجاملوا، مع ان مستر كوبر كان معاه عصام بقاله 5-6 سنين ولعب بيه في بطوله مع 3 سنين سوري، ولعب بيه في بطوله افريقيه في 2017. عصام لعب اساسي بعد اصابه شريف واحمد الشناوي، عصام كمل البطوله. كان اولا عصام ماتش اللي احنا صعدنا بيه هنا كان عصام اللي بيلعب اساسي. صعدنا كاس عالم، صعدنا كاس عالم شهر 11. في شهر 6 محمد الشناوي بيلعب وبياخد احسن حارس في ماتش اوروجواي، ويعني لا ما هو اكيد اكيد الناس اللي بتلعبوا دي مش بتلعبوا من فراغ طبعا. فعشان كده انا ما بقولش ان هو بيتلعب من فراغ، لا يعني انا بتكلم ان هو احسن واحد. لا هو احسن واحد. الشناوي يستحق، محمد الشناوي يستحق ان يكون الافضل خلال هذه الفتره. طبعا في الفتره الاخيره محمد الشناوي احسن واحد، تحديدا من سنتين بالظبط احسن واحد موجود في مصر عامه. يجي بعديه عشان ما اغفلش ذكره وياخد حقه، جنش يا جدعان جون كويس جدا، هو يمكن يكون عشوائي شويه في تحركاته انما كحارس مرمى ولا اروع. وعنده قلب وروح ومجدعه مش اي حد يلاقيها. طبعا. انا بتكلم للامانه ابو جبل حارس جيد جدا، مستواه تطور بشكل ملحوظ ابو جبل الحقيقه في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك خصوصا. لا هو داس على نفسه قوي بعد ما عواد قعد ومسك الفرصه بايده واسنانه، خلاص بقى فخلاص بقى العمليه بقت ركبت معاه وخلاص بقى عنده ثقه في نفسه والحمد لله. هو ما شاء الله جون كويس، خلي بالك الجيل ده كله جون كويس. يعني ابو جبل ده كان الجيل بتاعه مين؟ هو وعامر عامر وعلي لطفي وكان معاهم مهدي سليمان، الاربعه كانوا في نادي انبي في سن واحد. في انبي في سن واحد الاربعه. صح. ما شاء الله كل واحد راح في حته مسمع فيها. ده حتى علي يعني بسم الله ما شاء الله علي لطفي برضه في المباريات اللي بيلعبها. علي بص قصه علي ماتشات بس يلعب. خلاص هو جون كويس جدا واحنا جايبينه او مستقطبينه عشان خاطر يلعب يسد مكان، بس للاسف يعني مش للاسف لا الحمد لله ان محمد الشناوي ماشي كويس. فعلي مش لاقي فرصته. فعلي فرصته هتيجي بس متقطعه، المهم بقى لما فرصته تيجي يبقى عنده زي ما ابو جبل عمل بالظبط. يبقى عنده ثقه في نفسه ويقف اكنه بيلعب بهدوء وهادي جدا، علي هتلاقيه حاجه ثانيه خالص. انما علي حارس مرمى مبشر جدا في النادي الاهلي. دكتور احمد شرفتني ونورتني وببقى سعيد جدا بوجودك، ارائك رائعه الحقيقه وتستحق الاحترام يعني. ربنا يبارك فيك يا اسلام. انا بشكرك واتمنى لك التوفيق يا رب دايما من جوه بيتك حبيب. في قناه حبيبي يا سلوم ربنا يخليك. شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي، زي ما حضراتكم شايفين احد الامثله لابناء وولاد النادي الاهلي، لانه زي ما قلت لحضراتكم انا بقالي اسبوعين ثلاثه لو حضراتكم واخدين بالكم بشتغل على هذا الشكل وعلى هذا الامر، ان لا يا جماعه ولاد النادي الاهلي متواجدين حتى لو لعب سنه حتى لو لعب 6 شهور، بس هم يعتبروا بيعتبروا نفسهم بولاد النادي الاهلي. الكل بيتمسح في النادي الاهلي لانه النادي الاهلي كبير وعظيم بجمهوره وبمجالس ادارته المختلفه خلال هذه الفتره. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احد نجوم النادي الاهلي ايضا اللي كانوا متواجدين في فتره من الفترات الهامة جدا في النادي الأهلي، كابتن أحمد عادل. كابتن أحمد عادل الظهير الأيمن للنادي الأهلي في فترة من الفترات الجميلة جدا داخل النادي الأهلي. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل واحد من النجوم الكبار كابتن أحمد عادل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، واحد من النجوم اللي تالقت في فترات طويله جدا مع النادي الاهلي في فتره الحقيقه كانت من اهم الفترات اللي كانت اللي مرت على تاريخ النادي الاهلي زيها زي بقيه الفترات اللي موجوده دايما في تاريخ النادي الاهلي. ازيك يا ابو الكباتن؟ تمام يا كابتن اسلام. تمام يا كابتن اسلام. الحمد لله والله كله خير والله، وانت اكتر وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده واتشرف ان انا موجود معاك. ده شرف لينا. لكن بقالي كتير ما شفتكش مختفي.
قاعد في اسكندريه بقى. اسكندريه الفتره دي طبعا الحمد لله بقى عندي النادي الخاص بتاعي. يمكن طلعت مع حضرتك قبل كده. فطلعت مع حضرتك قبل كده ويمكن اتكلمنا ان انا كنت شغال في النادي الاولمبي طبعا من بيتنا الكبير وحضرتك طبعًا. يعني ابني من ابناء النادي الاولمبي وبنتشرف ان احنا كلنا ابناء النادي الاولمبي. اشتغلت فتره لحته مدير الكوره جوه النادي لكن الظروف ما ساعدتني بشكل كبير ان انا اكمل. لكن الحمد لله الفتره دي اتجهت النادي الخاص بتاعي ده اللي انا ماشي فيه الفتره دي. بعدت عن الناحيه الاداريه والناحيه الفنيه شويه ولا نادي خاص ده هتبقى امور يعني تنظيميه اكتر يعني؟ ما يا كابتن يمكن الحمد لله انا كنت شايف حتى بعد الكوره ان انا حتى الاداريه دي اللي لاقي نفسي فيها يمكن على مدار انا بطلت 2017 على مدار 3 سنين اتعرض عليا ان انا امسك فني حتى كفيرست تيم او في قطاعات ناشئين لكن انا ما كنتش بفضل الحته دي على الناحيه الفنيه لكن انا بفضل الحته الاداريه. يمكن الحمد لله ده اللي هيبقى الكارير بتاعي الفتره اللي جايه ان شاء الله. تمام. ماذا تفعل في زمن الكورونا؟ والله كابتن هي فتره صعبه اكيد على الشعب المصري كله. اللي انا بتمناه من الناس اللي هي التزام البيوت الفتره دي لان هي الاصعب اللي جاي مش اللي فات. اتمنى ان هي فتره صعبه اكيد ان النشاط حتى يرجع تاني النشاط الكروي يرجع تاني وان الصوره ترجع للميه المجاريها تاني. ده هيفرق حتى مع القاعده الكبيره من الرياضه المصريه. الاسكندريه عامله ايه في ظل الحظر؟ يعني نسمع شويه حاجات كده اسكندريه عامله ايه؟ ناس يعني مرتبطه او بتعمل اللي مطلوب منها خلال هذه الفتره ولا لا؟ اكيد يا كابتن. يمكن انا ما بتكلم مع ناس كتير في اسكندريه. الناس فعلا الفتره دي ملتزمه حتى بمواعيد الحظر ده حتى لسلامتهم هم قبل ما سلامه اي حد، لسلامه حتى الجار، لسلامه الصحاب، لسلامه الاهل حتى. لازم نلتزم الفتره دي ومش اسكندريه بس، لازم على مستوى مصر كله كلها ان الناس تلتزم البيوت عشان نعدي المرحله الصعبه دي. لان انا شايف خير يعني بعد الفتره دي شايف خير حتى على مستوى مصر على مستوى كل سياسيا واقتصاديا وكرويا حتى ان الموضوع ان شاء الله هيبقى في الاحسن ان شاء الله يعني. من وجهه نظرك توقف النشاط الرياضي وتاثيره على اللاعبين وعلى الانديه كمان بشكل عام عامل ازاي؟ والله كابتن انا بشوف ان دي يعني دي حاجه من ربنا بيدينا زي اختبار. اختبار ان احنا كنا في نعمه واحنا ما كناش حاسين بيها ان الناس تقعد في البيوت في وقت ان حتى مستوى الدخل للبيت بيبقى مش موجود او قليل. لازم الناس دي موعظه للناس وربنا بيدينا مؤشر كده ان احنا كنا في نعمه ودلوقتي هي مش موجوده معانا. فاتمنى ان ده يكون درس كويس لينا حتى على مستوى الشعب المصري كله ان شاء الله يعني. هل من الممكن ان يعود النشاط الرياضي مره اخرى من وجهه نظرك سيناريوهات العوده؟ اكيد يا كابتن بس لازم يبقى بطرق وقايه معينه. يعني لازم بطرق وقايه معينه طبعا بعد النفاق بعد ان شاء الله ما الغمه دي تروح. مش قصدي ان دلوقتي يعني عشان برضو الناس ما تفهمش لا لا فيما بعد ان شاء الله لما الوباء ده يروح باذن الله ان شاء الله يعني اتمنى ان الدوري يرجع تاني واتمنى ان المايه ترجع لمجاريها تاني. انا زي بقول لحضرتك قاعده كبيره في على مستوى الرياضه في مصر. الناس بيوتها مقفوله عايزين العجله تمشي تاني بس اهم حاجه نطمئن حتى على صحه الشخص المصري ان شاء الله يعني. شايف الفتره اللي جايه ازاي؟ يعني هل في دماغك سيناريو للعوده؟ هل لو تم الغاء الدوري الامور هتمشي ازاي من وجهه نظرك يعني؟ هو انا كابتن اللي اتمناه على المستوى الشخصي ان انا ما يبقاش فيه الغاء، يعني ما يبقاش فيه الغاء، دي يبقى فيه تكمله، يعني يبقى فيه تكمله. وخصوصا بنشوف حتى الفيفا بيطلع بتصريح ان احنا هنستكمل الدوري لكن في نهايه فترته المسموح بيها اللي هي لحد 30/6. فيمكن كنا بنشوف الدوري على مستوى سنين كتير قوي 10 15 سنه ما بينتهيش في ميعاده، يعني هتلاقي حتى حضرتك كل عقود اللاعبين لحد 30/6. الدوري بيخلص في 7، الدوري بيخلص في 8. دي خبرة. حتى الانديه في الحاجات دي اتعلمنا كتير. فحتى حضرتك هتلاقي حتى بيبقى في مشاكل في تعاقد الانديه حتى مع المدير الفني، يعني زي اللي حصل مثلا قبل كده مع نادي الزمالك مع جروس ان الراجل عقده انتهى والدوري لسه ما خلصش. فده لا يحدث الا في مصر. فاتمنى ان يكون في انتظام حتى في المواعيد، انتظام حتى في العقود، انتظام حتى في التعاقدات. فده اللي انا بتمناه ان شاء الله. قبل ما الدوري يقف كان فتره مهمه الحقيقه للنادي الاهلي وتالق كبير للنادي الاهلي خلال هذه الفتره مع ريني فايلر. شفت النادي الاهلي في الدور الاول قبل توقف الدوري بسبب كورونا ازاي؟ والله انا بشوف يا كابتن ان اكتر نادي اتضرر هو النادي الاهلي.
حته التوقف، حته ان هو الليفل بتاعه كان عالي جدا مع مستر فايلر شكل تاني. فريق النادي الاهلي بقى عنده شخصيه، بقى عنده شخصيه البطوله، بقى بيقدر ان هو يلعب اي فريق حتى على المستوى الافريقي بيبقى ليه شخصيته. ده الاهلي مع مستر فايلر. وخصوصا انت لما بتيجي تتكلم يا كابتن اسلام ان مجموعه اللعيبه دي هي نفس مجموعه اللعيبه اللي كانت مع لاسارتي، لكن شخصيه المدرب هنا، لان انا بشوف مستر فايلر فيه يعني نوايا صغيره كده، نواه صغيره كده من جوزيه حتى على المستوى الشخصي. يمكن حضرتك برضو وانا اتعاملنا مع مستر مانويل كان حاجه كبيره جدا، حاجه اسطوره. انا بشوف ان مانويل جوزيه يعني ما اعرفش هل انا يمكن متحيز له شويه ولا حاجه. بالمناسبه طبعا كان عيد ميلاده من كام يوم و74 سنه الحقيقه، من العطاء الكبير لمستر مانويل جوزيه. وكل سنه وانت طيب يا مستر مانويل، ودايما يا رب تبقى دايما في خير وفي صحه وفي سعاده. انا بشوف ان مانويل جوزيه شخصيه واسلوب خاص، هو اسلوب خاص وفي حته محدش يعرف يوصل له. صعب قوي، هتاخد كتير قوي انت كمدرب ان انت توصل له. لكن حته ان مجلس اداره النادي الاهلي ياخد المبادره حتى بالتجديد مع مستر فايلر، اكيد شايفين في المدير الفني ده حاجه، اكيد شايفين فيه ان هو مدرب عامل شخصيه للفريق. عشان كده انا مع النادي الاهلي ومع مجلس اداره النادي الاهلي في حته الاستقرار. دي طبعا من 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 اهم الحاجات اللي بتبقى داخل النادي الاهلي، حته الاستقرار على الجهاز الفني، الاستقرار على اللعيبه، دي اللي بيبقى حريص عليها جدا مجلس اداره النادي. هنتكلم كمان شويه عن مانويل وعن ذكرياتك في فتره كانت مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، وفتره الحقيقه كانت حلوه جدا الفتره دي. الكل اللاعبين اللي كانوا متواجدين فيها عمرهم ما بينسوها الحقيقه. يمكن يا كابتن اسلام، يمكن لما بطلع في كل مكان بقول ان انا الحمد لله كنت محظوظ ان انا كنت موجود مع جيل معاك ومع بركات، مع حفظ الارقام، مع بركات، مع متعب، مع عماد النحاس، وائل جمعه، جيل من اعظم الحضري، شادي محمد، مش عايز انسى حد، يمكن اتريكا، في مجموعه كبيره. انا كنت محظوظ ان انا موجود مع الجيل ده، ويمكن حضرتك كنا في نفس المكان، بس ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا ابقى مركز بشكل اكبر. ده كان الهدف، وده كان الهدف. يمكن الحمد لله حققنا بطولات كتير جدا. جيل من اعظم الاجيال كان داخل النادي الاهلي، الجيل بتاعنا جيل. طبعا. برضو احمد عايز اسالك عن الفتره القادمه في اوروبا، هل انت متابع اللي بيحصل في اوروبا؟ يعني اوروبا طبعا من اكثر الدول شيوعا في الكورونا، ولكن في نفس الوقت دايما الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي حتى كان طالع من يومين بيقول لك احنا يهمنا سلامه الناس وكل حاجه، ولكن لن يعود الدوري الا بسلامه الناس. ده معناه بعد التاكد من سلامه الجميع، ولكن ده بيدي رسائل ان هم عايزين يرجعوا الدوري باي طريقه، او يعني يرجعوا النشاط الرياضي باي طريقه. اكيد يا كابتن اسلام، انت لما هنا بتلاقي حوالي 35 او 36 دوله ان هو بيوقف النشاط الكروي على مستوى العالم، او بيبقى ماتشات بدون جماهير، او بيلغي النشاط، اكيد ده لازم يديك مؤشر ان لا، الموضوع خطر. وخصوصا ان انا اخويا عايش في ايطاليا، فعايش في ايطاليا، فبقول لي الموضوع صعب جدا، صعب جدا، مفيش حد في الشارع من الصبح لحد بالليل. بيطلع يغني في البلكونه برضو ولا لا؟ لا، بيبقى حريص جدا كابتن. هناك الناس المستوى، حتى الناس الكبيره، المستوى المرض ده بيضر الناس الكبيره، الناس اللي هم فوق الستين وفوق السبعين اللي مناعتهم ضعيفه. فهم في ايطاليا بالذات، في ايطاليا بالاخص، عشان مستوى السن بتاعهم كبار جدا، فالناس هناك بتموت بشكل يعني بشكل صعب جدا. فهناك الناس حتى لو في حظر، هم من قبل حظر هم خايفين على نفسهم، قاعدين في البيت. فده اللي اخويا اللي بيتكلم معايا فيه على طول، ان الناس اصلا خايفه على نفسها. الناس خايفه على نفسها قبل ما حتى ما الحكومه تخاف عليهم هم. ده اللي احنا بنتكلم فيه هنا في مصر، ان ده لازم يتطبق هنا في مصر. خاف على نفسك، خاف على جارك، لان مستحيل يحصل في كل دول العالم المشكله دي، او النشاط يقف كده لما يكون في مشكله كبيره. فاكيد دي مشكله كبيره، وان شاء الله ربنا يزيل الغمه دي قريب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. من المدربين اللي انت تاثرت بيهم بشكل او باخر، اعتقد ان مانويل جوزيه له دور كبير جدا مع احمد عادل، لانه واحد من اهم وافضل المدربين اللي اتعاملت معاهم انت كاحمد. يعني اكيد مستر مانويل هو كان حتى الحريص ان هو يجيبني من النادي الاولمبي. اول ما جيت قعدت معاه وكلمني، يعني اداني ثقه كبيره جدا، وكان ساعدني على فترات كبيره. يمكن انا بشوف ان مستر مانويل هو بيقدر ان هو يقوم لك شخصيتك، يقوم لك شخصيتك، بيحط عليك ضغوط،
ان ازاي تعرف تتعامل تحت اي ظروف. مش حل مشكله. مش حل. خدت كام زيرو ولا ما خدتش زيروات؟ خدت زيروهين كده. زيروهين في ماتشين كده على الماشي. اه ده زيرو ده ليها قصص كبيره. اه ليها قصص كبيره مع بركات ومع جمعه. لا طبعا وابو تريك اكتر اتنين بياخدوا في الدنيا بركات وابو تريك. ده المشكله اللي كان بياخد زيرو ده بعدين الزيرو بيعملوا كده مش عارف يعني بيقعد يعمل كده مش عارف ليه بيعملوا زيرو كده ان هو بيعملوا كده اصلا عنده خاتم هنا كده عشان يوريك الخاتم هضربك. لا ده موقف كوميدي طبعا لبركات وانت اكيد عارفه كويس. كنا في ماتش حضرتك تفتكر ماتش حرس الحدود لما مستر مانويل اتعصب وقلع الجاكيت فاحنا في الاوضه فمستر مانويل بقى عمال تريكا زيرو وعمال يوزع زيروهات على الفرقه كلها على الفرقه كلها بين الشوطين. للاسف جمعه خد زيرو. فلقيت بركات يعني في اوضه استاد القاهره فيها عمود قدام الدكه دي وعمود قدام الدكه فبركات ورا العمود فانا قاعد جنب جمعه فلقيته قال له جمعه زيرو. الراجل هيضحك. الراجل هيضحك من ورا العمود. من ورا العمود مستخبي هو ما يقدرش. لا هو ما يقدر قدام الراجل ما يقدرش. ما كانش حد يقدر. اه لا هو فظيع. فبركات طبعا ضمن الناس اللي التاريخ كبير وقيمه كبيره جدا واتمنى له التوفيق طبعا مع منتخب مصر الفتره اللي جايه ان شاء الله. تعاملت مع مجموعه محترمه جدا من اللاعبين ابو تريكا وبركات وجمعه وكل اللاعبين الحقيقه عشان ما ننساش حد برضه. فاهم الذكريات او اهم الدروس المستفاده في الوقت ده برضه يا احمد. بص يا كابتن اسلام يمكن انا في موقف اول ما جيت يمكن برضه الناس ما تعرفوش ان كان اللعيبه الكبيره انا بقول لحضرتك المسؤوليه والشخصيه والدفاع عن اسم النادي الاهلي والدفاع عن جماهير النادي الاهلي والدفاع عن تيشيرت النادي الاهلي موقف انا برضه اعرفه للناس. موقف كان فيه مشكله اثنين او ثلاث لعيبه كبار مع بعض في الملعب عادي. فلقينا حوالي في مشكله بقى بين خمسه او سته لعيبه واحنا الصغيرين كنت انا وعاشور وإينو وصديق ومحمد سمير واحمد عادل بلغ التمرين. لغى التمرين وحصل مشكله كبيره وحتى احنا كان عندنا ماتش كاس سوبر في اثيوبيا مع النجم الساحلي. انا بيني وبين الكابتن اسلام انا اتخضيت قلت احنا عندنا ماتش بطوله زي ده طب اللعيبه الكبيره طب في مشكله. فروحنا اثيوبيا لقيت طبعا حضرتك وكابتن عماد النحاس وكابتن عصام الحضري وكابتن وائل جمعه وكابتن شادي وعماد متعب لقيتكم كلكم اتلميتوا ووقفتوا وجبتونا احنا وسطكم رجاله احنا عندنا مسؤوليه عندنا بطوله ماتش بطوله رزقنا ورزق اولادنا. فبقول لك حضرتك يا كابتن اسلام يعني الجيل ده كنا فعلا محظوظين علمنا دروس يعني علمنا دروس ان ازاي تبقى مسؤول عن تيشيرت النادي الاهلي ان ازاي تبقى مسؤول عن اي بطوله. فده ده حاجه اضافت لنا على المستوى الشخصي بشكل الفتره دي بس عشان برضو الناس ما تفسرش هو كان مشاده حصلت في الملعب ما بين يعني لا شدت ملعب عاديه يعني شدت ملعب عاديه ملعب برضه عاديه عشان برضه ما تروحش في اتجاهات او اخرى ولكن مانويل ساعتها برضه عمل قصه كده ولغى التمرين وما كملش وعمل قصه في الاوضه فكان برضه ولكن من الدروس المستفاده زي موضوع اليو باجي ورمضان صبحي لو تفتكر هو تقريبا نفس الشكل نفس كده. الشكل كده كابتن كابتن اسلام برضه اللي عايز اعرفه للناس ان مسؤوليه النادي الاهلي كبيره والدفاع عن اسم النادي الاهلي ده حاجه مش بالسهل مش هتقف عند مشكله معينه. ده اللي انا اتعلمته داخل النادي الاهلي بالظبط الموضوع عدى واللي بعده شد ملعب واللي بعده ورحنا خدنا بطوله يعني رحنا خدنا بطوله كاس كان قبل الماتش بثلاث اربع ايام اربع خمس ايام لان احنا سافرنا قبلها بيوم وانا مش مع الناس دلوقتي اللي بتطلع تقول لك الظروف صعبه علينا او الظروف مش كويسه او الجو او ان احنا سافرنا قبلها بيومين فدي يعني انت بتعلق كده على شماعه ده مش سبب خالص. الحمد لله حققنا بطولات كتير جدا في ظروف اصعب من كده سواء كنا مع سان داونز بره او سواء ما كنا مع ضد النجم الساحلي بره في اثيوبيا ما كانش فيه نفس خالص في الحمد لله. فاكر الماتش بتاع اثيوبيا ده؟ كنت اكسترا تايم لعبنا فيه اكسترا تايم اكسترا تايم كنت بتجري في مكانك كان عماد النحاس لما يجي يطلع في يقول لي يا نهار اسود على المشوار مشوار طويل ما كانش هيطلع ولا هو لا تلاقي الريس الراجل يقول له من بره ايه عماد عماد قوم جاي جري جري على ال 18 على ال 18 الناحيه الثانيه فكان لا كنا شايلين بعض يعني كانت اللعيبه كلها شايله بعض ما يعني كان في التزام بشكل كبير جدا حتى على مستوى المراكز مسؤوليه النادي الاهلي واسم النادي الاهلي كبير مش اي حد يدافع عنه يعني انا فاكر انت شوت ركله جزاء في الماتش ده
لا انت ما شطتش، ما شطتش. نزلت مكاني. انا نزلت مكانك في الشوط الثالث. الثالث تقريبا. الثالث ومستر مانويل يمكن ده موقف كوميدي شويه فبيقول لي تشوت، قلت له لا انا بعد الحضري. ده كان موقف كوميدي حتى لقيت اللعيبه كلها حتى هو ضحك. حتى من المرات اللي بيضحك فيها جوه الملعب يعني. هو من النوع اللي بيسال يعني. من النوع اللي بيسال دي برضه انا كنت اتكلمت فيها قبل كده. لا هو كان محدد الخمسه. كان محدد الخمسه وبعد كده بيسال. انا بتكلم يعني على اللي بعد الخمسه. اللي بعد الخمسه فهو بيسال يعني مين يشوط مين يشوط. قلت له لا انا بعد الحضري. انا بعد الحضري. بس فدي من المواقف الكوميديه مع مستر مانويل يعني. اول لقاء ليك مع مانويل جوزيه؟ مفيش طبعا. انت عارف كابتن اسلام لما بيجي اي صفقه بيقدر الراجل اللي هو يقعد معاك. انا كابتن حسام بدري في الفتره دي مدير كوره ومدرب عام، يمكن قعدوا معايا في الاوضه وقالوا لي طبعا ان احنا طلبناك وكنا طالبينك بقالنا فتره، يمكن كانت ظروف بس حتى التعاقد. يمكن لما قعدوا معايا عرفوني بالنادي الاهلي، ويمكن انا عشت داخل النادي الاهلي 3 سنين في الناشئين وعارف قيم النادي الاهلي وعارف مبادئ النادي الاهلي كويس وعارف قد ايه النادي الاهلي كبير وقد ايه مسؤوليه كبيره على اي لاعب موجود داخل النادي الاهلي. ده كل اللي وضحوا لي مستر مانويل وكابتن حسام بدري وكان معاهم كابتن علاء ميهوب. وضحوا لي حتى الصوره بشكل كبير. يمكن من اول الناس اللي استقبلتني برضه ابو تريكه في الاوضه. انت عارف حضرتك الاوضه بتاعت عم صلاح بنقعد فيها كل اللعيبه مع بعض. يمكن تريكه بيجي الساعه 6 الصبح. فمن اول الناس اللي استقبلتني وكلمني بتحفز كبير ومسؤوليه كبيره والحمد لله يعني مع كل اللعيبه دخلت بشكل. قال لك ايه يا ابو تريكه في الوقت ده؟ ابو تريكه قال لي يعني ربنا يوفقك معانا وانا من ضمن الناس كنت متابعك من وانت في الاولمبي واحنا في ظهرك واحنا هنشيلك وان شاء الله تقدر تخش وسطنا بسرعه. اللعيبه هنا هتقدر تساعدك بشكل كبير ان انت تخش وسط اللعيبه. اكيد خبرات كبيره جدا وخصوصا كان الجيل ده مفنش 2006 كان واخد كاس افريقيا. يمكن انا جيت بعد ماتش الصفاقس. كلكم فعلا يا كابتن اسلام يعني جيل من ضمن الاجيال اللي انا اتشرفت ان انا كنت موجود وسطها. اكيد الفتره دي يا احمد لانه وانا دايما ببقى قاصد اسال السؤال ده ان الفتره دي كانت فتره مهمه طبعا وكل حاجه، ولكن هل دخلت في وسط اللعيبه بسرعه؟ يعني هل الكلام اللي احنا بنسمعه ان النادي الاهلي لما بتوصل او تبقى لعيب فيه ده بتخش في وسط اللعيبه بسرعه والكلام ده، هل ده كلام صحيح ولا لا؟ اكيد يا كابتن اسلام اللعيبه الكبيره هنا بيبقى ليها دور، بيبقى ليها دور وخصوصا احنا عندنا في الكوره اسمها حاجه اسمها اوضه اللبس. اوضه اللبس دي ليها معايير كتير قوي، ليها مقاييس كتير قوي. هو ده النجاح في البطوله، هو ده النجاح في البطوله ان انت لما بتخش الاوضه حتى لو انت لعيب غريب او صفقه لسه جايه اللعيبه الكبيره بيبقى ليها دور. يعني ما يكون عندك حوالي 4 أو 5 لعيبه كبار ده بيفرق مع الفريق بشكل كبير. لكن في الجيل اللي انا كنت موجود فيه حوالي 11 او 12 لعيب كبار عندهم مسؤوليه نجوم مصر، فده يديني ثقه كبيره. ده اللي انا لقيته، ده اللي ساعدوني فيه بشكل كبير. لكن انت يا كابتن اسلام الفرق الكبيره هي اللي بيبقى فيها لعيبه كبيره، لعيبه ليها اسمائها عندها مسؤوليه. فكل ما زادت عدد اللعيبه دي فهتلاقي نجاحات هتلاقي بطولات، وده الحمد لله اللي احنا حققناه. اكيد مين اقرب الناس ليك في النادي الاهلي؟ اكيد في النادي الاهلي حاليا ولا من قبل عموماً. كده عموما حسام عاشور اكيد على تواصل معاه، احمد شديد، هاني العجيزي يمكن اقرب الناس ليا دلوقتي العجيزي، اينو، محمد سمير، احمد عادل الجون، بركات طبعا على فترات لما بعرف اوصل له. بس فدول مجموعه اللي قريبه مني يعني. وعفروتو؟ لا عفروتو يا لا لا ده عفروتو ده قصه كبيره لوحده. لا ده في حته تانية. ده اشمعنى في حته تانية الشمال؟ اشمعنى عفروتو اطيب قلب في مصر. عفروتو ده واخف دم في مصر. اخف دم عفروتو. ايه ده؟ وعليكم كابتن اسلام. ازيك يا حبيبي اخبارك ايه؟ ازي حضرتك عامل ايه يا كابتن؟ انت عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. بمس على حضرتك وعلى كابتن احمد عادل الحبيب قلبي طبعا. حبيبي يا رب. مع انه نسي اسمك، خلي بالك انا جاي اهدي. لا انا عارف ان انا عنده في حته ثانيه بصراحه كابتن. لسه بقول لعفروتو انت في الحته الشمال. يعني عفروتو طبعا احد ابناء النادي الاهلي وفترات طويله جدا داخل النادي الاهلي. يعني ايه رايك في اللي بيحصل خلال هذه الفتره على عفروتو؟ والله كابتن يعني في حاجات كتير. يعني انا مستغرب ان احنا ماشيين كويس والناس بتطلع تتكلم علينا وتتكلم علينا بشكل مش كويس. فانا مستغرب طب هي فين الحاجه الوحشه اللي النادي ماشي بيها عشان الناس تقدر تطلع اللي هي تتكلم عن النادي. احنا ماشيين اول دوري، وصلنا قبل نهائي افريقيا، طب ايه الوحش في كده؟ مش فاهم. لا الوحش يقول لك ان النادي الاهلي بيبيع اولاده.
لا، النادي الاهلي عمره ما بيبيع ولاده، هو النادي الاهلي بس انت في كل، هي دي الكوره يعني، هي دي الكوره كابتن اسلام، كلنا عارفين عمر النادي الاهلي ما بيتخلى عن ولاده، بالعكس النادي الاهلي فاتح النادي لولاده بعد الكوره، وده احنا يعني بدون ذكر اسماء في ناس كتير قوي بعد الكوره مشيت وراحت لعبت في انديه كتير قوي، وبرده في النادي فاتح لهم البيت بتاعه وبيرجعوا يا كابتن بيشتغلوا جوه النادي. ففي كواليس يا كابتن احنا ممكن نعرفه انا وحضرتك واحمد عادل وبعض الناس اللي هي في النادي، ولكن في ناس عامه الجمهور او الناس اللي بره النادي ما بتبقاش شايفه ديت. فاحنا احنا من خلال حضرتك بنوضح لهم، لا يا جماعه النادي الاهلي بيفتح بابه لاولاده، ولاي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي وبيبقى مخلص يا كابتن اسلام، النادي الاهلي دايما فاتح له البيت بتاعه. طبعا عفروتو برضه يا جماعه بالمناسبه واحد من الناس اللي النادي الاهلي باعهم، يعني طبعا ما بين قوسين يعني. لا ما فيش كده يا كابتن، هي يا كابتن دي بيبقى مثلا رؤيه مدير فني، خلاص هو الفتره دي مش محتاج تبيع عفروتو، معنى كده ان النادي اللي انا اتربيت فيه يعني لا استحاله طبعا، بالعكس النادي الاهلي فاتح لي البيت بتاعه وبخش النادي في اي وقت والحمد لله باخد اسرته وبروح اي مكان النادي الاهلي موجود فيه انا بروح عادي، والناس يعني بتقابلني بحب وباحترام عشان انا ابن من ابناء النادي الاهلي. وقلت لك يا كابتن كمان مش لازم يبقى ابن النادي، لا في ناس بتلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي وبتخلص للنادي الاهلي دايما، النادي الاهلي فاتح لها بيتها. انت كم سنه في النادي الاهلي يا عفروتو من الناشئين يعني لغايه لما مشيت من النادي؟ والله يا كابتن انا من 96 في النادي الاهلي لحد 2012. 96 لغايه 2012 يعني حوالي 16 سنه في النادي الاهلي. يا كابتن 16 سنه متتاليه، و يعني الحمد لله يعني من ابني من ابناء النادي الاهلي يعني. عاشرت ناس كتيره جدا خلال هذه الفتره، وناس الحقيقه كانت متواجده واجيال مختلفه. بتقول ايه في هذه الفتره برضو اللي النادي الاهلي بيتعرض فيها، يعني زي ما كان في تنمر في الكورونا امبارح، لكن ايضا الفتره دي النادي الاهلي بيتعرض لتنمر غريب يعني. والله كابتن يعني اللي انا شايفه اللي البطل لازم الناس تتكلم عليه، ولازم الناس تنقص البطل، ولازم احنا عايزين نوقع البطل، طب نوقعه ازاي؟ من خلال السوشيال ميديا، من خلال الاعلام، من خلال كذا وكذا، فده مش صح. الصح اللي انت مثلا لو احنا ماشيين مش كويس احنا اللي هنطلع نتكلم، احنا اللي لينا الحق ان احنا نتكلم عشان احنا اولاد النادي. يمكن مش اي حد تاني من خارج النادي هو اللي يطلع يتكلم يا كابتن اسلام، يعني اي حد منافس في العيد يطلع هو اللي يتكلم. طب بتتكلم بناء على ايه؟ ده مش شغلك، ده شغلنا احنا، احنا اللي نقدر نوصل المعلومه للاداره، احنا نقدر نوصل المعلومه للجماهير. مش انتوا اللي هتيجوا تحلوا لنا المشاكل بتاعتنا، حلوا مشاكلكم انتوا وبعد كده ابقوا يا عم تعالوا حلوا لنا احنا. كل نادي مثقل بمشاكله يجي يتكلم عن النادي الاهلي يا احمد يا علي. طبعا النادي الاهلي كبير قوي يا كابتن اسلام، واكبر من الحاجات دي. يمكن دي الميزه في النادي الاهلي، ان هو اكبر من الحاجات دي بكتير قوي. يمكن مجلس اداره النادي الاهلي ما بيلتفتش لكل ده، شغال في خط مستقيم، عنده مبادئه وعنده اهدافه اللي هو بيقدر ان هو ياخدها. فحتى النادي الاهلي عارفين هو عايز ايه، يعني النادي الاهلي مجلس اداره النادي هو عارف هو عايز ايه. دي سياسه النادي الاهلي. ارجع بقى معاك لعفروتو مره ثانيه، يعني برضو احمد انت دايما تقول لي ان عفروتو ده الحته الشمال، يعني اشمعنى؟ لا عفروتو حاجه على طبيعتها، حاجه يمكن دي اللي اثرت على مسيرته بشكل كبير، ان عفروتو على طبيعته ما بيعرفش يتاقلم مع الامور، طيب جدا، شخص كده ما فيهوش خباثه، ما فيهوش لؤم، ده اللي حببني فيه. وحتى كده عفروتو نجم كبير، لكن مش محظوظ. من ضمن الناس، انت عارف لعيب الكوره كابتن اسلام لازم يبقى معاك حظ، نسبه حظ، فعفروتو مش محظوظ خالص. اتمنى له ان هو يرجع احسن من الاول ان شاء الله يعني. عفروتو انتوا لحقتوا بعض ولا لا؟ ما لعبتوش؟ لعبنا مع بعض في الشرقيه، هو يمكن احنا في النادي الاهلي مع بعض يا كابتن، بس كنت باجي يا كابتن اسلام، انا حضرت حضرتك كابتن اسلام، كنت بطلع اتصاحب معاكم. كان بيطلع يتصاحب معانا. وحضرت كابتن احمد عادل طبعا، وفي واقعه كده كابتن ممكن اقولها. قول يا نجم. يعني انا اول ما طلعت كان مستر مانويل لسه ماسك، طلعت انا ومؤمن زكريا واحمد عطوه. وكان حضرتك كنت انتوا بتتمرنوا الصبح ساعتها يا كابتن، يعني 8:30 التجمع، 9 تبتدوا، فلعبنا تقسيمه صغيره كده، صغير معرفش، فاحمد السيد دخل فيا خبطه جامده قوي،
فانا زعلت واتضايقت، فحضرتك رحت رايح يا كابتن اسلام مزعق له، ورحت قايل لي العب جامد، اللي خش عليه جامد خش عليه جامد، بره يبقى في كابتن ماشي يمكن هنا كلنا واحد جوه الملعب. بالظبط بالظبط، ده من اهم الحاجات اللي بتعلمها يعني. يا كابتن اسلام ممكن حضرتك نسيها، بس انا دي اول يعني بداياتي، اول ما طلعت الصراحه يعني. ف لا، لانه احنا في النادي الاهلي كده، في النادي الاهلي انت عارف يعني، انت خدت كمان فتره او اتمرنت كمان في فتره يعني، كانت الشنكار بتلبسه لغايه زورك. لا كان بيلبس الشنكار خصم على طول. حقيقه فعلا اللي ما كانش بيلبس الشنكار كان بيبقى خصم على طول، لانه التمرينه كانت بتبقى موت يا احمد، وانت عارف طبعا الكلام. طبعا طبعا الشنكار ده كان مستر مانويل على طول عنده حاجتين، الشنكار والجزمه الجديده. والجزمه الجديده. يعني مانويل جوزيه في فتره من الفترات الحقيقه عفروته يعني، طبعا وكان عيد ميلاده هو من كام يوم، كل سنه وهو طيب 74 سنه يعني، نتمنى له الصحه. برضه اعتقد ان هو له فضل على كثير من اللاعبين في هذه الفتره. طبعا يا كابتن، يعني هو مستر مانويل طبعا تاريخ كبير، ومن الناس اللي هي حققت بطولات كبيره قوي جوه النادي الاهلي، فهيفضل طبعا في يعني جماهير النادي الاهلي لما بتيجي تسالهم يقولوا لك مستر مانويل جوزيه، هو الناس اللي هي بتحبه وبتعشقه هو مستر مانويل. ف ان شاء الله ليك ذكريات معاه في فايلر باذن الله، وهو الراجل ماشي بخطوات ثابته، فان شاء الله يقدر يكمل اللي مستر مانويل عمله، وهو ده النادي الاهلي ده بيكمل دوت، فان شاء الله باذن الله نفسينا بقى ناخد افريقيا، ونفسينا ان شاء الله ناخد في العالم للانديه يا رب. ليك ذكريات مع مانويل جوزيه ولا ما ولا لا؟ ليه يعني هو اول حاجه واحده كده برضه الاولى. يعني هو طلعني الدرجه الاولى، هو اللي مشاني ثاني فتحه دي فيها. يعني جابك ومشاك. يعني اول فتره جابتني كنت طالع، كان لسه عندي 16 سنه، اتفرج على ماتش كده بالصدفه، فخدنا انا ومؤمن، وكان معانا لاعب اسمه احمد عطوه. طبعا. فبعد كده جه 2012 جابتني الولايه الثانيه، راح ممشيني بقى. قال لك لا انت كده كفايه. انا عايز اروح امسك البدله بتاعته اقول له بالله عليك بالله عليك، ده انت اللي مصعبني، اسمعني بس انت اللي مصعبني. طيب احمد عادل بيعرف يلعب يعني عفروتو ولا لا؟ يا كابتن بيعرف يلعب يا كابتن، وكمان احمد عادل في ميزه كمان يعني اكتشفتها فيه. في فتره كده من الفترات لعب سيرد باك، كان عندنا لا دي صعبه، دي صعبه دي يا عفروتو، صعبه طبعا بالله عالمي. دي صعبه دي عفروتو. لا جوكر برضه. لا والله لعب سيرد باك والله بيلعب بدماغه. طب ما حضرتك يا كابتن لعبت السيرد باك، بس فرق بقى معلش احمد عادل. لا فرق براس. السيرد باك صعب، السيرد باك صعب اصله شويه، لان بتبقى متحكم في الخط كله يا احمد عادل. اكيد يا كابتن، انت لعبتها في حرس حدود كمان، خدت بيها كاس مصر. خدنا بيها كاس مصر حرس حدود كنت فارق مع فريق حرس حدود في المكان دوت حتى بالذات يعني. لكن مكان صعب يعني ان انت تلعب سيرد باك برضه. لا مكان صعب جديد، انا اول مره اسمع. كان الكابتن طارق يحيى بيعتمد عليا شويه والله معانا، بس كان عالمي. لا والله مع كابتن طارق والله، وكان بيلعب باك رايت، فحد اتصاب فراح كابتن عماد رجعه سيرد باك، فنزل حد باك رايت ثاني. فكان بصراحه كابتن عماد نحاس مسكنا في الشرقيه. انا عارف. فعماد حط احمد. طب والله عماد برضه عينيه حلوه. لا مدرب كبير عماد النحاس. لا مدرب كبير. مدرب كبير وعامل شغل كويس قوي مع نادي المقاولين. فبتمنى له التوفيق، ويمكن حتى من هو كان ماسكنا كابتن عماد كان حاجه مبشره يعني، حاجه مبشره ان هو مدرب كويس، بس كان محتاج ان هو يروح نادي مستقر. ففرق معانا نادي المقاولين بشكل كبير اكيد. عفروتو اخيرا الفتره دي بتعمل ايه، وهتعمل ايه بقى الفتره اللي جايه؟ والله كابتن الفتره ديت انا سافرت، رحت اوزبكستان. خلصت كل حاجه مع الناس في شهر واحد، والمفروض اللي انا كنت اروح لهم في شهر اربعه، فجي طبعا الظروف اللي جت على العالم دي كلها، يا رب كلنا وام سيدنا محمد نطلع منها على خير. فان شاء الله انا مركز يا كابتن الفتره ديت باذن الله، يعني في كذا حد كلمني كده من الوكلاء، فان شاء الله هركز اللي انا ابقى في مصر هنا ان شاء الله باذن الله في الدوري الممتاز. بتتمرن في البيت ولا لا؟ والله يا كابتن يعني، بس مش التمرين اللي هو طبعا يعني، طبعا بس على قد ما بقدر ببقى قاعد انا واولادي طبعا في البيت، ف مش هينفع طبعا، انت عارف يا كابتن الموضوع بقى صعب جدا، وانا عايز الناس تاخد بالها بصراحه، عشان الموضوع يا جماعه ما حدش يستهتر بالموضوع، عشان الموضوع بجد خطير طبعا. فربنا يشفينا ويعافينا يا رب، وفتره وتعدي، ويعني بتمرن يعني حاجات اللي هو مثلا ممكن تعمل شويه تمرينات خفيفه بطن، الحاجات اللي احنا بنعملها دي البسيطه بس.
ربنا يكرمك ويوفقك يا عفروتو، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله تبقى معانا في حلقه قريب ان شاء الله. شرفتنا والله حبيبي كابتن، شكر جدا. بالتوفيق يا احمد عادل يا رب. حبيبي يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. واحد ايضا من نجوم النادي الاهلي، انا دايما بحاول اجيب لحضراتكم امثله زي ما حضراتكم شايفين، يعني احمد سنتين اعتقد او ثلاث سنين في النادي الاهلي، وكم سنه موسمين مع النادي الاهلي الحمد لله، طبعا بطولات خمس إيه؟ خمس بطولات الحمد لله، فمدار سنتين اتنين دوري عام وكاس مصر وكاس سوبر مصري وسوبر افريقي. ففي خلال موسمين يمكن الحمد لله فتره انا كنت سعيد بيها داخل النادي الاهلي اكيد اكيد. فتره كانت احنا كنا بنتحاسب على البطوله كابتن اسلام. مظبوط، كنا نخش في ست بطولات ما حققناش بطوله، حتى كانت دي كان طبعا جماهير النادي الاهلي ما تنساهاش مباراه النجم الساحلي بتاعت الشرميتي، بتاعت 3-1 دي كانت فعل فاعل يعني، كانت خسرناها عبد الرحيم العرجون. عبد الرحيم العرجون كان لنا ضربتين جزاء شديد وبتريكه، لكن خسرناها كانت ظلم على النادي الاهلي. يمكن السنه دي حققنا ست بطولات، كنا داخلين في سبع بطولات حققنا الستة، ودي البطولة اللي ستة كانوا ايه بقى؟ انا لو تفكرنا ما هم من ضمنهم الخمسة اللي انا خدتهم اللي انا اتكلمت فيهم. اصل هي ست بطولات ممكن، لكن وفي واحدة باين تانية كاس مصر، بس انا كاس مصر السنة اللي فاتت بتتحسب السنة اللي قبلها، لان انا رحت في يناير فبتتحسب لك بس. فزي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي برضو عايز اتكلم فيها حته، النادي الاهلي اكبر من الكلام ده بكتير جدا. ومجلس اداره النادي الاهلي حتى مش هتلاقيه حتى بيطلع يرد، لا لا خالص. فهم عندهم سياسه معينه داخل النادي، عندهم التارجت بتاعهم، عندهم اهدافهم اللي بيتكلموا فيها، لكن ما بيتجهوش او ما بيدوش ودانهم لاي حاجه بتحصل بره يعني. فدي ده اللي منجح النادي الاهلي طول مدار حياته يعني. نتمنى يا رب التوفيق خلال الفترة اللي جاية. أخيرا أحمد، لو عايز تقول رسالة يعني للشعب المصري خلال الفترة الصعبة اللي احنا موجودين فيها. أتمنى طبعا إن هم يعني إن الناس تلتزم البيوت الفترة اللي جاية، يمكن احنا عدينا الصعب واللي جاي أصعب، نتمنى احنا نلتزم البيت عشان صحتنا وصحة أولادنا. ده اللي أنا بتمناه طبعا، ان ربنا يزيل الغمه دي عن الشعب المصري كله، ونبقى في احسن حال، وربنا يحفظ مصر طبعا من اي وباء، وان المايه ترجع لمجاريها تاني على مستوى الرياضه او الدوري المصري. ممكن احمد يعني هل انت متوقع ان عوده النشاط الرياضي وهل لانه في ناس دايما تقول ايه، هو انتوا ليه بتتكلموا في الكوره وليه بتتكلموا في البتاع ده؟ يا جماعه لازم يبقى دايما عندنا تفاؤل للمرحله القادمه ونظره مستقبليه للمرحله القادمه. والله كابتن اسلام انا متفائل جدا ان احنا الفتره اللي جايه هنرجع احسن من الاول. لان زي ما قلت حضرتك في بدايه الحلقه ان دي دروس، ولازم تبقى دروس مستفاده. ان احنا نظبط لوائحنا، نظبط اسلوب حتى الدوري عليك. عندك فرصه ان انت تقدر تفكر فيها، ان انت تاخد قرارات حتى على مستوى الاتحاد او على مستوى الانديه، ان انت تعرف تاخد قرارات، تعرف تتعاقد مع لعيبه. انا شايف ان الفتره اللي جايه على مستوى مصر وعلى مستوى الرياضه المصريه هتبقى فيها طفره عن الفتره الاخيره، ده اللي انا متفائل بيه. وزي ما بقول كده تفائلوا بالخير تجدوه، فدايما لازم الواحد يبقى متفائل، وان شاء الله ربنا يحفظ مصر من اي وباء باذن الله ان شاء الله. برضه الفتره اللي جايه، وانا دايما تركيزي بيكون على الفتره اللي جايه، لانها فتره مهمه جدا وصعبه للناس في مصر. اقعد في البيت، التزم في البيت، كل حاجه، ولكن دايما لازم تبقى دماغك بتشتغل وانت قاعد في البيت، مش مجرد قاعده في البيت وخلاص. أكيد يا كابتن إسلام، يمكن زي ما بتشوف على مستوى الرياضة، على مستوى اللعيبة، حتى اللعيبة كلها، حتى أنا مثلا حتى لو قاعد في البيت بمارس رياضة معينة، ما بضيعش وقتي كده وخلاص، بقرا حاجة، ببقى ملتزم في البيت، ملتزم بتعليمات وزارة الصحة، ببقى حريص جدا بالتزام مواعيد الحظر. دي كلها لازم نشتغل عليها، دي كلها وقاية لينا، وقاية لأولادنا، وقاية لأهالينا. مش احنا مش في انتظار ان حد مثلا يموت او يحصل له حاجه او حتى يجي له مرض. فان شاء الله ربنا يحفظ مصر وربنا يحفظ الشعب المصري ان شاء الله. انت من الناس القريبه من حسام عاشور خلال هذه الفتره. حسام عاشور واحد من الناس الكباتن الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي، وسيظل اسمه دايما محفور في قلوب كل الاهلاويه، ولكن من وجهه نظرك شايف اللي بيحصل اليومين دول مع حسام؟ التعامل طبعا احترافي من النادي الاهلي في هذا الامر، ولكن حسام ايضا من الممكن يكون وصل لقرار ولا لسه، ولا الدنيا ماشيه ازاي؟ والله انا شايف ان عاشور زي ما حضرتك بتقول كابتن من كباتن النادي الاهلي، عمره ما خرج بره النادي الاهلي، ودي برده اللي عايز اكد عليها مع عاشور، ان انت عمرك ما خرجت بره النادي الاهلي، ما تعرفش الدنيا بره عامله ازاي. ممكن انت هي حسابات يا كابتن اسلام، هي حسابات ان عاشور ممكن يحسبها ماديا او حسابيا ان انا قادر العب، لكن انت قيمه في النادي الاهلي، انت كابتن من كباتن النادي الاهلي،
على ما اعتقد ان في فتره، الفتره دي كانت ايجابيه مع حسام عاشور ان هو يقدر ياخد مساحه حتى من التفكير، لكن ان انا بشوف العاشور ان عاشور الافضل ان هو يبقى داخل النادي الاهلي باي صوره ان كانت. كلمته امتى اخر مره عاشور؟ كلمته يمكن لا قبل الموضوع ده، قبل الموضوع قبل الموضوع ده كنا بنتكلم على طول ان احنا ممكن نتقابل او حاجه، يمكن ما حصلت الظروف ان احنا طبعا كل واحد في بيته كل واحد في بيته فبنتكلم على طول في التليفون، يمكن حتى الفتره الاخيره هو قافل تليفوناته وما بيتكلمش مع حد. حتى عاشور ذكي، يعني ذكي ومن النوعيه اللي بيعرف ياخد قرار، فاتمنى له ان هو يبقى موفق في قراره سواء دخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، اتمنى له. لكن هيفضل اسم عاشور مرتبط بالنادي الاهلي وكابتن من كباتن النادي الاهلي، ده مش هيأثر عليه في حاجه ولا هيأثر على النادي الاهلي في حاجه. اسم عاشور كبير وقيمه كبيره واسم النادي الاهلي كبير وجماهيريه وقاعده جماهيريه كبيره، اكيد يا كابتن اسلام كل واحد بيفكر لها من الاتجاه بتاعه، يعني الجماهيريه كل الناس فكر انتماء للنادي، مجلس الاداره بيفكر مصلحه النادي، وطبعا المبادئ والقيم ان بيدوا الصلاحيه للمدير الفني ان هو يتصرف في كل حاجه. حته عاشور ان هو يفكر ان هو يبقى موجود داخل النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، هي بتبقى عمليه حسابات مش هتقلل من قيمته كلاعب ومش هتقلل من قيمه النادي الاهلي اكيد. يا احمد برضو في اطار هذا الموضوع، خلال الفتره برضو اللي فاتت يعني سمعنا كلام خالد قمر، انا اسف يعني لانه خالد من الناس اللطاف جدا، انا بحبه، ولكن ليه تعليقات غريبه جدا يعني. فخالد كان بيقول ان هو خلى حد يمضي على العقد بتاعه مع النادي الاهلي، هل ده ممكن؟ يا كابتن مستحيل. مستحيل يعني مستحيل، وان كابتن علاء عبد الصادق قام يجيب حاجه ورجع تاني، لا امضى كابتن الكلام ده مش في الكوره. حته ان انت تمضي في ناديين دي كبيره جدا. ما شرف لاي حد ان هو انت من النادي الاهلي. شرف لاي حد ان هو وقع على عقد النادي الاهلي، كلنا وقعنا على بياض مع النادي الاهلي. يعني انت وقعت ولا بايدك الشمال امضي اشول؟ لا امضي اشول بتاع بركات 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 دايما اللي امضي اشول. يعني انت لما كنت بتوقع كان المسؤول التعاقدات في ذلك الوقت قاعد قدامك. مسؤول التعاقدات كابتن، انا مضيت مع اداري يعني بدون ذكر اسماء، مع اداري في اسكندريه. مش مع باشمهندس عدلي او مع كابتن علاء عبد الصادق، مع اداري في اسكندريه، لان زي ما بقول لحضرتك ده شرف لاي حد ان هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي. طبعا ده لا يقلل من 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 خالد قمر وقيمته. لا لا ابدا، هو خالد لطيف خلي بالك. يعني بيحاول يهزر يعني. لا طبعا اي حد شرف ان هو يوقع على النادي الاهلي، يمكن هو كان قلقان بس عشان مضى في النادي وبعد كده مضى. بس ده كده دبس نفسه خلي بالك. مشكله يعني. اخيرا يا احمد شرفتني ونورتني، ودايما سعداء بوجودك وطلتك جميله وحياه جميله يعني. حبيبي يا كابتن، انا اللي بتشرف ان انا موجود معاك خليك. وكنت وحشني جدا، ودي فرصه كويسه ان انا ابقى موجود معاك واشوفك، وان شاء الله نتقابل على خير ان شاء الله. يا رب دايما نتقابل على خير. انا بشكرك يا احمد على وجودك معانا، وبشكرك على كلامك الجميل المحترم. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم احمد عادل. زي ما حضراتكم شايفين دايما بنحاول نجيب لحضراتكم امثله ونماذج محترمه. بالمناسبه مفيش مشكله ان انت تنتقد النادي الاهلي، مفيش مشكله ان انت تنتقد مجلس اداره النادي الاهلي، مفيش مشكله ان انت تنتقد الفريق النادي الاهلي، ولكن عندما تنتقد يجب ان تنتقد باحترام وبادب، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر. والوقت ده بالعكس هيبقى الموضوع ابسط واحسن كتير جدا جدا، ولكن ان يتم التجريح باللي احنا شفناه خلال هذه الفتره امثله كثيره جدا، امثله محترمه، زي ما هناك امثله من الصعب ان احنا نتكلم عليها، ولكن ايضا هناك امثله محترمه جدا. قعدت سنه، قعدت اتنين زي كابتن احمد عادل، او قعدت 16 سنه زي عفروتو في النادي الاهلي، ولكن الكل بيجتمع على حب النادي الاهلي. انا بشكر طبعا كابتن احمد عادل. هسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد هذا الفاصل هلتقي مع ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، وايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن. هنتكلم معاهم فيما يخص النادي الاهلي خلال هذه الفتره بعد الفاصل. ثلاثه من نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ يا كابتن اسلام، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا رب. لخبطنا النهارده، لخبطنا النهارده تشكيله كلها.
تشكيله النهارده كلها هجوميه، تشكيله كرونيه. مهر مش جاهز النهارده. هيدا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ شرف ومنور. الله يخليك. هيدا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك يا كابتن عادل؟ مرحبا بك. الحمد لله. ايه اللفه اللي انتوا لفينها؟ كاس عالم. ايوه. كاس افريقيا. ايوه. كاس الكؤوس. كاس الكؤوس. كاس دوري ابطال افريقيا. لازم يقعد. دوري ابطال افريقيا. لازم يقعد. لازم نقعد كده القعده دي. مشرفنا ومنورنا ودايما سعداء بوجودكم معانا. كابتن شريف هنتكلم النهارده في مواضيع عامه، ولكن اهم حاجه لفتت النظر ان حتى الان لم يخرج اي تصريح من اتحاد كره القدم او اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد كره القدم عن ان هناك خطط وخطط بديله لاستكمال او الغاء الدوري. ايه رايك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا رايي يعني ان احنا بنتفرج على العالم كله الحقيقه. واي بادره بالنسبه لنا احنا، الناس كلها مشتاقه اسلام للعوده الرياضه وعوده الكوره واطمئنان على الناس كلها. الناس عايز تطمن برضو بالعوده، الناس بتطمن برضو حاله نفسيه. لكن احنا الاساس اللي بنتكلم عنه طبعا هو صحه الناس وصحه الناس بعد كلها. نهايه هذا الوباء يعني. فما فيش اي اشاره جات لنا حتى من بره. عملوا بادره واحده تدينا ان هم ادوا ميعاد. يمكن في بعض الأندية الأوروبية ابتدت تفتح المجال شوية. هنرجع للتدريبات، هنرجع على حسب بقى الحالة اللي هناك دي. حاجة لا أعتقد أنها هتبقى مرتبطة بالصحة العالمية كلها، بشكل الفيروس اللي موجود عندنا بإذن الله. الحر دخل والدنيا دخلت، يعني إحنا نقدر نقول للناس بنعمل قريب جدا إن إحنا لو التزمنا التزام كويس جدا إحنا نقدر نرجع الحياة في كل الأشياء، في الشغل وفي الاقتصاد وفي الرياضه وفي كل حاجه. هو التزام مننا بس، احنا نسرع شويه في التزام أكتر شهر اكتر من كده. شهر نلتزم كلنا جامد جدا يعني، ونقفل على نفسنا ونستحمل، وهتبقى رمضان داخل علينا ان شاء الله. يعني دي الحته اللي انا وماهر جايين بنتكلم في السكه، حته رمضان اللي الازيانه شويه، الجوامع، الطقوس، انك انت عايز تعيش اللحظه من رمضان لرمضان. الواحد بيقول اللهم بلغنا رمضان، فعايزين نعيش الحاله دي، ناخد فرصه مع نفسنا بس ان احنا يبقى في صلاه. اي نعم ممكن نصلي في البيت ونعمل كل شيء والاسره كلها تصلي، ودي تبقى صلاه جماعه وتبقى تراويح وكل حاجه، انما احنا بنعمل في هذا الشكل الاجواء بشكل أجواء رمضانيه بشكل دي هترجعنا بقى كلنا. فاعتقد انت معايا وكلنا مع بعض يعني ان احنا لو التزمنا كويس قوي بعد شهر اعتقد ممكن اتحاد الكوره يطلع علينا ويقول حسب الاحصائيات. هو كابتن عادل برضو عايز اسال حضرتك في النقطه دي، لانه هل استنى لغايه لما اشوف الدنيا بتتحرك، ولا انا لازم وانا قاعد ما عنديش حاجه يعني؟ احنا كلنا حضراتكم انتوا قاعدين اكيد، اللي بيقرا كل واحد في مجاله بيعمل ايه، هيعمل ايه الفتره اللي جايه، لازم يكون في دماغنا خطط مستقبليه لما هو قادم، سواء بالالغاء او بالاستمرار. اكيد يا كابتن اسلام، الف ب اداره اول حاجه بتعمل الطوارئ، لان بتحط بلان اي وبي وبتحط احتمالات كتير قوي وتعمل تخمينات كتير قوي. لو الدوري رجع في الوقت ده، لو الدوري رجع في الوقت ده، لو ما رجعش، يعني انت بتعمل يجي 5 سيناريوهات او 4 سيناريوهات انت قاعد وبتبتكر وبتفكر ازاي انك انت لو رجعت بسرعه هتضغط الدوري هتعمل ايه، ولو انت اتاخرت شويه هتعمل ايه في الدوري ده، وبعدين الدوري الثاني هتكمله، يعني هتكمل الدوري ده ازاي وهتعمل. فكل الحاجات دي انت المفترض انك انت عندك وقت دلوقتي انك انت تحط لي بلان واثنين وثلاثه وتعرضه ويتناقش، وكمان عندك وقت ان انت تجدد فيه وتغير فيه وتعمل فيه. فانا من وجهه نظري يعني احيانا الموضوع اللي ما بيقسمش بيقوي، يعني الامر اللي ما بيقسمش بيقوي. انت قاعد دلوقتي كاتحاد كوره، ممكن يبقى عندك شكل افضل. انت كاتحاد كوره انت دلوقتي تقدر انك انت تفكر لمستقبل الكره المصريه في الوقت السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. يعني هترجع تقول لي عندي مشكله، احنا لجنه مؤقته. ايوه اللجنه المؤقته، حتى لو انت جيت تشتغل في مجال لخدمه بلدك في اتحاد الكوره، لو هتشتغل يوم او ساعه ابدع فيه واشتغل واعمل قوانينك او اعمل لوائحك او اعمل طريقه الدوري اللي هتتعمل ازاي، الكره المصريه تتعمل ازاي، المنتخبات الناشئين هتتعمل ازاي، المنتخبات القوميه الفريق الاول هرجعه ازاي ولما يرجع. الموضوع محتاج بس منك ايه؟ محتاج منك انك ما تخافش من حد. حط البلان وما تخافش من حد. يعني الخوف بيؤدي انك انت بتعمل حسابي وحساب الفرقه الثانيه وحساب الفرقه الثالثه وحساب الفرقه الرابعه مش هتشتغل. انت لازم تشتغل
وانت بقوه طالما انت بتشتغل للمصلحه العامه. والله اخطات يعني عملت حاجه بنيه كويسه فبتاخد ثواب، اخطا يعني او العكس صحيح، يعني انك انت اذا اجتهدت واشتغلت كويس فدي حاجه كويسه قوي. لكن ما تجيش بقى تقول لي انا قاعد انا خايف الدوري، طب افرض ما رجعش واعلنا، طب ما انت تعمل سيناريو 2 و3 دوري 2. كابتن ماهر، هل يجب ان يتم مناقشه هذا الموضوع في الاعلام؟ بمعنى ان هل نستنى لغايه لما نشوف البوادر القادمه ايه، ولا يجب ان يكون عند اللجنه الخماسيه عندها زي ما الكباتن اجمعوا ان يجب ان يكون هناك بديل واثنين وثلاثه واربعه ويتم مناقشتها مع اصحاب القرار؟ ما هو طبعا اللجنه الخماسيه في النهايه هم اصحاب القرار، ولكن هناك اكثر من 200 نادي بيلعبوا في كل الدرجات المختلفه سواء اولى او ثانيه او ثالثه او رابعه، من حقهم ان هم يبدوا اقتراحاتهم خلال الفتره القادمه برضه. اكيد يا اسلام اللي انت بتتكلم فيه ده كلام مظبوط، والكباتن اللي اتكلموا فيه ده بيرجع للاداره، بيرجع للتخطيط. احنا كان طبعا توليت اللجنه وكنا متبسرين خير في اللجنه ان هي لجنه انتقاليه، اي نعم لكن طبعا بتشمل عناصر كلها يعني فيها لعبة كوره وعناصر فيها يعني راجل بنكير رئيس الاتحاد، والعناصر اللي موجوده كلها مارست اللعبه قبل كده وعندها شيء من الفكر وشيء من التنظيم اللي هو يقدر ينقلنا او يقدر يطور من الكره المصريه. عايز اقول لك طبعا بتبقى لجنه من ضمن اللجنات اللي فيها الازمات، يعني زي ما الحكومه لجنه الازمات الحكومه قدرت تستوعب الدرس من بدري لفيروس كورونا، وبدات الدوله تشتغل من المؤسسات الكبيره لحد يمكن المؤسسه الطبيه اللي احنا بنعتبرهم جنود، وجنود طبعا في الصف الاول وعليهم دور كبير جدا. فالحكومه استوعبت هذا الكلام وبدات تبدا من ناحيه المؤسسات الكبيره تبدا توضب نفسها عشان تدافع على الفيروس اللي جاي اللي هو جديد علينا. فانا عايز اقول لك ان حصل نوع من التركيز بشكل كبير جدا، وده واضح من تخطيط الدوله ومحاربه هذا الفيروس. احنا بالنسبه لنا كرياضه مهم جدا يبقى عندنا زي ما كباتن قالوا عندنا استراتيجيه اوليه، استراتيجيه رقم 2 رقم 3 في حالة لو ربنا قدر خلال الفترة القادمة ان بالنسبة ل قدرنا نقدر نسيطر على الفيروس بشكل كبير جدا ويحصل في امان بالنسبة للصحة العامة بالنسبة للمصريين والعالم كله، اكيد يا اسلام اتحاد الكورة هيبدأ يعلن. بس انا عندي احساس ان اتحاد الكورة مستني الاتحاد الدولي، يعني الام او الجهة الاكبر هي اللي ممكن تقدر تدي امتى يبدأ النشاط الرياضي على مستوى العالم. وبعد كده من خلال البدايه بيبقى انت عندك امتى الوقت والتوقيت اللي انت هتشتغل من خلاله، يعني احنا شايفين ان احنا في اجل لغير مسمى بالنسبه للدور العام لحد شهر ابريل، واضح قوي ان احنا لحد شهر ابريل واضح ان مفيش اي حاجه. لكن زي ما الكباتن قال وانت قلت لازم يبقى في استراتيجيه موجوده وتقدر تتناقش من خلالها مع الأندية. أنت عندك ما شاء الله أكتر من 200 نادي ممكن يحصل اجتماع في وسط السكة لرؤساء الأندية مثلا للدوري الممتاز، لأنه ده أقرب حاجة الدوري الممتاز اللي هو يقدر يرجع، لكن القطاع اللي تحت شايف أنه انتهى بالنسبة لقطاع الناشئين، خلاص الموسم خلص بالنسبة له. فأنت عندك دلوقتي هيبقى القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث، هم دول اللي عندهم مشاكل هل الموسم هيكمل بالنسبة لهم ولا هيبقى نهاية الموسم بالنسبة لهم خلال الفترة اللي جاية. فأنا شايف أن مهم جدا اللجنة الخماسية تقعد مع رؤساء الأندية ويبدأوا يبقى عندهم يعني خريطة وعندهم بلان يقدروا يشتغلوا من خلاله لو الأمور كانت الفترة اللي جاية الحمد لله قدرنا أن احنا نوصل نسيطر على الفيروس، ممكن النشاط يبدأ يوم كذا بتاريخ كذا أو يحصل تأجيل للمرحلة بعد كده. لكن عايز أقول لك يا إسلام الواضح إن مفيش إلغاء، يعني الواضح من الكلام إن مفيش إلغاء للدوري، إن الدوري هيستكمل خلال الفترة اللي جاية على اللي نهى عليه. حتة الإلغاء دي طبعا هتدخلنا في مشاكل كتيرة جدا بالنسبة للموسم الجديد، زي ما أنت قلت محتاجة برضه كمان ما هو ده ماذا لو زي ما إسلام بيقول، ما هو ده اللي إحنا عايزينه. ماذا لو على لو مش هنلعب، لو هنلعب بدري، هو بنسال دلوقتي الاستراتيجيه اللي هتبقى في الحالتين زي ما انت قلت وتفضلت برضه لازم يبقى يكون في
التحضيرات دلوقتي مع الانديه مع الدنيا كلها تحضر انفسها. هل في مانع من كده؟ يعني انا اقصد ايه، هل يعني احنا برضه الشغل لازم يبقى كده؟ ان دلوقتي ان انت تشتغل مثلا تبعت ايه كاتحاد كره او كلجنه خماسيه بالطريقه اللي بتبعت بيها ايميل فاكس بعيد يعني من حته فيديو كون او فيديو كونفرنس صحيح يبقى كل ودي بلان 1 وبلان بي وبلان 2 اللي قال عليها عادل برضه بالظبط كده اللي هو ايه المقترح بتاع النادي الاهلي مثلا، ايه المقترح بتاع نادي الزمالك، ايه المقترح بتاع بقيه الانديه اللي في الدوري الممتاز والدوري الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه، وتاخد كل هذه المقترحات وتشتغل عليها. ايه المشكله في اسلام حاجتين خطرين جدا سواء باستكمال او بكذا، في حالتين كمان انت بتوقع طبعا هيتدخل فيها، خلي بالك معنا اسف هيتدخل فيها الشركات الراعيه وهيتدخل فيها لسه هقول لك حاله الاقتصاديه نفسها بتاعت انك انت تتكيف. يعني انا وماهر برضو جايين بندردش يعني في بتاع طب الناس هتعمل ايه مع لو الدنيا طولت شويه، هيجيبوا فلوس منين؟ هل المرتبات هتنزل؟ هل هيبقى في استراتيجيه تانية في التعامل من القصه دي؟ هل حكايه العقود والناس اللي هي كانت بتجري وعايزه تعمل تعاقدات وعايزه تعمل ما في عمليه هتهدى خالص بقى والكلام ده، عشان الحكايه هتبقى لا في تمرين ولا في اي حاجه ولا واضح في الدنيا. والحل كمان الثالث او الرابع، لا قدر الله ظهر حاجه، يعني افرض احنا خدنا قرار بعد شهر كده ورجعنا وجت حاله ظهرت مثلا لا قدر الله هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ ما هي دي بقى الاحتياطات اللي الدنيا كلها قلقانه منها ومش عايزاها. صح، بيجي على الوقت شويه او بنيجي على نفسنا كلنا شويه بننزل مرتباتنا بننزل امكانياتنا كله بقى ده وباء ودخل على الدنيا كلها، ما دخلش علينا احنا بس هنا، بس احنا قادرين احنا هنا في مصر انه جالنا متاخر شويه او دخل علينا بطيء، او احنا نقدر كان عندنا ما شاء الله التكيف مع الحكايه كلها والناس تفهم والناس تخاف والناس تعرف المعنى البيولوجي اللي موجود ده في الحكايه دي كلها، وبيدوروا على مصر وبيدوروا على كل حاجه. لازم احنا نتكاتف كده مع بعض كاعلاميا اولا، ان احنا ندي الخريطه اللي انت بتتكلم عنها دي، يا جماعه لو واحد اتاخرنا شويه بايدينا احنا ناخر او بايدينا نسرع. فهي الحكايه هو الالتزام في البيت، التزام في البيت، التزام في الحياه كلها المعيشيه كلها، عدم الاختلاط، عدم اتاحه الفرصه لهذا الفيروس انه ينتشر بينا، يعني احنا بنقضي عليه بالتعامل. انا سمعت ان الصين اللي هي يمكن كان اول ناس هم اللي عملوه، عملوا حاله من التزام كويسه، وصلوا لاعداد بسيطه جدا دلوقتي، مش اعداد خالص خلاص كمان. يعني المانيا بتبتدي تشتغل دلوقتي لانها بتعترف ان الفيروس بقى موجود وموجود بقوه، ازاي هتعاملوا معاه وتكيفوا معاه، والناس اللي عندها مناعات ويعملوا في مصر ويعملوا في حاجات في الدنيا كلها دلوقتي في كل حته. انا مستغرب ان الناس اللي فتحت السكه عشان يتدربوا كده، ما احنا بنتمرن كلنا بننزل نلف حوالين البيت بنعمل شغل في البيوت، اي رياضه اي حرق في الجسم كده، لدرجه بقول لهم احنا الثلاثه احنا عايزين نتمرن كويس عشان يمكن نرجع يرجعوا يتعادوا معانا تاني، ما يمكن دول اللي هيبقوا يعني. لازم احنا يبقى عندنا التزام قوي جدا للحياه المعيشيه، والناس تستحمل، الناس في الشوارع كلها قاعده تقول لك الدوري وحشنا. ما هو طبعا انت تقدروا ترجعوا، ولكن سلامه الناس اهم، سلامه الدنيا. لو ظهرت حاله واحده يا جماعه احنا مش قد الحكايه دي، احنا عاطفيين جدا والقرارات عندنا سريعه جدا. اديك شفت الرئيس نزل في وسط الناس والعمال وما اعرفش يعني ايه، مش حاطين ماسكات، يعني بقت رسائل بتيجي كده لغايه البيت، انت يمكن بتتمناها من نفسك تلاقي ربنا بيبعتها. نزل الرئيس في وسط الناس، الناس عايزين الحته بقى بتاعت العاشر والحاجات اللي هي فيها اسواق كلها، الناس يبقى عندها وعي ان غير كده مفيش حاجه، غير الكوره كمان لا مفيش حاجه هترجع تاني، يعني الدنيا هتتاخر كتير قوي. فبنتمنى ان الناس يكون عندها التزام باذن الله، ان الالتزام هو الطريق ان شاء الله للوصول الى عوده الحياه بشكل او باخر خلال الفتره اللي جايه يا كابتن عادل. اكيد طبعا، يعني انا عاوز اقول لك كتير من الناس بيقولوا ان لما خليك قاعد في البيت خليك قاعد في البيت، ودي رساله، فيطلع واحد ولا اتنين يقول لك اصل في ناس برضو يعني ايه غلابه بيشتغلوا باليوميه والحاجات. انا معاك، ولكن انت ممكن لو قعدتهم في البيت اسبوع احسن عشان تحافظ على حياته، علشان اصلا يقدر يصرف بعد كده. يعني انت لو قعدت انت اسبوع او اسبوعين او ثلاثه ملتزم في البيت، تعبت اسبوعين وثلاثه، تعبت، انا بتكلم على انك تعبت، ولكن قدام هتبقى كويس وهيرجع الحياه اسرع. انت كل ما بتاخر في الحياه وكل عدم الالتزام، كل ما احنا بنمشي بوتيره الحمد لله ماشيين بوتيره كويسه في الفيروس وكده، بس من هنا لازم احنا نحيي القطاع الصحي كله، ويجب على القطاع ان احنا الحكومه المصريه بالكامل والقطاع الصحي في البدايه. كابتن اسلام، يعني انت عاوز اقول لك في ايام الحرب الجيش المصري طول عمره بيحميك، وايام السلم الجيش المصري طول عمره بيحميك،
والشرطة المصرية برضو بتحميك، ولكن بدأ دلوقتي في جيش في المقدمة في الوقت الحالي اللي هو القطاع الصحي، فلازم نهتم بيه يا جماعة، لازم نحترمه على الأقل يا جماعة، لازم نقدره. الناس بره بتسقف له، خلي بالكم الناس لما بيلاقوا دكتور زي ما بيلاقوا عسكري زي ما بيلاقوا حصل في أسوان امبارح بيسقفوا له. ولازم بالزبط. ولازم بعدين شوية حاجات كده من وجهة نظري، في حاجات فردية بتحصل وشوية أفكار بتدس بينا مش صح يا جماعة، ما نسمعش كلام إلا المنظمة الصحة العالمية بالصحة المصرية بس بالوزارة، وزارة الصحة عندنا ليه؟ لأنك بيديك معلومات مغلوطة. ولكن أهم ما في الموضوع في الوقت الحالي التكافل بقى، اللي هو إيه؟ إن إحنا لازم نبقى هادين على بعض شوية، حتى التجار يعني لازم يبقى عندهم شوية دم شوية، يعني لازم يقللوا شوية، مش لازم تكسب كتير، يعني مش لازم تستغل حق الشعب، برضو لازم يبقى عنده وعي وفي حماية المستهلك والحاجات دي. أنا بدخل في الحاجات دي لأن دي الحياة اليومية كابتن إسلام اللي إحنا عايشينها، إحنا بنتمنى رجوع الحياة لينا إحنا، ولكن الحياة رجع لك، أنت عايش أحسن ما تكون عندك أرقام وعندك حاجات كتير. كل لما تلتزم أكتر كل لما الوقت هيعدي أسرع وهيبقى أقل عليك. فأتمنى من وجهة نظري، يعني أتمنى أن إحنا نحكم الأيام الجاية دية الوقت، الناس ما تنزلش كتير قوي، ما تنزلش إلا للضرورة، الناس اللي بتشتغل خلي بالها تحافظ على نفسها. ما إحنا نازلين دلوقتي علشان نقدر رسالة، نتكلم في إعلام، نشوف، حتى لو أنت بتسلي الناس بتطمن الناس كمان أو بتطمن الناس، لازم نعرف أن إحنا يعني بالأمانة، يعني ودي ولا تطبيل ولا الكلام اللي بيتقال ده، إحنا بقينا دولة بتحافظ على أولادها، دي حقيقة، وأول مرة أنا أحسها بأمانة الله، يعني أحسها بصورة واضحة جدا إنك بتحافظ على بيحافظوا عليك، حد عالق بره بيودوا له طيارة يجيبوه، يعني ال- 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 الحظر اللي معمول لصالح، يعني كان ممكن يقول لك يلا افتح واعمل وعيش حياتك، ما انت ممكن انت تقفل على نفسك والحاجات، لكن لا، يعني حاسس ان احنا دورة قوية جدا لازم نفتخر بيها، ولازم الناس اللي هم اللي عندهم سلبية في التفكير والحاجات دي لازم يفتخروا ان هم عايشين في دولة محترمة، دولة كبيرة فعلا. والكلام ده انا بقوله يعني من جوايا والله. كابتن ماهر، حالة الغموض اللي فيها موضوع الفيروس، مش عارفين امتى، مش عارفين، هل ده ممكن يكون ملخبط اللجنة الخماسية شوية بحيث ان هم مش عايزين يتسرعوا في ابداء اي قرارات، مش قرارات ولكن حتى اقتراحات؟ اكيد يا اسلام، هو طبعا واضح ان لسه ما حطناش ايدينا على الفيروس، يعني ممكن ينتهي امتى، لكن دلوقتي يمكن في مراحله اللي فيها انتشار وبعد كده فيها خطوره، فاكيد اللجنه الخماسيه بتتابع بشكل كبير جدا مع النشرات اليوميه بالنسبه لوزاره الصحه. وانت شايف حتى الارقام، يعني الوزيره بتطلع كل يوم بتقول الارقام، واخد بالك، في زياده، يعني نتمنى طبعا الارقام دي ما تزيدش عن كده وتقف عند هذا الحد، يعني فهم بيتابعوا اكيد بشكل كبير جدا، يعني وزاره الصحه في يوميا وهي بتتكلم على احنا وصلنا لقد ايه، ودي فيها مصداقيه كمان اسلام بالنسبه للحكومه، ان كل الارقام دي ارقام طبعا حقيقيه، وعلى لسان وزاره الصحه نفسيا حتى كمان بتدينا احنا ثقه، يعني بتدي الشعب المصري ثقه، لان الشعب فعلا الفتره اللي فاتت دي نفسيا يعني مستجد علينا هذا الكلام. احنا طول عمرنا يعني بنقول البلد الوحيدة اللي في العالم 24 ساعة صحيين، فالنهاردة انت عشان يعني تمنع 100 مليون وهم بينزلوش، فدي بقى طبعا فيها شيء من الصعوبة في الحالة النفسية اللي بيمر بيها المواطن المصري. ألمانيا بتقفل الساعة 7 في العموم من غير الفيروس، بالضبط، الكل بيقفل في المانيا الساعه 7، اكيد الطوارئ بس، احنا بقى لا انا بقول احنا بقينا عاملين استجدنا الفيروس خلانا دلوقتي بنقفل الساعه 5 وبنقفل الساعه 6، ففي حياه زي ما انت بتقول، احنا كنا من البلاد الوحيدين اللي بنقعد 24 ساعه شغالين، بالظبط، البلد الوحيده اللي كان فيها الامن والامان، يعني الكابتن مال على مستوى العالم، يعني ودي مهمه جدا اللي هي بتاعت ايه، ان كل الاعداد وكل الاحصائيات صح تماما،
اصل انت ليه تكذب او ليه تخبي ده يعني دي ظاهره عالميه يعني من ضمن المصداقيه كمان يا عادل اللي انت كلمت عنها طبعا اللي هي مساله وزير الحكومه اسلام المصداقيه هم ما بيخبوش يعني حسنها يعني الحكومه فعلا دلوقتي ما فيش اهتمام بشكل كبير عادل اتكلم على الطيارات اللي احنا طبعا احصائيات كل اللي موجودين الناس تعرف اللي عايزين يرجعوا من الخارج ايه المشكله يعني بالظبط المشكله انك انت تعلن اصل انت دي مش علي معلول نزل اهو من تونس اعتقد في حجر صحي مش كده ولا مين اللعيبه اللي بتيجي من المغتربين اللي هم بيبقوا راجعين من بيوتهم تاني او رايحين هناك بيخشوا على حجر صحي ده امن وامان لكل الناس دي تصرفات نفسك في بيتك تصرفات اللي هي تواكب احنا نخلص من الموضوع ده فعايز اقول لك ان اللجنه الخمسيه اسلام برد على سؤالك ان فعلا هم طبعا اكيد اكيد قعدوا يمكن مع بعض ما يقدرش يطلع يقول بتعليق يعلق او يطلع يقول بتصريح الا لما بس ممكن يبدأ من الممكن ان يكون هناك مقترحات لانه وحضرتك بتعمل الدوري ده ليه؟ ما هو للانديه مش لحد يعني الانديه دي هي الموضوع يخصها تحديدا او في اول الامر لازم تتكلم مع الانديه كلها في كل الدرجات وخد المقترحات وادرس وانت خد القرار ما هو محدش يعرف ياخد القرار غير اللجنه الخماسيه وده التخصص اللي احنا بنتكلم فيه انا معاك اسلام بس هو المقترح القريب قوي بالنسبه له انه يكمل الدوري يعني هو ده اللي بيشتغل عليه ان هو عايز يكمل المسابقه ما كملش طب هتعمل ايه ما كملش بيتكلم على سيناريو او عايز سيناريو واثنين وثلاثه ما كملش يبقى هو عنده من السيناريوهات بقى اللي بعد كده ممكن هل الدوري السنه الجايه ممكن يبقى مجموعه واحده 18 فرقه هيلعبوا مباراه واحده يقدر ياخد مثلا جزء السته القدامانيين او السبعه والثمانيه يكملوا والجزء اللي تحت يكمل على الهبوط والجزء اللي قدامني يكمل على المربع وافريقيا وفرقتين بطوله عربيه اكيد عندهم كذا سيناريو يا اسلام هيشتغلوا من خلاله بس زي انت بتقول ان هو ازاي تبدا توصل للناس ازاي يبقى الناس عندها حتى درايه او عندها علم اللي ممكن يجرى ايه بعد كده ده اللي مطلوب من اللجنه الخماسيه ان هم يوضحوه بشكل كبير جدا بالنسبه للانديه بالاقسامها القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث والرابع هو كان في وجهه نظر انا فاهم انت بتتكلم فيها اسلام ايه ان هو انت دلوقتي لما تعمل مقترح واثنين وثلاثه وبتدرسه تمام وعشرة وبتدرسه وبتتناقش مع الناس فيه صح. لما يجيلك الموقف اللي هو المقترح ده جاهز ودرسته وعملته مش تاخد وقت وخدت راي الناس ومش تاخد وقت وتفعله على طول انت فاهم هو ده اللي انا عايز اوصله لكن انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي انا عايز اسال على حاجه دلوقتي ما اعرفش تنفع ولا ما تنفعش او في اي حته اي فريق مثلا ما ينفعش يعمل لنفسه حجر صحي الفريق ده ويتدرب مع بعض ويبقى معسكر دائم يعني يمكن في ناس بتسرفز عليه ناس بتيجي ناس هل يقدر كل فريق دلوقتي يبقى معقم ال 50 فرد اللي هم بيبقوا مسؤولين عن الفريق يعيشوا معيشه كامله ان احنا نحضرهم باذن الله لو الفيروس ده خرج وبعدين تبقى جاهز بقى لو الفيروس ده فعلا وبعدين قعد شهرين ثلاثه اربعه خمسه مفيش ولا ونوع من لا انا بتكلم على الحاله البدنيه هل ده ينفع؟ انا بسال زي زيكم الناحيه البدنيه انا بتكلم يعني اكيد هيتمرن بانتظام لكن انا بشوف مثلا مكان في منطقه صحراويه او منطقه في الصحراء وده فيه اوتيلات وفي حتت كتير قوي تقدر وفي ملاعب يعني تقدر تقعد وتعمل معسكر لفريق مثلا في اي فريق بقى ويفضلوا قاعدين يعني كابتن عادل طعيم على فكره اقترح الاقتراح ده من فتره ان هو يبقى في معسكر داخله ولكن طبعا اعتقد ان يعني هتبقى مشكله او شرم الشيخ يعني لو قفلنا على النادي الاهلي مثلا لعيبه النادي الاهلي كويس اللي هو في الجزيره او في مدينه نصر او وات ايفر اني واحد هل دي ده لسه في ناس هتخدم على الناس دي وهتاكل وهتشرب الناس دي والناس دي بتمشي وبترجع تاني هي الخطوره يعني ممكن يبقى في كشف طبي على المنظومه دي لا وغير كده يعني انا عايز اقول لك حاجه دي مشاركه يعني انت في مجال ناس قاعده في البيت وناس رايحه تتمرن يعني نوع من المشاركه يعني نوع من التآلف او التهام ما هو لو الموضوع ان شاء الله رجع التكاتف او التكاتف ده الموضوع لو ده رجع ان شاء الله الموضوع ده ان شاء الله لو خلص في شهر ولا حاجه باذن الله اللي بنأمله يعني في نص رمضان بقى في اول رمضان في حاجه
اتاحت الحياه هتعمل بقى نفس المعسكرات دي. العب من غير لا لا العب من غير تجهيز كتير يعني. بمعنى ايه؟ بمعنى انك ده ممكن يعرضك لاصابات لان انت هتبقى الدنيا مضغوطه. ما انا اقول لك وانا مش جايب لعيب مثلا يعني ماشي. نادي الاهلي خلينا نتكلم عن النادي الاهلي تمام اوكي. انا مش جايب لعيب مثلا بملايين قد كده علشان في الاخر لاعبه ماتشين ثلاثه وبعدين يقع مني ثاني. تمام وانا مش جايب لعيب هي رغم الاصابه طبعا قدريه لكن لا لا انت بتتكلم صح بس في نقطه مهمه. اتفضل. طالما انا جبت لعيب غالي يبقى هو يسمح لنفسه في الراحه دي انه ما يتمرنش كويس ويجهز نفسه. مرن يا كابتن لعيب المحترف عليك اعلم مني بهذا الموضوع. ما شوف انا حتى مهما اتمرن دلوقتي التمرين هيبقى مختلف تماما طبعا. عن لا بس انت تقدر تكتسب طبعا. انت تقدر تكتسب نسبه من اللياقه البدنيه حلو جدا. فانت لما ترجع تاني تاخد النسبه اللي هي مثلا على سبيل المثال انت لو ريحت شهر من غير تدريب خالص عشان ترجع وتلعب مباراه شهر ونص شهرين او شهرين الضعف على طول. لكن انا بتكلم انك مش هتريح ده انت في الراحه السلبيه في الاحوال العاديه في الفتره الانتقاليه من موسم لموسم عند لعيب محترف لازم بتبقى فيها فتره بيتخللها راحه سلبيه صغيره جدا مع راحة إيجابية وتدريب وتدريب علشان لما ترجع عشان يقسم الفريق لتلات زي ما يكون عندك ديفنس ونص ملعب وفراودة يعني ما ينفعش الديفنس يجي كتير يروح يتمرن مثلا والكلام من ده ما اعرفش ايه مع اللجوال حراس المرمى ويمشي تاني يوم يخش الفريق نص الملعب والفراودة ويروح ونرجع يوم بعد يوم نأهل نفسنا من غير ما نوصل للمرحلة دي ان احنا نبقى محتاجينها. هل الأفكار دي بتنفع ما اعرفش ايه؟ يا ريت يكون في تفكير في الحاجات دي. انت في حاجه غير عاديه فلازم حلول غير عاديه برضه يبقى حل يبقى يبقى لازم حل يواكب الحدث اللي احنا فيه لان اكيد الناس بتنزل الصبح ولا ايه. ما كلنا ساعات بننزل الصبح ما هي دي بقى المشكله. المحافظه بقى بالماسكات وبالجوانتيات وبالسبراي وكل حاجه وبتحافظ على نفسك. هل ممكن يحصل الحكايه دي أو ايه المشكله وحضراتكم دلوقتي بتتكلموا صح كل واحد بيقدم مقترح او بيقدم وجهه نظر ايه المشكله لما ده وفي الاخر ممكن حد من اللي قاعدين بيسمعنا يقول لك ايه اصله تصدق كلام فلان صح كلام علان ده لا بس صعب لكن وفي الاخر يبقى في نقاش مجتمعي ده اللي بيدور لا وتستفاد يا اسلام من دي ودي ممكن تاخد مني النقطه واخد منك كمان تخيلات يعني تخيلات احنا هو ده كمان خلي بالك حضرتك احنا كمان ايدينا في الحكايه انا بتمرن يوم بعد يوم بصراحه مش هقولك كل يوم بلف اربع خمس لفات خدت بالك والمهم بس ان انا اعرق والدنيا تبقى لطيفه واخد شاور كويس قوي احس الحياه اتغيرت خالص كلنا عارفين كده تحس نفسك حتى بقيت انسان تاني. مش ممكن لعيب كوره بقى ما بيقدرش يعمل اي حاجه في حياته غير انه يتمرن. لا لازم يتمرن. انا يعني مختلف تماما مع اي لعيب محترف لازم يجهز. انت عارف بره في اوروبا مثلا حته التسخين يا اسلام خلي بالك من النقطه دي. حته التسخين بيديك حريه التسخين في التدريب بمعنى انك انت لعيب محترف ما يجيبكش الا لما انت تكون جاهز. ليه؟ عشان انت بتعرف تسخن نفسك وبتعرف تشتغل مع نفسك لانك انت بتدير نفسك لانك لعيب محترف. هتتاخر مش تلعب خمس ماتشات هيتخصم منك فلوس قد كده هتخسر سوق قد كده هيتقال عليك في اخر السنه انت بتبقى انت تبقى من اني ليفل من اللعيبه. فدي حاجات مهمه قوي اللعيبه المحترف. عشان كده بقول لك الرجوع ممكن يتسهل بانك انت واخد برنامج يعني ممكن على الواتساب بتاع مدرب الاحمال بتاع الفرقه يبعت لك النهارده كل يعني حاجه لا ده اقرب يعمل لك طبعًا البرنامج طبعا والبرنامج ياخد منه يا كابتن اسلام دي مهمه. البرنامج يديك برنامج يومي في البيت اوكي ما فيش لاعب ما شاء الله ربنا يزيدهم يعني مش ما عندوش جنينه عنده او ما عندوش حتى لو ما عندوش اوضه ممكن يحط فيها جهاز ب 20000 جنيه عجله بتاعه يعني الموضوع انك بتقبض كويس او بتحافظ على نفسك عشان تقبض كويس علشان تبقى لعيب كبير فانت لازم تصرف على نفسك كويس. اهم حاجه انت بتقولها يحافظ على نفسه. هو عايز اقول لك يا اسلام ان يعني مع كورونا وفيروس كورونا واضح قوي ان بقى في ثقافات بالنسبه لنا وبالنسبه للعالم ككل. يعني انت النهارده عشان تامن نفسك ما انت عارف ان الفيروس يا اما يصيب العين يا اما الانف يا اما الفم. فانت النهارده او البعد اللي هو المسافه اللي بينك وبين فالنهارده بقى في وعي بالنسبه للانسان المصري يعني. خلاص في تحركاته حتى. فانا عايز اقول لك ان يعني انجلترا كانت بتقول ان هي خلال الفتره اللي جايه النشاط بيرجع واخد بالك وفي نفس الوقت كمان هم مش عايزين الاقتصاد يتاثر يعني بيحاولوا ان هم يرجعوا يقللوا من الحصر ده
على عن طريق يبقى زي شيفتات زي ما بيحصل دلوقتي في مصر. يعني انت عندك بعض العماله بتشتغل شيفتين، شيفت الصبح مثلا وشيفت بعد الظهر، وعلى اساس انك انت تبقى يعني في توازن الاقتصاد ماشي مع الحياه العاديه ماشيه. فانا عايز اقول لك ان احنا بالنسبه لنا بالنسبه للرياضه طبعا كل اللعيبه عندها البرنامج، لان كل المدربين الفنيين بعتوا البرنامج البدني عن طريق النت للاعبين، واللاعبين فعلا شغالين مستمرين على الجانب البدني بشكل كبير. واحنا قلنا يمكن الجانب الفني مشكلته بس ان محتاج يعني مجاميع في الاداء، لكن الله يقدر لو الفيروس طال بينا او الموضوع ده طال بينا ممكن هيبقى في حلول ان احنا فعلا النشاط يرجع متدرج. واحنا قلنا ان ممكن يتعمل كل 3 ايام بدون جمهور مباراه مذاعه، يعني دي برضك من ضمن السيناريوهات اللي اكيد لجنه التخطيط بتفكر فيها. ممكن يتعمل في 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 ملاعب خارج القاهره، يعني زي ما احنا شايفين مثلا لجنه التخطيط ولا لجنه الخماسيه؟ اللجنه الخماسيه اسف. الملاعب اللي خارج القاهره ممكن اللي ما يبقاش فيها زحام ما يبقاش فيها حركه زي مثلا برج العرب، من ضمن الملاعب اللي ممكن الجونه يتعمل كل 3 ايام مباراه. فاكيد برضك اللجنه الخماسيه عندها من التخطيط وعندها من البلان لعوده النشاط بشكل كبير، لان كل الناس يعني بتفكر بشكل كبير ان عوده النشاط يبقى باسرع وقت ممكن. يعني انا برضو بتكلم صح يا كابتن ماهر، ولكن انا دايما لما بتكلم في ايه، ان عندما تقرر الدوله او عندما ترى الدوله او ترى المؤسسات اللي موجوده في الدوله انه من الممكن عوده الحياه لطبيعتها، اكون انا جاهز. صح، انت فاهمني؟ يعني لان انا في النهايه هنتظر قرار دوله مش قرار فردي، لكن هو قرار دوله، الدوله هي اللي بتختار. يقصد احنا قاعدين بنعمل ايه دلوقتي؟ يعني بنخطط في ايه دلوقتي؟ هو احنا مش الرئيس السيسي لما كان بيتكلم على التخطيط وبيقول لك احنا لو حصل ايه منزلين ايه وعاملين ايه وعاملين مستشفيات ايه وعاملين، واحنا شفنا كتير قوي وعارفين ان احنا شفنا ان في حاجات بتتعمل لسيناريو اللي هو المرحلة الثانية المرحلة الثالثة، ما هي الموضوع كده. ففيها ايه لما كمان الرياضة تدار كده؟ فيها ايه لما هم يفكروا؟ لا انا مؤسسة من مؤسسات الدولة طبعا. يعني الاتحاد المصري ده مؤسسة من مؤسسات الدولة وقطاع كبير، لان كرة القدم او صناعة كرة القدم تقدر تتكلم في ملايين ناس كتيرة بتشتغل في هذه الصناعة. وبالتالي عندما تقرر الدولة عودة النشاط حتى ولو جاهز. جزئي، اكون انا جاهز. انا كواحد من الناس اللي بتتابع وشايف وايدي في الموضوع زي ما حضراتكم بتقولوا، سمعت الكابتن شريف وسمعت الكابتن عادل وسمعت الكابتن ماهر وسمعت الكابتن فلان والكابتن علان والكابتن ترتام في كل حته، واشوف المقترحات بتاعه الانديه ايه، وانا بقى اقعد ادرس. يعني انا لما يبقى عندي 200 300 مقترح من الانديه كلها واقعد اقرا مقترح اخد من المقترح ده حاجه ومن المقترح ده حاجه، وفي النهايه انا ما هو ده دوري كلجنه خماسيه. ولا حضرتك شايفين ايه؟ انا شايف بالنسبه للرياضه وبالنسبه للماتشات والحاجات دي، كل قطاع وكل مسؤول عن النادي بتاعه او اي حاجه، انا شايف ان نبتدي نعمل انفراجه شويه، ان اللعيبه تنزل تتمرن ويكون معقمين. لا قرار ده اصلا مش هتقدر معقمين النادي كويس. انا بقول مثلا انا بقول مقترح لكن يدرس، يعني زي ما احنا بنطلب بالظبط يكون في حل زي ده، ان احنا النادي دي تروح يوم وتشوف الدنيا فيها ايه واللعيبه تتمرن كويس وتاخد بعضها ومتعقمه وتشاش كويسه وترجع شوف رد الفعل هيبقى شكله عامل ازاي. الناس لا قدر الله لو حد حصل حاجه، ما هو بقى لا قدر الله كل حاجه. طب ما هو الناس الانديه دلوقتي قامت بالدور ده بتاع التعقيم ماهر، الناس شغال الرئيس داخل على ناس بتبني في كباري لغايه الساعه 5 و6. يا كابتن دول مضطرين، دول ايه؟ ده مشروع مضطرين بيه يتعمل، لكن انت بتتكلم في كره القدم فهي استمتاع. فكره القدم في الوقت الحالي انا بعملها ارجعها تدريجيا مع الظروف. هو ده اللي بيتكلم فيه الحته اللي انا بقول لك عليه ده، احنا بنقول أيوة تدريجيا. أنا زي ما الناس دي مش بتبني في كباري وبتعمل في حاجات وما اعرفش ايه، انت لازم برضو يبقى عندك قرار خدت بالك انك انت توفر الحياه الصحيه والحجر الصحي بتاع مكانك كويس قوي، وتسمح للناس دي المجموعه الصغيره بتاعتك انك انت تنزل تتمرن. واعتقد ان ده في الفتره دي مثلا موجود في كل الانديه، بمعنى ان كل الانديه يا كابتن عادل دلوقتي الفتره اللي فاتت احنا بقالنا شهر ومحدش يعني محدش بيخش اي نادي، وبالتالي
التعقيم اكيد التعقيم والصيانه شغال. انا شايف ده ممكن يعني والبعد وما فيش حد ما انت منزل الشعب كله لغايه الساعه 5 يعني. طب ما خلاص اللعيبه بتاعتي تتمرن وترجع مع الاحتفاظ انه لا يمشي بقى يمين ولا شمال يحافظ على نفسه ويحافظ على الدنيا كلها لان لا قدر الله واحد فينا جرى له حاجه بيروح معاه ناس يعني. وحتى وزير الشباب والرياضه اليومين اللي فاتوا دول يا اسلام واضح قوي بجولات بياخد جولات بيلف اهو مراكز الشباب والحاجات اللي ما اتعملتش بالنسبه للتعقيم المشاريع اللي يعني تحت الانشاء كل الحاجات دي بيتابع بشكل كبير جدا يعني فواضح ان برضك من ضمن الحاجات ثقافه التعامل مع هذا الفيروس لازم كمان ان تتقال للناس كلها مش ما تنزلوش ما تعمل لا اللي هو زي ما النظافه النظافه اللي هي بتحصل 24 ساعه دي الدنيا ماشيه عامله ازاي عدم الاختلاط المباشر عدم 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 بس ما هو انت عارف الزن بقى ما هو انت عارف ليه ما تنزلوش ما انا عارف ليه الاختلاطات والانتشار الفيروس لو واحد حامل هو دايما بيقول لك ايه بيقول لك ما تنزلوش دي مش قصدي مش بس ما تنزلوش لا في كمان علينا حاجات تانية ما هو طبعا احنا ما ننزلش وعلينا كمان واحنا مش نازلين كده بقول لك حاجات تانية لازم نعملها عشان كده بقول لك كل التوعيه بتيجي من لعيبه الكوره او الفنانين او اي لما بيلاقوك انت بتعمل حاجه عكس وبتنزل وبتتمرن وفاتح حياتك وشغال بالزبط. مش هيلتزم احنا بنتكلم في فتره صعبه بتمر بيها البلد هنمشي خطوه انت عارف اخطر حاجه ايه الراجل اللي بيجيب لي الدليفري ده لغايه البيت وبيتفتح البيت والباب وبتشوفه جايب لك الحاجه شكله ازاي ما كانش يبقى معاه جوانتي في ايده ومعقم وكمان ده وبترش انت كمان بالاسبري في ايدك الاكياس اللي جايه دي ما هو ده التعامل اللي انا بقصده ان هو بيتكلم في يعني انت بتتعامل بتتعامل انا معاك بس يبقى عندك الثقافه ازاي تتعامل كابتن ازاي تقابل كابتن احنا ازاي تاخد الاحاطه كلها لنفسك انا بتكلم دلوقتي لا كوره ولا مش كوره بالنفس انا كمواطن عادي بحافظ على نفسي موجوده ما انا حافظت على نفسي يبقى كل القطاعات هتحافظ على نفسها هو ده اللي الناس تعرفه كابتن احنا بنتكلم في ايه حتى الناس بيقول لك انه الفيروس ده مش فيروس ليلي ده نهاري كمان بمعنى ايه لا ده هو يومي يومي يعني الناس يعني. اصل الناس بتتهزر وبتتكلم في كده ليه لان الناس الصبح فاكره ان الفيروس نايم لا وبينزلوا في زحمه وكده حافظ على نفسك انت بتتكلم في ايه انت بتتكلم في التعامل مع البشر نفسه ايوه يا كابتن في يا كابتن عادل ده اهم حاجه اهم حاجه الراجل اللي بيجيب لي الحاجه من بره ده انا موافق وانا قاعد في البيت اهو عامل التزام في كل حاجه لازم نعمل لازم نعمل ثقافه حته النزول ثقافه لا ثقافه التعامل خدت بالك مش في النزول بس حتى لما انزل لازم ابقى انا كابتن لسه بدري قوي عايز وقت عايز وقت. وقت يا كابتن يتعلم عايز وقت وقت يعني خلينا نتكلم على فكره كابتن وجهات نظر ما هو انا مش عارف وقت انا بتكلم مع الناس تاخد احتياطاتها من حاجات معينه كابتن في ناس حاليا انا مش فاهم وقت ايه في ناس الى الان مش مصدقه ان في فيروس ما بتعملش ما هو ده لازم انت تقول لهم الكلام طب ما عشان كده بقول لك ما هو النهارده مش بيقعد يتفرج عليا بيتسلى ما فيش ماتش يا كابتن بيتفرج عليك انت لازم تعرف ان هو كمان انا قلقان من اي تعامل بيحصل احنا هنا لما بنخش ما كانش المكان معقم وبنرش حوالينا والبتاع عشان هو نفسيا حتى قاعدين بنتكلم مع بعض قاعدين ونخرج سلام من الحكايه الناس لازم تعرف ان احنا كلنا متضامنين في واحد يرد عليك يقول لك ايوه انتوا قادرين تعملوا كده مين اللي قادرين فينا يا كابتن بكلمك انت بتتكلم على مجتمع انا بكلمك على حته مجتمع دي يا كابتن عادل انت تدي الثقافه للناس تتعامل ازاي مع الشيء ده بابسط حلو جدا لغايه ما يمكن علشان الناس يعني حته رجوع اللعيبه تتمرن في مكان اعلاميا غلط لا ده اقتراح انا ماليش دعوه ما يتعملش ايوه لا صح يعني هو اقتراح هو اقتراح انا موافق كابتن انا ماليش دعوه باللعيبه على فكره انا دلوقتي بتكلم عليا انا كمواطن انا اهم من اي حاجه تانية ما هو اللعيبه ده مواطن برضه انا بقول ده اقتراح هينفع صح نفتح النادي للعيبه بس تخش عدد معين ويخلصوا تمرينهم ويتكلوا على الله يروحوا بيوتهم وفي نفس الوقت اللي قاعد في البيت ده انا بتكلم يتعامل ازاي مع اللي بيجي له يجيب له دليفري بالظبط لا هي دي كلها دي اخطر حاجه يا عادل الكل متفق على ايه طب ممكن بس اقول حاجه يا كابتن ممكن اقول حاجه الكل بيتفق على ايه بيتفق على ان هناك سياسه للدوله الكل بيمشي فيها دي السياسه اللي احنا كلنا كمصريين كلنا هو مش حضرتك بتقعد تنتظر بيان وزاره الصحه بالليل الساعه 8 9 من 8 ل 9 كده وعمر قدير كلنا بننتظر كل الناس كل الناس كل الناس لكن هو مش حضرتك بتنتظر هذا البيان وبالتالي وبتشوف البيان الدنيا ماشيه ازاي وبتشوف الدنيا ماشيه ازاي وبتعمل ازاي وبالتالي احنا عندنا سياسه عامه للبلد احنا هنمشي فيها ولكن الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده كلام مفيد جدا الاختلافات حتى في وجهات النظر مفيده جدا الكل بيسمع كابتن شريف وكابتن عادل وكابتن ماهر الناس اللي بتسمعنا هتقول الله طب ما هو ننزل
طب ما ننزلش، طب نبتدي، طب نشتغل، طب نشوف الفتره اللي جايه، كلها مقترحات لما هو قادم. الكلام اللي بيقوله كابتن شريف اللي هو ثقافه التعامل مع الفيروس محتاج، بس مش دلوقتي بتاع الحكايه، ولكن محتاج هيجي لك وقت وهيبقى لازم عندك الثقافه التعامل مع الفيروس. انا اسلام هقول لك على حاجه، انا لو خدت الجوانتي ونزلت عشان امسك عربيتي واسوقها مثلا واخش، لو ما جبتش الماسك ببقى راكبني مليون عفريت اطلع تاني اجيب الماسك واحطه، انا كنت حاطه هنا، انا مش عارف ايه، بقى عندي احساس بالتزام معين تجاه هذا التعامل مع هذا الفيروس. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بيستفيد منه الناس، الناس بيتوعى بيه. انا بقى مش فاتح صدري بقى، دي ما فيهاش فتحه صدر بالظبط، دي مش ابص انزل اروح لماهر مثلا جايين مع بعض بالعربيه عشان تبقى عربيه واحده، مش شايفين عربية. ستة ابص الاقي وانا معدي في العاشر سته راكبين في عربيه، سته والبتاع والاختلاطات ومفيش الرئيس نزل يعني عايز يجيب الناس، انتوا ايه؟ انتوا مش حاسين بالفيروس؟ انتوا ادوهم الماسكات، ادوهم. الراجل بقى واقف بياخد عربيه واحده وينزل دلوقتي بالليل لوحده والصبح، مسؤول عن البلد كلها ومسؤول عن الدنيا كلها، اهو حاسس بالدنيا. دي الثقافه اللي انا بكلمك عنها، لما هو عمل البادره دي لا كل الدنيا عامله ازاي دلوقتي يا اسلام؟ كله بالماسكات، كله ماشي بالماسكات، كله كل مكان بيطلع في حد يديك المعلومه وسهله ويكون بيحبك بيوصلك ازاي بتامن بيه. عادل امام ده لو طلع قال يا جماعه عادل ماسك اهو والدنيا ما اعرفش ايه وانا قاعد ومش عارف ايه وجا، الناس كلها بتحب هذه الشخصيه كويس، حتى تتابع عادة يقول لك بتتكلم عادل امام عامل الماسك وجا. ففي القدوه اللي انت بتتكلم عنها او الشكل ده بيدي امان للناس، الثقافه اللي انا بقول لك عليها، التعامل عشان يبقى بسيط ولذيذ والدنيا. النجوم بتوع اللي بيطلعوا ساعه لما يكون بيطلعوا يقول لك انا قاعد مع 100 اسره انا مسؤول عنها وانا مش عارف ايه وانا قاعد في البيت، خليك في البيت. الحاجات دي مهمه جدا طبعا، الحاجات دي اللي خلتني احنا كمان نلتزم طبعا ونغير. يعني ايه نجم كبير كان خايف على نفسه خايف على عيلته وانا ما اخافش على نفسي خايف، وتبعيه بقى بتحصل العدوى دي، العدوى الجميله اللي هي ازاي حتى تعمل. البرامج التوعيه اسلام موجوده للاطفال وفي جزء كبير جدا، انت مش خايف على غير ولادك، بيخص الاطفال برضه خد بالك احنا مفتقدينه، لكن واضح ان البرامج التعليميه واخد بالك وبرامج الثقافيه بدات تعمل برامج للاطفال في حته التوعيه. طلعوا اشاعه قال لك ما بيجيش للاطفال، طلعوا اشاعه في الاول كده يقول لك الاطفال عندهم مناعه، عرف الاطفال ايه موضوع الفيروس عن طريق حتى كمان يمكن مشغلين الاراجوز، يعني واخد بالك جايبين الاراجوز عشان يوصل للاطفال من ضمن الحاجات اللي توصل فيها الاطفال منها الاراجوز ده ويدار بين الاراجوز وبين اللي هو بيقدمه حوار او تمثيليه عن طريق احساس كورونا واخد بالك، والتوعيه اللي هي بتحصل وازاي نوعي الناس من حته الماسك زي ما شريف قال. عموما نتمنى ان شاء الله ان الفتره اللي جايه زي ما حضراتكم سامعين مقترحات كثيره جدا جدا واختلافات في وجهات النظر، وزي ما بنشوف في كل البرامج هناك اختلافات، ولكن في النهايه يجب ان نصل او خلال الفتره اللي جايه اعتقد ان احنا هنصل ان شاء الله الحل، ولا انفراجه باذن الله، ان شاء الله انفراجه تكون من عند ربنا وبتكون بالتزام حضراتكم دايما في البيوت. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن شريف، شكرا جزيلا يا كابتن عادل، شكرا جزيلا يا كابتن ماهر، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، من فضل حضراتكم التزموا البيوت، التزام البيت. نعم تمام التزموا البيوت، التزام البيت هو الأهم في هذه الفترة، وهو اللي بيحافظ دايما عليك وعلى أسرتك وعلى كل عيلتك وعلى كل المصريين إن شاء الله. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله انتظرونا وحلقة جديدة يوم الأربعاء القادم ملعب الأهلي.